السلام عليكم يا شباب، يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. مع بعض النهارده هنبدا نتكلم عن chapter 2 اللي هو kinematics of the rigid body. اوكي، كلمه kinematics تعني ان انا هدرس الحركه بتاعه الجسم بتاعي في حاله عدم وجود اي forces. يعني انا عندي بادي بيتحرك، هبدا ادرس الحركه بتاعته، احسب سرعته، احسب الاكسلريشن بتاعته في حاله عدم وجود اي فورسز، يعني فري موشن، حركه بدون اي قوه، هي دي الكاينماتكس. اوكي، طيب تعالوا مع بعض كده نعرف كلمه الريجيد بادي. احنا النهارده اول ما بدانا الترم بتاعنا قلنا ان احنا هنتكلم عن الريجيد بادي، وقلنا ان كلمه بادي تعني ان هو حاجه ليها ابعاد تختلف عن البارتيكل اللي احنا كنا بندرسه قبل كده في 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 الميكانكس بتاعت اعدادي اللي ما كانش له اي دايمنشنز خالص. طيب لما نيجي نتكلم عن كلمه ريجيد بادي ليها معنى، والمعنى بتاعها هو ان هقول كده ان هو جسم جاسئ. بمعنى ايه جسم جاسئ؟ يعني مفيش فيه اي ديفورميشنز. يعني ايه مفيش فيه اي ديفورميشنز؟ يعني اي مسافه بين اي نقطتين ايه is constant. مهما تغير الزمن المسافه بين اي نقطتين تفضل ثابته. يعني لو المسافة دي كانت 1 متر وعد علينا 1000 سنة والجسم ده rigid body، المسافة دي برضو ستيل بين النقطتين دول هتفضل 1 متر. اوكي، طيب هو ده ببساطة تعريف كلمة rigid body. طيب هل ده موجود في الحقيقة؟ يعني هل في الحقيقة ممكن الاقي material rigid 100% انفينيتي ريجيد كده، يعني قويه لدرجه ان ما يحصلش فيها اي ديفورميشنز، ان تفضل المسافه بين اي نقطتين تحت تاثير بقى الحراره والعوامل المختلفه المسافه بينهم تفضل ثابته وما فيش فيها اي تغير؟ لا، في الحقيقه ان دي حاجه غير منطقيه بالمره، دي حاجه مش موجوده في الواقع، ولكن احنا بنفترض انها موجوده عشان تبقى الدنيا سهله بالنسبه لنا ونقدر نحط الحسابات بتاعتنا. طيب احنا ان شاء الله في تشابتر 2 تعال نقسم الموضوع معانا كمجموعة من العناصر كده علشان نقدر نقول ان احنا هنغطيها في تشابتر. طيب الست عناصر بقى اللي المفروض ان احنا لما نخلص ان شاء الله التشابتر ده تكون انت عارفهم زي اسمك. اول حاجة types of constraints. رقم 2 types of rigid body motion. رقم 3 ال velocity relation. رقم 4 acceleration relation. 5 instantaneous سنتر او المركز اللحظي. رقم 6 رولينج without سلايدنج. المفروض ان احنا في نهايه تشابتر 2 انت تكون قادر على انك تعرف الست حاجات دول. لو انت قدرت تعمل كده يبقى احنا الحمد لله قدرنا نخلص تشابتر 2 وقدرنا نطلع بالهدف المطلوب منه بسلام ان شاء الله. تمام، اول عنصر معانا هو types of constraints. طيب هي يعني ايه كلمه constraints اللي انا كتبتها دي؟ في الواقع احنا عندنا حاجه اسمها degrees of freedom. degrees of freedom يعني ايه؟ يعني درجات الحريه. يعني انا عندي حرية في حركة شكلها عامل ازاي. ف
في الحقيقة احنا لما بنيجي نتكلم عن ال 2 دي، احنا في ال 2 دي لما نتكلم عن بادي بيكون عندنا حاجة ليها ابعاد بالصورة اللي انت هتشوفها قدامك دي. زمان لما كنا في اعدادي كان عندنا بارتيكل وكان نقطة كده ملهاش اي دايمنشن بالصورة اللي انت شايفها دي. الحقيقة واحنا في اعدادي كان عندنا ديجريز اوف فريدم 2، لان البارتيكل ده كان من حقه يمشي كده في اتجاه اكس ويمشي كده في اتجاه واي، يعني يحصل له ترانسليشن في اكس ويحصل له كمان ترانسليشن فين؟ في واي. بس لو قعد يحصل له اي حاجه تانية انا مش هشوفها لان هو ما عندوش دايمنشنز. لكن لما جينا نتكلم بقى عن البادي اللي هو بنتكلم عنه دلوقتي بقى له دايمنشنز، وبناء عليه بقى يقدر يعمل حركه اسمها ترانسليشن اكس، حركه اسمها ترانسليشن واي، وحركه دورانيه كده حوالين الاكس البربنديكولار على الصفحه بتاعتي. اوكي طيب، يبقى انا دلوقتي لو انا بتكلم عن البادي انا عندي 3 ديجريز اوف فريدم، لو انا بتكلم عن البارتيكل فانا عندي 2 ديجريز اوف فريدم. اوكي طيب، ايه بقى القصه بتاعت ديجريز اوف فريدم وليه بقول لك الكلام ده وايه علاقته بالكونسترينز؟ الكونسترينز دي بقى حاجه زي قيد كده انا بحطه على الديجريز اوف فريدم، فاي ديجريز اوف فريدم بمنعها بمنعها من خلال كونسترين، ولما بمنع ديجريز اوف فريدم بحط قصادها قوه. بمعنى ان انا اول نوع عندي من الكونسترينز اللي موجوده حاجه اسمها هنج. اوكي الهنج ده بيبقى شكله عامل كده او شكله عامل كده. اوكي طيب، الهنج ده بيمنع حركتين، بيمنع الترانسليشن اللي موجود في اكس وكمان يمنع الترانسليشن اللي موجود في واي، وبناء عليه يبقى له تو رياكشنز، رياكشن في اكس ورياكشن فين؟ في واي. الكلام ده هنعرفه ان شاء الله في شابتر 3 بالتفصيل الممل. كل اللي انا عايزك تعرفه النهارده عن الهنج ان انت لما تشوف نقطه فيها هنج تبقى عارف ان النقطه دي يستحيل تتحرك لا دلوقتي ولا بعد كده، وبناء عليه لما تشوف الهنج ده تبقى عارف ان الفيلوسيتي لو دي نقطة A ودي نقطة A وعندهم هنج يبقى انت عارف ان الفيلوسيتي بتاعت نقطة A وكمان الاكسلريشن بتاعت نقطة A الاثنين يساووا زيرو، يعني يستحيل النقطة دي تتحرك، وده يبقى جيف مهم جدا لينا في بداية المسائل زي ما هنشوف بعد شوية. اوكي بعد ده رقم 2 بالنسبة للكونسترينز اللي معانا حاجة اسمها رولر، او هو لو قلت لك سلايدر، هو لو قلت لك كولر. اوكي كلهم حاجه واحده لنفس المعنى اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيبقى شكله عامل كده، يعني بيبقى حاجه عامله كده في هنا كورتين كده وده السيرفس اهوت، او بيكون حاجه عامله كده زي تيوب كده والجسم بيتحرك هنا كده، او بيكون زي رود عامل كده وفي جسم راكب فوقيه كده بيبدا يتحرك على الاتجاه ده. طيب هنا انا كان عندي زي ما اتفقنا 3 ديجريز اوف فريدم، مومنت وترانسليشن اكس وترانسليشن واي. في الهنج احنا عملنا ايه؟ في الهنج احنا منعنا الحركتين. طيب هنا بقى انا منعت حركه واحده بس اللي هي مين؟ اللي هي الحركه الراسيه دي، او هنا الحركه العموديه على السيرفس دي، صح؟ انا منعت الجسم ده ان هو يتحرك بس في الاتجاه ده، لكن ما منعتوش خالص ان هو يتحرك هنا، صح كده؟ وبناء عليه فهو له رياكشن واحد بس، واللي انا بستفاده من السلايدر او الكولر او الرولر ده انه بيديني اتجاه الحركه جيفن. يعني ايه اتجاه الحركه؟ يعني بيقول لي ان الفيلوسيتي بتاعتك وكمان الاكسلريشن بتوعك الاثنين الدايركشن بتاعهم بيكون بارلل للسيرفيس. اوكي وبناء عليه لو قلنا ان ده هو اتجاه اكس اهو، فبيكون عندي الفيلوسيتي عباره عن الفيلوسيتي كماجنيتيود في اتجاه الاكس اللي هو الاي، ولو الاكسلريشن اهي فهي عباره عن الاكسلريشن كماجنيتيود في اتجاه الاي. اوكي لو افترضنا طبعا ان ده هو اتجاه مين؟ انه ده هو اتجاه اكس. اوكي دي هنشوفها في المسائل وهنوضحها ان شاء الله. هو ده الكونسترينز. يبقى احنا كده خلصنا اول عنصر معانا وهو تايبس اوف كونسترينز، خدنا معانا الهنج وخدنا معانا الرولر، في انواع تانية يعني خلي كل حاجه لوقتها. اوكي العنصر الثاني معانا كان
العنصر الثاني كان عبارة عن types of motion، يعني أنواع الحركة. طيب زي ما اتفقنا، أنت عندك أي حاجة في الدنيا ممكن تعمل حركتين، ممكن تتحرك translation يعني تنتقل، وممكن تتحرك rotation يعني تدور، اوكي؟ وممكن طبعا تعمل كومباينيشن من الاثنين، يعني تعمل ترانسليشن وكمان تعمل روتيشن، وفي الحاله دي هيبقى اسمها جنرال، اوكي؟ في الحاله دي بقى هيكون ليها كلام تاني خالص، وان شاء الله الكلام ده برضو هعيده لك تاني بتفاصيل اكتر ان شاء الله في تشابتر مين؟ تشابتر 3. خلينا دلوقتي مع بعض كده نتعرف يعني ايه لما اقول لك كلمه ترانسليشن. لما اقول لك كلمه ترانسليشن دي انت استفدت ايه؟ كلمه ترانسليشن دي يعني انتقال، يعني لو انا عندي بادي بيتحرك كده، فكل نقطة موجودة على البادي ده بتتحرك بنفس السرعة اللي البادي بيتحرك بيه، يعني النقطة دي عندها V ودي عندها V ودي عندها V، نفس السرعة اللي البادي بيتحرك بيها، كلهم لهم نفس مين؟ لهم نفس السرعة، وكذلك كلهم لهم نفس مين؟ نفس الاكسلريشنز. فانت لما تيجي تبص على الكلام ده الاكسلريشن موجودة عند كل النقط واحدة، هي هي. يبقى لما تقول كلمة translation كأني بقول لك ان كل النقط اهو، كأني بقول ان كل النقط لها نفس الفيلوسيتي والاكسلريشن اللي احنا بنتكلم عنه، اوكي؟ يبقى ده نوع الترانسليشن. طيب ده كلام جميل جدا، يعني انا لو عندي بادي بيتحرك ترانسليشن، اي نقطه اجيب الفيلوسيتي والاكسلريشن بتوعها يبقى هو ده الفيلوسيتي والاكسلريشن لكل النقط اللي موجوده على البادي، تمام؟ طيب بس الدنيا مش بيور دايما كده، الدنيا مش حلوه قوي كده، دايما هتلاقي في حاجه تنغص لك حياتك. فيقول لك لما يحصل بقى الروتيشن يبدا، يبقى مثلا سي عندنا نقطه عامله كده والبادي يبدا يدور حواليها، يعني تعالى بس نرسمه كبادي كده عشان نقدر نوضح الدنيا اكتر. نفس البادي اللي موجود عندنا فوق ده هنرسمه هنا اهو اهو، بس متثبت عند نقطة كده بهنج وهيدور حواليه. في الوقت ده الجسم ده ما بيحصلوش ترانسليشن، ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له روتيشن. ففي الوقت ده هيكون سي مثلا سرعة النقطة دي في، لكن سرعة النقطة دي مثلا في 2، وسرعة النقطة دي هتكون في 3، وهكذا. فهيكون كل نقطة ليها سرعة. في الوقت ده بقى انا بقى عندي السرعة متغيرة، فانا لو عارف السرعة اللي هي في 1 دي وعايز اعرف الفي التانية اللي موجودة عند بقية النقط دي بتساوي كام، يعني لو عايز اعرف الفي دي بتساوي كام اعمل ايه؟ فقال لك بسيطة، انا هدي لك حاجة اسمها الفيلوسيتي ريليشن اللي هي علاقة السرعة، وحاجة اسمها الاكسلريشن ريليشن اللي هي علاقة العجلة، يقدر يربط لك اي نقطة موجودة على البادي مع النقطة التانية اللي موجودة معاها على نفس مين؟ البادي، اوكي؟ تعالى نشوف بقى العنصر اللي بعد كده اللي هو الفيلوسيتي ريليشن. قبل ما اكلمك عن الفيلوسيتي ريليشن مهم جدا ان انا اقول لك نقطه بس اوضحها لك كده سريعا. انا قلت لك ان احنا عندنا حاجه اسمها ترانسليشن وحاجه اسمها مين؟ روتيشن، اوكي؟ في الترانسليشن انا بيكون عندي ازاحه بعملها اسمها اكس، ويكون عندي سرعه ماشي بيها اسمها في، ويكون عندي معدل تغير للسرعه اسمه A. الاكس هي الديسبيسمنت، الفي هي الفيلوسيتي، الاي هي الاكسلريشن. دي كانت اليونتس بتاعتها متر بير سكند سكوير، دي متر بير سكند ودي متر بس، اوكي؟ طيب لما اكون بقى بتحرك روتيشن انا بعمل ديسبيسمنت اسمها ثيتا، وبتحرك بسرعه انجلر فيلوسيتي اسمها اوميجا، وفي معدل تغير للانجلر فيلوسيتي بانجلر اكسلريشن اسمها الفا. في الحاله دي انا عندي هنا اليونتس ريت، هنا ريت بير سكند، وهنا ريت بير سكند سكوير، اوكي؟ كان مهم بس اعرفك مين هي الاوميجا مين هي الالفا علشان خاطر لما اجي احطهم في القانون تبقى انت فاهم. يبقى انا دلوقتي بقول لك إيه؟ ان لما بتحرك ترانسليشن بتكون كل النقط ليها نفس السرعه، لكن لما باجي اتحرك روتيشن السرعه بتبقى مختلفه. الكلام ده جه منين؟ جه بسبب وجود الالفا
والاوميجا. معنى كده ان الاثنين دول بيساوي زيرو في حاله مين؟ في حاله الترانسليشن. الكلام ده هبينه لك بمعادلات بقى دلوقتي زي ما هنشوف في الفيلوسيتي ريليشن والاكسلريشن ريليشن. يبقى الاوميجا والالفا لما اكون بتحرك حركه ترانسليشن موشن ايا كان شكلها، فالاوميجا والالفا بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. الفيلوسيتي ريليشن بكل بساطه اهو، الفيلوسيتي ريليشن كنت بقول لك انك لو في نقطه اسمها بي وعايز تجيب السرعه النسبيه ما بين الريلاتيف فيلوسيتي ما بين بي واي، كنت بتقول ان هي عباره عن في بي ناقص في اي. اوكي، مش ده بالظبط اللي كان بيحصل؟ ايه رايك بس نعدل شويه على الكلام ده فنكتبها كده، نقول ان الفي بي هي عباره عن في اي بلس في بي اي. لاحظ ان انا لما بحسب بي انا كتبت بي في الاول، يعني كاني بقول سرعه بي هي سرعه اي اللي انا عارفها زائد سرعه بي بالنسبه لاي، اوكي، اللي هي ريليتيف فيلوسيتي ما بين بي واي. تمام، هي دي الفيلوسيتي ريليشن اللي انا محتاج ان انت تكون عارفها، اللي هي بالصوره اللي انت شايفها دي. طيب انا عارف مين هي في بي وعارف مين هي في اي. في بي اي انت محتاج تعرفها، هي قدامك دلوقتي كفيكتور، يبقى انت محتاج تعرف لها الماجنتيود بكام، ومحتاج تعرف لها الدايركشن بكام او الدايركشن اتجاهه عامل ازاي. اوكي، قلت لك هي كماجنتيود سهله جدا، كماجنتيود عباره عن الاوميجا اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه اللي هي الانجلر فيلوسيتي مضروبه في الديستانس اي بي. طيب كدايركشن هي عباره عن اتجاه بيربنديكولار على الخط اي بي من عند نقطة B، النقطة اللي أنا بحسبها، في اتجاه مين؟ اللي مضروب في AB اللي هي الأوميجا. تمام؟ تعال نترجم الكلام ده بالرسم عشان نفهم أكتر. لو قلنا إن أنا عندي لاين اسمه AB عامل كده، دي نقطة A، دي نقطة B. أوكي؟ وقلنا إن أنا عندي البادي ده بيدور بأوميجا كده كلوك وايز زي ما أنت شايف كده. تمام؟ فهقول لك بسيطة، انا عارف في اي عايز اطلع منها في بي، يبقى انا عارف الطول اي بي بيساوي كام، يبقى هقدر اعوض في الفيلوسيتي ريليشن دايركت على طول، بس محتاج اعرف اتجاه الفي بي اي عامل ازاي. قال لك بسيطه خالص، اعمل خط كده بيربنديكولار على مين؟ على اي بي من عند نقطه بي. طيب وبعدين قال لك الفي بي اي ماشيه مع الاوميجا، الاوميجا عامله كده وبتطلع لفوق كده، اوكي، يبقى كي هو ده اتجاه ال في بي اي. اوكي، ودي ملهاش اي وجود خالص، اهو هو ده اتجاه ال في بي اي بيربنديكولار على اي بي اهو في اتجاه الاوميجا. تمام يا شباب؟ طيب عظيم جدا، انا دلوقتي عرفته. فانا لو دلوقتي كان عندي سي الزاويه دي بثيتا، فالزاويه دي كمان هتبقى بثيتا، فلو عملت فيرتيكال وهوريزونتال كده فالزاويه دي هتبقى بثيتا. اقدر دلوقتي اعمل ريزوليوشن ل في بي اي على الاكس وعلى الواي، واقدر اطلعها كفيكتور عادي جدا، وكده كده الماجنتيود بتاعها انا عارفه اللي هو اوميجا في مين؟ في اي بي. لحد كده الدنيا واضحه، ولازم تكون بالنسبه لك النقطه دي واضحه بنسبه 100%، مش مقبول 99%. الكلام ده لازم يكون واضح بالنسبه لك بنسبه 100%، لو مش واضح ابدا اسالني ونتناقش فيه. تمام، تعالى بعد كده ندخل على الحاجه الثانيه اللي هي الاكسلريشن ريليشن. تعالى نتكلم بنفس الكونسبت. الكونسبت اللي انا قلته ان انا قلت لك عندك حاجه اسمها اكسلريشن، اوكي، بنفس الكونسبت بالظبط. تعال نكتب مع بعض كده، الاكسلريشن بتاعت نقطه بي هي عباره عن الاكسلريشن بتاعت نقطه اي اللي انا عارفها زائد اكسلريشن بي بالنسبه لاي. شو ده بالظبط القانون اللي احنا كتبناه من شويه؟ هو هو. قال لك ان الفيلوسيتي، وانت في اعدادي لو تفتكر في شيت النورمال والتنجنشال كنت بقول لك ان دايما الفيلوسيتي لازم تمشي في اتجاه التنجنشال، لكن الاكسلريشن كان لها تو كومبوننتس،
الكومبوننت الاولاني كان في اتجاه التنجنشال عادي جدا، وكان في كومبوننت تاني في اتجاه النورمال اهو، اتجاه انه يبقى انا عندي اتنين ريلاتيف اكسلريشن ما بين بي واي، اللي هو واحد في اتجاه التنجنشال واحد في اتجاه النورمال، بنفس الطريقه اللي احنا عملناها مع في بي اي. تعال نعملها هنا بخصوص التنجنشال، له ماجنيتيود وله مين دايركشن، وبخصوص النورمال له ماجنيتيود وله دايركشن، بنفس الاسلوب بالظبط. طيب تعالى نفصل بينهم بس بخط كده عشان تبقى الدنيا واضحه. هنا كده لو جيت اكلمك على الماجنيتيود بتاع التنجنشال اكسلريشن الريلاتيف ما بين بي واي، عباره عن الالفا في الطول اي بي، والدايركشن بتاعه نفس الاسلوب عمودي على اي بي، بس المره دي برضو مع اللي مضروب في اي بي يعني with الفا. يبقى انا لما اجي اطلع في بي اي انا ببص على الاوميجا، لما اجي اطلع اي الاكسلريشن الريلاتيف من بي لاي التنجنشال ببص على مين؟ على الاوميجا. تمام. طيب تعال نبص دلوقتي على النورمال. قال لك النورمال دي سهله خالص، هيبقى عندك الماجنيتيود بتاعها هي اوميجا سكوير في الطول اللي اسمه اي بي. طب والدايركشن؟ ماشي من النقطه المجهوله اللي هي بي الى النقطه المعلومه اللي هي ايه. الكلام ده جميل قوي بس انا مش فاهم فيه اي حاجه. تعالى بقى فهمه لي فين؟ على رسمه. احنا دلوقتي مهندسين فلازم نفهم على رسمه. تعالى نشوف على رسمه شكله عامل ازاي. انا عندي لاين عامل كده، ادي نقطه A، ادي نقطه مين؟ P. انا عارف الاكسلريشن عند نقطه A وعايز اجيبها عند نقطه P. قال لك بكل بساطه خالص انت عندك هنا كده الفا بتلف معاك هنا كله كويس كده. خد بالك انا هنا بركز على مين؟ بركز على الالفا. لما كنت بتكلم على الفيلوسيتي كنت بركز مع مين؟ مع الاوميجا، لان الاوميجا دي هي الانجلر فيلوسيتي، فهي اللي تدخل جوه مين؟ جوه الفيلوسيتي ريليشن. لكن لما اجي اتكلم عن الاكسلريشن تلاقيني ببص على مين؟ على الالفا. تمام كده. طيب فانا عندي حاجتين، الحاجه الاولانيه هي الاكسلريشن اللي هي بي اي تنجنشال، انا كاتبها لك بنفس اللون عشان تاخد نفس الدايركشن. هي هعمل لاين كده عمودي على مين؟ على اي بي، واشوف الفا ماشيه ازاي كلوك وايز، يبقى دي طالعه لفوق كده هي دي الاي بي اي تنجنشال. طيب عايز اجيب بقى الاي بي اي نورمال. قال لك بكل بساطه يا سيدي امشي من بي روح لحد اي، وهو ده الاكسلريشن بي اي نورمال. تمام. علشان اسهلها لك اكتر، كاننا بنرسم دايره السنتر بتاعها هو مين؟ هو الايه؟ هو النقطة المعلومة. يبقى النقطة المعلومة بالنسبة لي هي سنتر، دايرة كبيرة أنا برسمها، الراديوس بتاعها اسمه اي بي، والسنتر بتاعها هو النقطة المعلومة اللي هي ايه؟ فكأني بالظبط بعيد لك اللي أنا قلته في إعدادي، تكون عندك التنجنشال أكسلريشن عاملة كده أهي في اتجاه الألفا، والتانية ناحية السنتر بتاع الدايرة اللي هي كانت الاي ان ودي كانت الاي تي. مهم جدا 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 يا شباب نفهم النقطه دي، لو فهمناها يبقى احنا تقريبا خلصنا يعني 90% من اللي المفروض نقوله جوه التشابتر ده. مش هنطبق على كل ده في مره واحده في التوتوريالز ان شاء الله، بس مطلوب ان انت تفهم الكلام ده، ومطلوب ان انت لو في حاجه سقطت منك تسالني، لو في حاجه انا مش موضحها كويس تبدا تتناقش معايا لحد ما تفهمها بنسبه 100%. التشابتر ده مهم جدا وهتتسال عليه كتير، فلازم يبقى حاضر في دماغك بصوره كويسه. تمام. كده احنا خلصنا الفيلوسيتي ريليشن والاكسلريشن ريليشن. عايزين ندخل بعد كده على البوينت اللي بعدهم اللي هي الانستنتانيوس سنتر، اوكي، اللي هو المركز اللحظي. انستنتانيوس سنتر المركز اللحظي للدوران هنناقشه مع بعض بكل سهوله. بيقول لك ان هو المركز اللحظي للدوران. يعني ايه بقى المركز اللحظي للدوران؟ علشان تدور حوالين نقطه لازم النقطه دي تكون ثابته، اوكي. يعني انا علشان ادور حوالين نقطه لازم النقطه دي تكون ايه؟ لازم النقطه دي تكون ثابته. طيب
هو في نقطة أنا دلوقتي بتحرك، واتفقنا إن أنا ممكن أكون بعمل روتيشن، ممكن أكون بعمل ترانسليشن، ممكن أكون بعمل جنرال، اللي هما الاتنين مع بعض. فأنا لو بعمل ترانسليشن مفيش أصلا دوران، أوكي؟ فالمركز اللحظي هنشوفه دلوقتي هيبقى عامل إزاي في حالة الترانسليشن. طيب لو أنا بتكلم عن روتيشن، الروتيشن بالنسبة لي ممكن يكون حاجة بكل سهولة زي ما شرحت لك كده، أنا عندي هنا هنج في النقطة دي وببدأ أدور حواليه. مش انا وانا بدور كاني برسم دايره هنا كده السنتر بتاعها هو نقطه الهنج دي، صح ولا لا؟ يبقى مين مركز الدوران هنا؟ هو ده الهنج. يبقى اي نقطه ثابته قدامك انستينيا السنتر ده هو اي فيكس بوينت انا شايفها، اي نقطه مش هتتحرك. مش احنا اتفقنا ان دي نقطه ايه فالفيلوسيتي بتاعها وكمان الاكسلريشن الاثنين دايما اولوز بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو، اوكي؟ فهنا لازم هيكون ده مركز دوران دائم، مش انستنس كمان، ده هو دائم عند اي لحظه زمنيه هيكون هو ده الانستنس سنتر اللي انت بتتكلم عنه اللي هو مركز الدوران اللحظه. طيب ده الواضح. طيب هل في حاجه تانية واضحه اول ما اشوفها اعرف ان ده انستنس سنتر؟ قال لك اه، بس تعالى ناجلها شويه سيكا. اقول لك قبليها لو انا دلوقتي بقى ما لقيتش حاجه واضحه، يبقى انا عندي حالتين واضحين، قلنا واحده منهم ولسه هنقول واحده بعد شويه. لو انا بقى ما قداميش حاله واضحه، يعني انا قدامي بادي عايز البادي ده بيحصل له روتيشن ومعاه ترانسليشن او بيحصل له روتيشن وبس، وعايز اعرف الانستنتينيوس سنتر بتاعه موجود فين، اعمل ايه؟ قال لك في طريقه سهله جدا ممكن تجيب بيها تو جيت الانستنتينيوس سنتر. اعمل ايه؟ قال لك في طريقه سهله خالص هنعملها مع بعض دلوقتي، تقدر تطلع الانستنتينيوس سنتر لاي شكل انت عايزه يا سيدي. وليكن احنا عندنا شكل عامل كده، ده بادي عليه نقطتين، نقطه اسمها A ونقطه اسمها B، نقطه اسمها A نقطه اسمها B. الفيلوسيتي بتاع A واخده الاتجاه ده كده، والفيلوسيتي بتاع B واخده الاتجاه ده كده. قال لك بص يا سيدي، كل اللي هتعمله انك هتيجي عند نقطة B وتطلع بيربنديكولار على VB، وتيجي عند نقطة A وتطلع بيربنديكولار على نقطة على ال VA. الاتنين هيتقابلوا في مين؟ في نقطة، النقطة دي هي الانستنيوس سنتر اللي انت بتدور عليه، هو مركز الدوران اللحظي اللي انت بتدور عليه. طيب تعالى بقى نفكر مع بعض كده، لو انا كنت بتحرك ترانسليشن، يعني لو البادي بتاعي ده كان بيتحرك ترانسليشن، مش كانت النقطة دي هيبقى لها سيف فيلوسيتي عاملة كده، والنقطة دي لها سيف فيلوسيتي عاملة كده، صح؟ الاتنين دول ايه؟ برر لما اعمل عمود على الاتنين دول كده، هل هيلتقي في اي نقطة؟ لا. فكان يبقى الانستنتينيوس سنتر بتاع الجسم اللي بيتحرك ترانسليشن وبس بيساوي انفينيتي، موجود عند مين؟ عند انفينيتي، مش عارف اوصل له اصلا. طيب هو الكلام ده له معنى؟ الانستنتينيوس سنتر ده اصلا هيفيدني في حاجه؟ قال لك اه، ده له استفاده كبيره جدا جدا جدا، هستفيد منه ان هو بديل للفيلوسيتي ريليشن. يبقى الانستنتينيوس سنتر ده تقريبا هو الفيلوسيتي ريليشن في بعض الحالات، في بعض الحالات بيكون اسهل وفي بعض الحالات بيكون ايه؟ بيكون اصعب على حسب المساله، بس احنا طريقه وبنتعلمها مع بعض. يعني ايه يا سيدي؟ فاكر لما كان عندك شكل عامل كده اللي هو هنا كده فيه هنج، وقلنا ان الجسم ده بيحصل له روتيشن كده باوميجا، لو دي نقطه A ودي نقطه B وعايزين نطبق الفيلوسيتي ريليشن هنا، مش كنا هنقول ان انا معايا ال V B هي عباره عن V A زائد V B A، صح كده؟ وكنت هقول ان في اي بزيرو، فكان هيتبقى لي ده بس اللي هو كان عباره عن الاوميجا في اي بي، صح كده؟ مش اي بي دي هي المسافه ما بين الانستنتينيوس سنتر ونقطه بي؟ قال لك اه. قال لك يبقى خد عندك قاعده بقى، الفيلوسيتي بتاع اي نقطه هو عباره عن مين؟ عباره عن الاوميجا بتاعت البادي اللي هي موجوده عليه مضروبه في الديستنس ما بين البوينت ومين؟
والانستنتينيوس سنتر. بس كده. يبقى انت لو عندك لاين عامل كده وده الانستنتينيوس سنتر بتاعك ودي نقطه A ففي A، تعال نسمي الطول ده مثلا دي، في A بالنسبه لك هي عباره عن دي في الاوميجا بتاعت اللاين اللي قدامك ده. طيب الدايركشن بتاعها بقى عامل ازاي؟ هو عمودي على اللاين ده بس فوق او تحت انا ما اعرفش، وهي دي بقى نقطه الضعف اللي موجوده هنا. لازم في الاول تحدد اوميجا عامله ازاي عشان تقول ان انت طالع لفوق او نازل لتحت. تاني، يبقى انا دلوقتي بقول ان الفيلوسيتي بتاعت اي نقطه هي عباره عن حاصل ضرب حاجتين، الديستنس ما بين البوينت اللي انت عايز تحسبها والانستنتينيوس سنتر بتاع الشكل اللي انت بتتكلم عليه مضروب في الاوميجا بتاعت البادي اللي انت بتدرسه. اوكي، طيب اتجاه السرعه بتاعت A او بتاع البوينت اللي انت بتحسبها يتوقف على اتجاه الاوميجا. تمام كده، يبقى الانستنتينيوس سنتر طريقه تطلع لك قيمه الفيلوسيتي بكام، لكن الدايركشن بتاع الفيلوسيتي عامل ازاي او الدايركشن ده طالع لفوق او نازل لتحت ده يحدده مين؟ يحدده اتجاه الاوميجا اللي هو اتجاه دوران الجسم عامل ازاي. اوكي، كده احنا اتكلمنا على الانستنتينيوس سنتر. لما جيت اكلمك قلت لك ان انت عندك حالتين، حالتين واضحين جدا اللي هم محفوظين، وحاله انا جنرال اللي هي بعمل عمودي على سرعه A وعمودي على سرعه B اقدر اطلعها منها. طيب لو انا بقى دلوقتي عايز اشوف الحاله الثانيه، الحاله الثانيه المحفوظه اللي انت اول ما تشوفها تبقى عارف مكان الانستنتينيوس سنتر فيها هي حاله الرولينج. طيب ده بقى هيفتح كلام معانا عن الرولينج وذاوت سلايدنج اللي هو كان اخر عنصر معانا في الشابتر 2 اللي هو رولينج without sliding. اوكي، طيب يعني ايه رولينج ويعني ايه سلايدنج؟ رولينج يعني دوران، ان انا بقعد اعمل رول كده، بقعد الف كده زي عجله العربيه بالظبط. لو انا عندي طريق عامل كده، عجله العربيه بالنسبه لي بتكون عامله كده، بتبدا تمشي على الطريق ده فبتبدا تدور كده. اوكي، فبتبدا ترول على الطريق، تنتقل النقطه دي، بعد شويه تبقى هنا، بعد شويه تبقى هنا، وهكذا العربيه بتبدا تمشي معايا. طيب السلايدنج بقى يحصل امتى؟ يحصل لما تدوس على الفرامل. لو انت دوست على الفرامل العجله بيبدا تتحرك كده، مش بتبدا تدور بقى، بتبدا يحصل لها سلايدنج كده على الطريق. هو ده السلايدنج وده الرولينج. ان شاء الله مع بعض في التوتوريال هنوضح الكلام ده بمثال عملي بقى ممكن تشوفه وتفهم اكتر منه ان شاء الله. طيب انا بقى هنا قبل ما نتكلم عنه انا هستفيد ايه من الكلام ده؟ يبقى انا قلت لك دلوقتي ان انت عندك طريق عامل كده، هيكون عندك عجله في كونتاكت بينها وبين الطريق في نقطه ما كده. طبعا النقطه دي لحظيا عجله العربيه كونتاكت مع الارض. هل الارض دي ليها سرعه؟ يعني الارض بتتحرك؟ لا، ده العجله هي اللي بتتحرك. طيب يعني سرعه الارض بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. يبقى لحظه ما النقطه دي كونتاكت مع الارض سرعتها بتساوي الارض. يبقى لو النقطه دي اسمها A والنقطه دي اسمها B والنقطه دي اسمها C، يبقى لحظه الكونتاكت اللي قدامي دي الفيلوسيتي بتاع نقطه A بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. طيب والاكسلريشن بتاع نقطه A؟ قال لك بيساوي اوميجا سكوير في الار. مين هو الار؟ هو المسافه دي اللي هو الريديوس بتاع الدايره يعني. اوكي، واتجاهه عمودي على السيرفس. اوكي، السيرفس اللي هو ده يا شباب الاحمر ده اهو. تمام، يبقى دلوقتي الالفا اي بي، تعال بس نكتبها تحت كده، ده عمودي على السيرفس. تمام، والفيلوسيتي بتاعت ايه بكام؟ بزيرو، لانها كونتاكت مع الارض سرعتها بتساوي الارض في اللحظه دي. بعد لحظه واحده بس في نقطه ثانيه هتبقى كونتاكت وهتبقى هي اللي بتساوي صفر. اوكي، طيب انا بقى استفدت ايه من موضوع الرولينج ده؟ اول ما تشوف الرولينج ده تبقى عارف ان سرعه ايه بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، والاكسلريشن بتاعته بتساوي كام؟ اوميجا سكوير في ار، واتجاهها عمودي على السيرفس، او بمعنى اصح هو رايح للسنتر من نقطه A. تمام كده، رايح للسنتر من نقطه A، يعني اتجاه الاكسلريشن بتاعت A عامل كده. تمام، عمودي على مين؟ على السيرفس. طيب كويس خالص، يبقى انا دلوقتي
استفدت ان الفيلوسيتي بتاعت الاي بزيرو والاكسليشن بتاعتها انا عارفها. بعد كده قال لك بص يا سيدي، بعد كده تبقى حافظ كمان ان الفيلوسيتي عند نقطه بي هي عباره عن الاوميجا بتاعت العجله اللي بتدور دي اهي مضروبه في الراديوس، وتكون عارف ان الاكسلريشن عند نقطه بي عباره عن الفا اللي الجسم ده بيدور بيها برضو مضروبه في الراديوس. اوكي، كلام جميل قوي قوي قوي. ده يعني ايه بقى بالنسبه لك؟ يعني ان نقطه A في الحاله دي هي الانستنتينيوس سنتر. اوكي، طيب تعالى بقى نكبر الدايره دي ونرسمها بصوره اوضح. انا معايا دايره اهي بيحصل لها رولينج على الطريق الاصفر الجميل ده اهو، يبقى في حاله انه قال لي ان الجسم ده بيحصل له رولينج، انا حافظ ان هنا نقطه A عندها velocity تساوي 0 واكسلريشن تساوي اوميجا سكوير في ار، واتجاهها عمودي اهي في ديت الاي اي عمودي على السيرفيس اللي هو الاصفر اللي قدامي ده. تمام، طيب بعد كده ابقى حافظ ان نقطه بي اهي، نقطه بي لها velocity عامله كده اسمها في بي، ولها acceleration عامله كده اسمها A B. ليه عملت اتجاهاتهم كده؟ هي الاتجاهات دي مين اللي بيحددها؟ يحددها لك، تعالى بس ايه نمسح دي كده نعملها بلون مختلف اهو. مين اللي يحدد الكلام ده؟ يحدد لك اتجاه السرعه الاوميجا، ويحدد لك اتجاه الاكسلريشن مين؟ الالفا. فاكر؟ علشان كده الالفا دي الاكسلريشن دي هي الفا في ار، فيحددها اتجاه مين؟ الالفا. والفي دي هي عباره عن الاوميجا في الار، فيحددها اتجاه مين؟ الاوميجا. مهم جدا 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 يا شباب الكلام ده يكون واضح بالنسبه لك. يبقى انا في الشابتر ده مهم جدا بالنسبه لي اعرف مين هي الفيلوسيتي ريليشن، اعرف مين الفي بي اي واعرف الدايركشن بتاعها والماجنتيود، اعرف مين هي الاي بي اي تانجنشال والاي بي اي نورمال، اعرف الدايركشن والماجنتيود بتاعهم، اعرف بعد كده الانستنتينيوس سنتر بتاع الاشكال المحفوظه اللي هو اي نقطه ثابته يبقى بتبقى انستنتينيوس سنتر. طب لو انا عندي رولينج النقطه الكونتاكت مع الارض دي انستنتينيوس سنتر في الحاله دي، وبناء عليه قدرت اجيب منها سرعه بي بتساوي كام، وقدرت اقول ان سرعتها هي كمان بتساوي زيرو، ابقى عارف ان نقطه الكونتاكت مع الارض دي الاكسليشن بتاعتها بتساوي اوميجا سكوير في ار، وعموديه على السطح مش فيرتيكال وخلاص. يعني لو السطح بتاعي الاصفر ده كان في الوقت ده مايل عامل كده، كان الفي اي تبقى عموديه عليه عامله كده، دي كانت هتبقى هي الاكسلريشن بتاعت نقطه A، وكانت هتبقى برضو بتساوي اوميجا سكوير في ار، بس كانت هتبقى عموديه على السطح اللي عامل كده. اوكي، طيب دي الحاجات المهمه اللي انت المفروض تكون عارفها. هنشوف الانترودكشن اللي المفروض انت هتشوفها وتفهمها كويس، وتجهز اسئلتك بحيث ان احنا نتناقش فيها ان شاء الله في التوتوريالز، بحيث ان احنا لما نبدا نحل مع بعض تبقى فاهم احنا بنحل ايه. طيب يا شباب، قبل بس ما نبدا نحل مسائل في نقطه كده عايزك تركز فيها معايا. الموضوع ده عباره عن ايه بس؟ دي حاجه كده هنستعيرها من محاضره الدكتور سمير. كل اللي انا عايز اقوله لك ان انا لو احنا كل اللي درسناه دلوقتي ان احنا خدنا حاجه اسمها velocity relation و acceleration relation، ان انا لو عندي given نقطه اقدر احسب منها اي نقطه ثانيه. طيب لو انا بقى كان عندي given نقطه اسمها A، قدرت الحمد لله احسب منها نقطه اسمها B، فالانون بتاعي دلوقتي بقى نقطه اسمها C. C دي لها علاقه ب B و A، يعني موجوده بينهم زي الحاله اللي فوق دي، او موجوده بره عنهم زي الحاله الثانيه اللي قدامك دي. طيب في الحاله دي بقى انا مش محتاج اطبق الفيلوسيتي ريليشن والاكسلريشن ريليشن مره ثانيه عشان احسب سي، امال اعمل ايه؟ قال لك بكل سهوله استخدم النسبه والتناسب، بمعنى ان انت لو عايز الفيلوسيتي بتاعت سي فهي هتكون عباره عن المسافه بين بي سي مضروبه في فيلوسيتي اي زائد المسافه بين اي سي مضروبه في فيلوسيتي بي. الكلام ده مقسوم على مجموع المسافتين اللي هي المسافه من اي لبي. ده نسبة وتناسب، ده بتعمله في الفيلوسيتي وتعمله نفس الكلام في الاكسلريشن. دي الفورمولا اللي فوق دي معمولة علشان خاطر لو البي لو السي اسف بين A وB، والفورمولا الثانية دي معمولة لو كانت السي خارجة عن A وB زي ما أنت شايف كده. مطلوب منك تحفظ الاثنين دول
تحفظ دي وتحفظ دي يبقوا معروفين بالنسبه لك، بحيث ان انت تقدر تطبق فيهم على طول. لو اتطلب منك نقطه موجوده بين نقطتين انت عارفهم، او نقطه موجوده بره النقطتين حتى اللي انت عارفهم. الجزء اللي في النص ده بيقول لك لو نقطه سي كانت 100 بوينت ما بين A و B، ففي الحاله دي انت مش محتاج تحسب اي حاجه، انت محتاج تجمع التو فيلوسيتيز وتقسمهم على 2، او تجمع التو اكسلريشنز وتقسمهم على 2، كانك يعني بتجيب الافريج وبتقول ان الميد بوينت هي عباره عن الافريج فيلوسيتي بين النقطتين دول. تمام يا شباب؟ حاجه سهله خالص وما فيهاش حاجه تتشرح يعني. يعني لو انت في حاجه انت مش فاهمها فما تسالنيش يعني، عشان ايه الموضوع مش محتاج شرح. تمام يا شباب؟ ان شاء الله خير. تعالوا بقى نبدا بين المسائل ونشوف المسائل عامله ازاي. اول مساله معانا في الشابتر ده هي عباره عن مساله سهله خالص، بيقول لك ان انت معاك رود اسمه اي بي. اي بي ده بيقول ان هو طوله 1 متر، بيتحرك في فيرتيكال بلان، يعني الشكل اللي انت شايفه ده اليفيشن. بيقول ان انت عندك كولر موجود عند نقطه A ونقطه B. فاكر مين الكولر ده؟ الكولر ده هو الرولر، هو السلايدر، وكنا قلنا انه بيمنع الحركه الترانسليشن في اتجاه ويسمح بيها في اتجاه، فبيديني جيفن الدايركشن بتاع الاكسلريشن والفيلوسيتي عامل ازاي. بمعنى ادق وبمعنى اوضح ان انا هنا في المساله دي انا عارف ان الفيلوسيتي والاكسلريشن بتوع نقطه A مع الخط ده، وعارف ان الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع نقطه B ماشيه مع الخط ده. مين اللي خلاه يحصل كده؟ الكولر اللي موجود عندك ده. تمام؟ طيب هو بقى هنا بيقول ايه؟ بيقول لك اول حاجه الفيلوسيتي of the cooler A is given by، انا عايز اجيب سرعه ايه دلوقتي؟ هو عباره عن واحد من الاربع اختيارات اللي قدامك ده، هو VB زائد VAB. خد بالك ان دول كلهم سكيلرز يبقى غلط. بعد كده VA بتساوي VB زائد VAB as a vectors، ها؟ ولا VA بتساوي VB زائد VBA؟ يبقى احنا اتفقنا ان انا عايز احسب مين؟ A. يبقى ايه هي اللي اتكتب في الاول؟ يبقى انا اختار الاختيار الجميل ده، ان انا عايز اقول VA equal VB زائد VAB، سرعة A النسبية بالنسبة لB. تمام؟ بعد كده بيقول لك الريلاتيف فيلوسيتي اوف الريلاتيف فيلوسيتي بي اي از جيفن باي، ها بي اي هي عباره عن ايه؟ عباره عن اوميجا بي مضروبه في اي بي، ولا عباره عن اوميجا اي مضروبه في اي بي، ولا عباره عن اوميجا في اي بي، ولا عباره عن اوميجا في بي اي في اي بي بس تحتيها قط اللي هي الفيكتور دي، ها ايه رايك؟ هي مين؟ هي الشكل اللي قدامك ده، لان هي الاوميجا مضروبه في اي بي. اوميجا دي بتاعت مين؟ بتاعت الشكل ده اللي هي بتاعت الشكل اي بي. ليه ما اخترتش دي؟ لانها فيكتور. هل انا كفيكتور اعرف اكتبها كده؟ لا، لازم اعمل لها دايركشن، وهي مش موجود لها دايركشن، فهي تكون الاختيار مين؟ الاختيار سي. بعد كده بيقول لك اختار الجمله برضو الصح. في اي هي اوميجا في اي سي، ولا في اي سي هي عباره عن اوميجا اي سي، ولا في اي دي عباره عن اوميجا اي دي، ولا الفي دي ايكوال في اي زائد في دي اي. طبعا الجمله الصح كانت هي دي. بعد كده بيقول لو انت عندك بقى جيفن بالنسبه لك، تعالى بقى نخش على المساله بجد. الاوميجا بتاعتك عباره عن 2 ريد بير سكند كاونتر كلوك وايز، يعني لو مسحنا كل الكلام اللي احنا عاملينه ده، تعالى بقى نشتغل الكلام اللي بجد اهو. انا بقول لك ان انت معاك الاوميجا هنا كاونتر كلوك وايز، يعني بتدور كده اهي، ومقدارها بيساوي كام؟ 2 ريد بير سكند. دي الاوميجا يا جماعه اللي موجوده معانا في المساله. قول لي الفي اي بتساوي كام؟ طيب بكل سهوله تعالوا مع بعض كده بقى، ركز معايا عشان دي مساله سهله هنتعلم فيها احنا بنحل ازاي. انت بتسالني عن فيلوسيتي، يبقى على طول فيلوسيتي ريليشن في اي هو عباره عن في بي زائد في اي بي اهو. طيب في اي مش هو عباره عن في اي كماجنتيود والدايركشن بتاعه كوساين 45 اي ساين 45 جي؟ عندك مانع؟ في بي شو عبارة عن في بي في ده كده لما نعمل له ريزوليوشن هيكون نيجاتيف كوساين
45 i و بلس ساين 45 جي. طيب في بي اي هنعمل ايه؟ على طول احنا حفظنا بقى اللاين اي بي ترسمه كده ونيجي عند نقطة A المجهولة اهي وتروح عامل لي بيربنديكولار عليها كده عمودي وتشوف الالفا بتلف ازاي. الالفا بتلف كده يبقى ده نازل لتحت كده. يبقى هي دي مين؟ في اي بي اللي انت بتدور عليها. تعال نكتبها. يبقى في اي بي هو عبارة عن كقيمة انا حافظها هي الاوميجا في اي بي وكدايركشن هي نازلة في سالب جي. تمام يا شباب؟ يبقى انا قدامي دلوقتي اقدر اقول لك المعادلة البسيطة بتاعتك ان في اي في كوساين 45 اي زائد ساين 45 جي. الكلام ده ايكوال في بي اللي انا برضو مش عارفها هي عبارة عن هنا معاك نيجاتيف كوساين 45 اي بلس ساين 45 جي ومعاك اوميجا في اي بي اللي هي الفي بي اي الفي اي بي بقى وهنا دي كانت في اتجاه نيجاتيف جي. طيب تعال نشوف ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا في المسألة الجميلة دي. هل انا معايا في اي؟ لا. هل انا معايا في بي؟ لا. انا معايا اوميجا؟ اه. معايا اي بي؟ اه. تمام كده؟ فانا دلوقتي معايا حاجات اقدر احل بيها. طيب اللي انا شايفه ده معادلة متجهة 2D اقدر احلها لمعادلتين. معادلة تيجي من الاي ومعادلة تيجي من الجي، بمعنى ان انا اساوي اي باي واساوي جي بجي. تمام؟ فالمعادلتين هيبقوا قدامك بالصورة اللي انت هتشوفها قدامك دي. هنقول ان انا عندي اتجاه الاي في اي كوساين 45 اتجاه الاي الناحية التانية كان نيجاتيف في بي كوساين 45 واتجاه الجي كان عندي في اي ساين 45 ايكوال في بي ساين 45 ناقص اوميجا في اي بي. ودول الاثنين انا كنت عارفهم اقدر اعمل سبستيوشن عادي جدا عن الاوميجا باثنين وعن اي بي بواحد. فيبقى عندي معادلة دلوقتي في تو unknowns. ال unknowns بتوعي كانوا هما كالآتي في اي و في بي. الاتنين طلعوا لي بيساوي بعض بيساوي روت 2. طيب هو كان طالبهم as a vectors، يعني كان طالب ان انا اطلع القيم دي كفيكتورز. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ بكل سهولة انا الموضوع بالنسبة لي سهل خالص. يبقى انا هقول ان انا معايا الماجنتيود بتاع في اي بروت 2 والماجنتيود بتاع في بي بروت 2. طيب مش في اي ده كان عبارة عن في اي في كوساين 45 اي ساين 45 جي صح؟ تعال نعوض جذر الاثنين. يبقى هنا معاك في اي عبارة عن 1 اي زائد 1 جي وفي بي هيبقى عبارة عن 1 اي ناقص 1 جي. يبقى الاختيار بتاعنا هنا اي هيكون هو الاختيار دي. ولما نيجي نتكلم عن ال الفي اي بي او الفي بي اي زي ما انت عايز يعني كان هو عبارة عن سالب 2 جي. احنا قلنا ان هو عبارة عن 2 في 1 اللي هو الاثنين اللي هي الاوميجا وواحد اللي هو الطول وسالب جي عشان كان نازل لتحت عكس الاوميجا بتاعتي كانت بتعمل كده اللي هي كانت كاونتر كلوك وايز. فالفي اي بي الفي اي بي اهي كانت نازله لتحت معايا بالصوره اللي انت شايفها قدامك دي. بعد كده هنقول ان الفي بي كانت عباره عن اي ناقص جي اللي هو كان الاختيار سي. وبكده نكون خلصنا المساله الاولى بسلام بسهوله زي ما انت شفت كده. مهم عندي في المسألة دي تكون قدرت تعمل اتجاه الاي بي في اي بي. مهم عندي ان انت
تفصل المعادله الاتجاهيه اللي هي اي وجي الى معادلتين، واحده منهم من خلال اي والثانيه من خلال جي. لو انت عملت ده في المساله دي يبقى انت وصلت للي انا عايزه. طبعا مع اول خطوه في المساله اللي هي ان انت تعرف ان الكولر بيحدد لك اتجاه السرعه زي ما انا عملت. طيب يا شباب، المساله الثانيه معانا هي عباره عن مساله بيقول ان هي سكوير بليت، يعني بليت مربع طول ضلع المربع ده 2 متر 2 متر بيتحرك في اكس واي بلان. زي ما انا شايف كده انا عندي كولر عند نقطه A وكولر كمان عند نقطه B. الكولر ده فادني ان نقطه A وهي بتتحرك انا متيقن انها بتتحرك بس في اتجاه الاكس، ونقطه B وهي بتتحرك انا متيقن انها بتتحرك فين؟ في اتجاه الجي، ماليش اي اختيار تاني. تمام يا شباب، يبقى ده اللي انا استفدته من قراءه المساله. تعالى بقى نقرا هو عايز يعمل ايه. هو هنا بيقول لك الزيتا اللي مرسومه قدامك دي بتساوي 45 degrees، وبيقول ان الفي اي بتساوي 4 متر على الثانيه، ورسم لك سهم كده ان هي ماشيه ناحيه اليمين مع اتجاه الاكس. تعالى نترجم الكلام ده لكتابه ونقول ان انا معايا الفي اي هي عباره عن 4 في اتجاه الاي عشان هو عامل ناحيه اليمين ماشيه مع الاكس. اوكي، طيب بعد كده هو طالب مني احسب الفي بي بتساوي كام، وطالب مني احسب الفي بي اي بتساوي كام، وطالب مني احسب الانستنتينيوس سنتر بتاع الشكل بتاعي ده عامل ازاي او موجود في نقطه ايه. طيب مع بعض كده انا عارف دي في اي از فيكتور. طبعا من الشكل اللي قدامي ده انا قدرت احدد ان في بي از فيكتور هي عباره عن في بي از ماجنيتيود في اتجاه الجي. طيب تقول لي انت عرفت الكلام ده منين؟ اقول لك من خلال الكولر. الكولر ده هيخلي البي غصب عنها تتحرك في الاتجاه ده. طيب تقول لي طيب هي هتطلع لفوق ولا هتنزل لتحت؟ يعني هي هتمشي في جي ولا في نيجاتيف جي؟ اقول لك ما تفرقش، لو انت عملتها في جي وفرضك طلع غلط هيطلع لك الاجابه بالنيجاتيف. طب لو هي كنت عملتها في نيجاتيف جي والاجابه كانت غلط كان هيطلع لك برضو ايه؟ نيجاتيف. فدي هتعدل نفسها. المهم ان انت تحدد ان هي فيرتيكال لفوق او لتحت بقى مش تفرق. طبعا لان بقى قدامنا دلوقتي انا شايف نقطه ايه بتتحرك لليمين، فلو انا حد بفهم شويه ميكانيكا كده هعرف ان الجسم ده بيلف كده لتحت، فبي هتبقى بالنيجاتيف، هتنزل نقطه بي لتحت لان نقطه ايه ماشيه فين؟ ماشيه ناحيه اليمين، فدي هتبدا تنزل لتحت كده مش هتطلع لفوق. اوكي، تعالى بس ايه نوضح الشكل تاني زي ما كان كده. اهو انا قدامي دلوقتي الشكل الجميل ده، وعرفت ان نقطه بي هتبدا تتحرك في سالب جي. انا عايز احسب في بي بتساوي كام؟ ففي بي هو عباره عن في اي از ا فيكتور زائد في بي اي از ا فيكتور. انا عارف في اي اهي وفي بي انا عارفها كدايركشن، باقي لي بس اعرف في بي اي كدايركشن وماجنتيود بيساوي كام. انا عارف ان الفي بي اي كماجنتيود هي عباره عن الاوميجا بتاع الشكل بتاعي مضروبه في الطول اللي هو اي بي. طيب كدايركشن اي بي طبعا كدايركشن انا اقدر احدده بكل سهوله بنفس الكونسبت اللي قلنا عليه. طيب الكونسبت ده كان بيقول لك ان انت تعمل لاين كده وتمشي من نقطه A لغايه نقطه B. طيب انا بقى عاوز احدد دلوقتي اتجاه الاوميجا عامل ازاي. هل هو جيفن؟ لا، خلاص افرضه. انا هفرض ان هو كلوك وايز كده، هي دي الاوميجا بتاعتي. طيب مش احنا قلنا ان في اي بي بتبقى ماشيه كده مع مين؟ مع الاوميجا، وعموديه على مين؟ على اللاين اللي انت رسمه. طيب انا معايا زاويه هنا اسمها ثيتا موجوده هنا كده، الزاويه دي اقدر احطها هي هي موجوده هنا، واقدر انقلها من هنا كده تبقى موجوده هنا كده. في مشكله بالنسبه لك؟ خالص. اقدر بقى احول الفي بي اي من سكيلر الى فيكتور. يلا بينا. يبقى انا هقول دلوقتي ان الفي بي اي از فيكتور هي عباره عن الاوميجا في اي بي اللي هو ب 2 مضروب في هنا. هعمل الريزوليوشن الجميل بتاعي. تعالى نتكلم عن اللاين ده. لو قلنا ان دي هي الاوميجا فاللاين ده هو الفي بي اي. اللاين ده دي ثيتا تبقى دي ثيتا، فيبقى معاك ساين ثيتا في اتجاه الاي زائد كوساين ثيتا في اتجاه الجي. كده انا عملت الريزوليوشن المطلوب مني، فانا اقدر اقول ان الفي بي اللي هي كانت سالب في بي في اتجاه الجي هي عباره عن في اي اللي هي كانت 4 في اتجاه الاي زائد
عندي الاوميجا اللي هي 2 اوميجا، دي الماجنتيود بتاع الفي بي اي، الكلام ده مضروب في ساين ثيتا اي زائد كوساين ثيتا جي. اوكي طيب، دي انا معايا معادله دلوقتي اي وجي، اقدر افصل الاي لوحدها فيبقى عندي 0 ايكوال 4 بلس 2 اوميجا ساين ثيتا، واقدر اقول ان الجي بتطلع لنا سالب في بي ايكوال 0 زائد 2 اوميجا كوساين ثيتا. انا عارف ان الثيتا بتاعتي بتساوي 45، وعارف ان دول معادلتين يقدروا يطلعوا لي تو انونز، الانون الاول هيكون هو الفي بي والانون الثاني هيكون هو مين؟ الاوميجا. فانا من هنا اقدر اطلع الفي بي واقدر اطلع الاوميجا بتاعتي، فلما ان شاء الله ربنا يكرمك كده الاله وتعوض فيها وتطلعهم، تلاقي ان الفي بي طلعت معاك بتساوي 4 والاوميجا طلعت معاك نيجاتيف 4 على روت 2. طيب هنا انا كنت محتاج اعرف الفي بي بتساوي كام، فالاختيار هتلاقيه هو اللي قدامك ده على طول، سالب 4 في اتجاه الجي، هو ده الفي بي. هنا ما كانش طالب منك بقى الاوميجا، كان طالب منك مين؟ كان طالب منك الفي بي اي از ا فيكتور. طيب مش الفي بي اي ده احنا لسه جايبينه اهو، فكل اللي هتعمله انك هتاخد رقم اللي انت طلعته ده اهو وتعوض بيه هنا في الايكويشن دي. لما تعوض بيه ان شاء الله، تعال نعوض كده مع بعض، فيطلع لك ان الفي هيكون عندك الفي بي اي از ا فيكتور هو عباره عن 2 في سالب 4 على جذر 2، الكلام ده فيه ساين 45 اي زائد كوساين 45 جي. لما تحسب الكلام ده ان شاء الله بالسلامه كده تلاقيه طلع لك بكل سهوله بيساوي كام، عندك نيجاتيف 4i نيجاتيف 4j، وده كان الاختيار b اللي موجود قدامك هنا بكل سهوله. تمام كده انا حليت الجزء الاول. بعد كده كان طالب مني احسب الانستنتينيوس سنتر بتاع الشكل ده او احدده. يعني في بس مشكله صغننه هنا كده، ان الرسمه اللي مرسومه دي مش مظبوطه. يعني لو الرسمه دي كانت مظبوطه كان لازم الاقطار دي تبقى ده يبقى فيرتيكال كده وده يبقى هوريزونتال كده. اوكي طيب، هو انا علشان اقدر احدد الانستنتينيوس سنتر كنت بعمل ايه؟ كنت بشوف هل في نقطه ثابته ولا لا. طب هل عندك هنا في المساله نقطه ثابته؟ لا. فكنت بقول اتجاه سرعه ايه عامل كده، واتجاه سرعه بي عامل كده بالاخضر كده اهو، مظبوط. يبقى ده اتجاه سرعه ايه واتجاه سرعه بي. عشان احدد الانستنتينيوس سنتر كنت باجي من نقطه ايه واعمل بيربنديكولار هنا، واجي من نقطه بي واعمل بيربنديكولار هنا. ايه المفروض الاثنين يلتقوا فين؟ عند الانستنتينيوس سنتر اللي هو المفروض يطلع لك نقطه مين؟ نقطه جي، اللي هي نقطه تلاقي الاقطار بتاعه المربع بتاعك. الجزء الثاني من المساله كان بيبدا من اول بوينت 10، كان بيقول لك بقى ان انت عندك جيفنز جديده، ان الاوميجا بقت جيفن بالنسبه لك وبقت بتساوي كام؟ بقت بتساوي 3 على جذر 2 ريد بير سكند كاونتر كلوك وايز. يعني لو انت عايز تسال الاوميجا بتاعتك الجديده من اول رقم 10 شكلها بقى عامل كده كاونتر كلوك وايز، دي الاوميجا اهي وبالصوره اللي انت شايفها. طيب عايز تحسب ايه يا عم؟ عايز احسب الفي اي بتساوي كام، عايز احسب الفي بي بتساوي كام، وبعد كده عاوز اقول الفي دي بتساوي كام. فمن هنا كده تعالى بينا مع بعض، انا عايز اطلع الفي اي. في اي هي عباره عن في بي زائد في اي بي، مظبوط. واديها اللاين الجميل من نقطه بي لنقطه اي، واديها العمودي عليه من النقطه المجهوله، من النقطه المجهوله المره دي هنا بي وهنا ايه، النقطه المجهوله هنا عمودي اهو. قول لي الاوميجا ماشيه ازاي؟ الاوميجا ماشيه كده، فيبقى دي هي الفي اي بي اهو. واقدر اقول لك ان هنا كده كان معايا ثيتا، فيبقى هنا كده معايا ثيتا، اقدر اعمل ريزولوشن عادي جدا، يكون معايا هنا ساين وهنا يكون معايا الكوساين. تعالى بينا مع بعض، يبقى معاك في اي
هو عبارة عن VA كماجنتيود في اتجاه الـ I، VB عبارة عن VB ماجنتيود في اتجاه الـ J. بعد كده خد بالك بقى، أنا ما بعوضش بأي إشارات. بعد كده هقول لك إن معايا الـ VAB هو عبارة عن الأوميجا في AB اللي هو 2 في معاك على الإكس X ساين ثيتا I ومع الـ Y كوساين ثيتا جي مع بعض كده، ده بيساوي دول. فمعادلة الاي على طول تدي لك ان في اي ايكوال 2 اوميجا ساين ثيتا، ومعادلة الجي تدي لك ان 0 ايكوال في بي زائد 2 اوميجا كوساين ثيتا. تمام يا شباب، دول تو ايكويشنز تو انونز. مين التو انونز بتوعك؟ اللي هي الاوميجا وفي اي اللي هي اسف في اي وفي بي. طيب الاوميجا بتساوي كام؟ الاوميجا جيفن بالنسبه لك اهي اللي هي بتساوي 3 على جذر 2، عوض بيها يبقى لك تو انونز بس اللي هو في اي تقدر تطلعه وفي بي بكل سهوله تقدر تطلعه من المساله بتاعتك. تعال نكمل المساله بسرعه عشان ما نضيعش فيها وقت اكتر من كده. هنا تقدر تطلع في اي وفي بي زي ما قلت لك. لما تطلعهم ان شاء الله المفروض ان في اي هتطلع معاك 6 في اتجاه الاي اللي هي كانت الاختيار اي ده. هيكون معاك بعد كده بيسالك بيقول لك في بي بقى في الحاله دي هل هي تساوي في سي؟ خد بالك ان في بي سكيلر وفي سي فيكتور، يبقى الكلام ده مش مظبوط. بعد كده بيقول لك الفي بي از ا فيكتور تساوي الفي سي كفيكتور، ولا الفي بي تساوي سالب الفي دي، ولا الفي بي تساوي الفي اي. طيب بالراحه كده انت لو حسبت الفي بي هتلاقيها هي كمان طلعت معاك بتساوي 6، يعني دي طلعت ب6 ودي كمان طلعت ب6. اوكي طيب الفي بي طلعت ب6 كقيمه، مش هي بتساوي الفي اي؟ بس خد بالك بقى هنا من الحاجات اللي هو هتطالع، يعني هو هتطلع لك دي فيكتور بتساوي سكيلر يبقى غلط، ده هنا فيكتور بيساوي فيكتور. هل بقى الفي بي والفي دي هنا لما البي مع بعض بعيدا عن الحسابات خالص، لو نقطه بي دي نزلت لتحت مش هما الاثنين على بعض واحد، لازم النقطه دي يحصل لها ايه؟ تطلع لفوق. وبناء عليه لو انا قلت لك ان نقطه بي نازله لتحت يبقى غصب عنك نقطه دي طالعه لفوق، وبالتالي انت عندك الاجابه الصح ان الفي بي از ا فيكتور تساوي نيجاتيف الفي دي كايه؟ كفيكتور. تمام؟ بعد كده بيقول لك طب انا عايز اعرف الفي دي بتساوي كام؟ انا هنا طلعت لك الفي بي بتساوي 6، اسف سالب 6 لان انا كنت فرضها مع الجي وهي بالعكس، فدي كمان تطلع ب 6 جي بكل سهوله، ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام؟ لو حد شايف حاجه صعبه في الموضوع ده، ده مجرد ان انا فهمت من المساله ان دي بتساوي دي بعد كده طلعتها. طيب لو انا ما فهمتش بقى، لو انا ما فهمتش هعمل ايه؟ هحسبها، هبدا احسب. يعني هنا خلينا نقول ان انا ما اخدتش بالي يا عم، انا مش قادر استوعب ان ده جسم واحد وهيلف مع بعضه، فلما نقطه بي تطلع لفوق نقطه اي تنزل لتحت، نقطه دي تنزل لتحت، والكلام اللي انت بتقوله ده هعمل ايه في الوقت ده؟ انا طلعت ان في اي تساوي في بي كماجنتيود الاثنين يساوي 6، واحنا اتفقنا لو ده ماشي كده يبقى لازم ده ينزل لتحت كده. فانا اقدر اقول لك من هنا على طول ان الفي اي كانت بتساوي 6 اي، والفي بي كانت بتساوي سالب 6 في اتجاه الجي. احنا هنا بنتكلم عن الكيس الثانيه دي. تمام؟ طيب اعمل بقى كيس بين ده وده واحسب. بعد ما تحسب وتخلص هتقول ان الفي دي هي عباره عن في بي زائد في دي بي، وتبدا ترسم خط كده وتعمل عمودي عند نقطه دي، وبعد كده تقول ان الاوميجا عامله كده فده طالع لفوق كده، وبعد ما تحسب ده كله يطلع لك ان الفي دي بتساوي سالب الفي بي اللي هي تساوي 6 في اتجاه الجي بكل سهوله. تمام كده؟ فالكلام ده انا يعني فهمته من الميكانيزم اللي قدامي ده، لو انت ما فهمتوش احسبه هيطلع لك نفس الكلام بالظبط. تمام؟ ارجو ان تكون الصوره واضحه بالنسبه لك، لو مش واضحه تعالوا نتكلم مع بعض يعني. تمام؟ تعال نشوف اللي بعدها.
طيب يا شباب، المسألة اللي بعد كده مسألة مهمة جدا. المسألة دي بتقول ان انت عندك تو رودز، الرود الاولاني اسمه ايه؟ بي، طوله 1 متر، له انجلر فيلوسيتي. اتفقنا الانجلر فيلوسيتي دي اللي هي مين؟ اللي هي الاوميجا. فاوميجا اي بي هي 120 ار بي ام. يعني ايه بقى ار بي ام دي؟ يعني ريفوليوشن بير مينيت، لفه كل دقيقه، يعني بيعمل 120 لفه كل دقيقه. اوكي، والاتجاه بتاعها كلوك وايز، يعني ماشيه مع عقارب الساعه. بيقول لك ان هي كمان موجود معاها انجلر اكسلريشن اللي هي الالفا بتساوي 2 ريد بير سكند سكوير، واتجاهها كاونتر كلوك وايز يعني عكس عقارب الساعه. للشكل اللي انت شايفه قدامك بقى ده، ابدا اختار الاجابه الصحيحه. تعالى بس نقرا الرسمه الاول ونشوف ايه اللي موجود فيها. انا موجود عندي هنج عند نقطه A، يبقى انا مترجم على طول ان نقطه A دي فيها ايه؟ فيها فيلوسيتي بتساوي 0 واكسلريشن بتساوي 0، ده نقطه A. طيب بعد كده نقطه B دي، ركز بقى ان كلمه هنج ليها شكلين. هتشوف الهنج كحاجه اند زي اللي عند نقطه A كده، فده معناه ان نقطه A دي مثبته في الارض، فيكون الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاعها بكام؟ بزيرو. كاننا حاطين عمود في الارض والعمود ده ربطناه بالارض، فالعمود ده النقطه بتاعته اللي تحت دي مش هتتحرك خالص. فنقطه A دي الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاعها بكام؟ بزيرو. طيب نقطه B، نقطه B عندها حاجه اسمها انترميديت هنج، يعني هنج بس داخلي. وظيفته ايه بقى؟ وظيفته يخلي نقطه B اللي موجوده على اللينك على الرد اللي هو AB تساوي سرعة وعجلة نقطة B اللي موجودة على الرد BC، يعني وظيفته ان هي تربط الاثنين ببعض. فما تجيش بقى لو انا قلت لك ايه، ان انت عندك هنج عند نقطة A وهنج عند نقطة B، تقول لي طب ما هي كمان نقطة B الفيلوسيتي والاكسليشن عندها بزيرو. لا، هما مش بزيرو. يبقى عند نقطة B انا عندي انترميديت هنج، وظيفته بس ان هو يربط التو رودز ببعض. اوكي؟ طيب يبقى انا دلوقتي تعالى نلخص كلامنا. الجيفنز بتاعتي انا عندي بخصوص الرد AB، عندي اوميجا اي بي دي بتساوي 120 ريفوليوشن بير مينت. اوكي، انا ما بفهمش ريفوليوشن بير مينت دي، لازم تخليها لي ريت بير سكند. قال لك طيب لو انت عايزها ريت بير سكند، يبقى انت عايز تحول كل لفه لدرجه اللي هي الريت، وعايز تحول كل مينت لسكند. قال لك طيب سهله خالص، يبقى انا هقول لك هنا كده ريفوليوشن بير مينت، وهنا كده ريت بير سكند. علشان تمشي من هنا لهنا انت محتاج تضرب في 2 باي اللي هي طول اللفه بتاعتك بتساوي كام، او عدد الريدز اللي موجودين في اللفه الكامله. مش اللفه دي تعني دايره، يعني انا لو عندي دايره عامله كده دي فيها زاويه بتساوي كام؟ بتساوي 360 درجه، بالريديان بتساوي 2 باي، صح كده؟ اوكي، يبقى انا عندي اللفه الكامله فيها 2 باي ريديان، والمينت فيها 60 ثانية، الكلام ده نضربه في 120 يقوم يطلع لنا في الآخر 4 باي ريد بير سكند. كده أنا حددت الجيفن. كان مديني كمان الألفا بتاعة الجسم اي بي بتساوي 2 ريد بير سكند سكوير. طيب تعالى بقى نقرا بعد كده نشوف هو كان طالب مننا نحسب ايه. كان طالب منك تحسب الفيلوسيتي عند نقطة بي، كان طالب منك تحسب الاكسلريشن عند نقطة بي، كان طالب منك تقول له الانجلر فيلوسيتي بتاع البي سي اللي هو البادي الثاني ده، كان طالب منك تقول له اي علاقة في دول اللي هي 16 دي، اي علاقة في دول تبقى صح، كان طالب يحسب الفيلوسيتي عند نقطة سي، كان طالب يحسب الفيلوسيتي الريلاتيف ما بين سي وبي اللي هي في سي بي زي ما انت شايف كده. طيب الرسمة دي فيها ايه تاني انا محتاج اعرفه؟ بص يا سيدي، سي دي لو انت بصيت هتلاقي عندها مين؟ اللي احنا حافظينه بقى، سلايدر او رولر او روكر. سلايدر او رولر او كولر. اوكي، طيب ده كان وظيفته ايه؟ كان وظيفته ان هو بيحدد لي اتجاه السرعه واتجاه العجله، وكان دايما بيكون بارلل للسيرفيس. طيب السيرفيس ده مش هو الاتجاه ده بالظبط؟ يبقى الاتجاه الاصفر ده هو اتجاه الاكسلريشن والفيلوسيتي بتاع مين؟ بتاع نقطه سي. انا عندي جيفن دلوقتي ان نقطه سي ليها فيلوسيتي واكسلريشن، الدايركشن بتاعهم مايل بزاويه 60 زي ما انا شايف كده. طيب انا دلوقتي عندي 2 بادز، يبقى انا عارف ان انا عندي 2 الفاز 2 اوميجاز. اوكي، يبقى في 2 اوميجا، في 2 الفا، وكمان في 2 انستينيوس سنتر لو انت حابب تسال يعني. يبقى اي بادي في الدنيا المساله فيها 10 بادز، كل واحد فيهم له الفا بتاعته، له اوميجا بتاعته، له انستينيوس سنتر، انستينيوس سنتر بتاعه هو لوحده. تعال بقى نشوف هنحل المساله ازاي. احنا عايزين في اول نقطه هنا نحسب الفيلوسيتي بتاعه نقطه بي، فانا هقول ان الفيلوسيتي بتاعه بي هي عباره عن الفيلوسيتي بتاعه نقطه A المعلومه
زائد الفيلوسيتي بتاعت بي بالنسبة لإيه. اوكي طيب هنرسم اللاين الجميل ما بين ايه وبي ونشوف السرعة اللي هي الاوميجا بتاعتنا بتدور في انهي اتجاه. قال لك يا سيدي الاوميجا بتاعتك بتدور في الاتجاه ده كده اللي هو مين كان كلوك وايز اهو دي الاوميجا بتاعتك. يبقى هنيجي على عند نقطة بي ونعمل بيربنديكولار كده ونمشي مع الاوميجا اللي هيبقى عامل كده يبقى هو ده في بي ايه. طب والماجنتيود بتاعها كان عبارة عن الاوميجا في الطول اي بي. يبقى انا هنا كده تعالى نعوض مع بعض. انا عارف ان الفيلوسيتي عند نقطة ايه بكام؟ كان عندها هنج الفيلوسيتي الاكسيشن الاثنين بصفار. يبقى هقول لك ان الفيلوسيتي الخاص بنقطة بي هو عبارة عن في بي اي اللي هي تتكتب كالاتي اوميجا اي بي في طول اي بي في الريزولوشن بقى اللي انا هبدا اعمله. طب الريزولوشن ده هنعمله ازاي؟ طيب احنا هنعمل هوريزونتال كده وهوريزونتال كده. مش هنا كده ثيتا ب 45 يبقى هنا كده في ثيتا ب 45 يبقى انا لو عملت هنا خط فيرتيكال كده يبقى ادي كمان ثيتا ب 45. يبقى انا معايا هنا كده مع بعض بكل سهوله اقدر اقول لك ان الريزولوشن بتاعك هيكون ساين ثيتا في اتجاه الاي زائد كوساين ثيتا في اتجاه مين؟ الجي. وبكده تعالى نعوض مع بعض. هتلاقي ان عندك هنا كده الاوميجا ب 4 باي اي بي ب 1 والثيتا ب 45 فيقوم يطلع الفيلوسيتي بتاعت بي بتساوي كام بقى؟ 4 باي في 1 على جذر 2 اي زائد 1 على جذر 2 جي اللي هو يعني لما تحسبها ان شاء الله يطلع لك الاختيار ده اللي هو كان الاختيار بي. اوكي اللي هو كان 2 جذر 2 باي في اتجاه الاي وجذر 2 باي في اتجاه الجي. كده احنا خلصنا الفيلوسيتي الخاصه بنقطه بي. طيب تعال نسال بعض كده هل كان في حل تاني للفيلوسيتي اقدر اجيبها بسرعه كده كماجنتيود على الاقل اقدر اجيبها بسرعه كده؟ اقول لك ما انت لو بصيت في المساله كويس تلاقي ان نقطه ايدي كانت ايه instantaneous center فتبقى عارف ان ال instantaneous center اي نقطه موجوده على البادي معاه اقدر اقول سرعتها بتساوي كام؟ بتساوي الاوميجا في الطول اللي بينهم فكانت تطلع اوميجا في الطول يعني 4 باي في الطول اللي بينهم اللي هو كان 1 يعني كانت تطلع لك 4 باي از ماجنتيود والدايركشن كنا هنبدا نعمل نفس اللي احنا عملناه. اوكي طيب تعال نشوف بقى الاكسلريشن بتاعت نقطه بي نقدر نعملها ازاي. acceleration b انا دلوقتي عايز احسب acceleration فهقول acceleration b هي عباره عن acceleration a اللي انا عارفها زائد acceleration ba tangent acceleration ba normal. تمام يا شباب كده لو انا عايز ابدا احسب الacceleration بتاعه b هشد لاين جميل كده اللي انا بعمله كل مره اهو اللاين ده بدايته a نهايته b. تعالى نعمل perpendicular عليه كده عشان نحدد اتجاه الـ AT ونشوف اتجاه الـ AN عامل ازاي. من غير ما نفكر كده اتجاه الـ AN عامل كده دي الـ AN اللي هي BA يعني. اوكي ماشي من نقطة B رايح عند نقطة A مفيهاش مشكلة خالص. طيب اتجاه بقى التانجنشال هي دي اللي فيها مشكلة اللي هي دي اللي فيها مشكلة. فتعالى كده بلون تاني اللي هو وليكن اللون ده هنقول ان انا عندي الالفا بتاعتي كانت ماشيه كاونتر كلوك وايز يعني كانت ماشيه كده هي دي الالفا بتاعتي. يبقى انا فاكر وانا بجيب الفي بي اي بصيت على مين؟ بصيت على الاوميجا. هنا هبص على مين؟ على الالفا. طيب يبقى انا نازل لتحت كده هي دي الاي بي اي تانجنت. اوكي طيب از ماجنتيود بقى انا عارف ان كماجنتيود دي بتساوي النورمال اوميجا سكوير في اي بي ودي تساوي الفا في اي بي. ونبدا نعمل الريزولوشن الجميل بتاعنا. تعالى نجيب لون مختلف كده اهو هنا زاويه ثيتا هنا زاويه ثيتا هنا زاويه ثيتا اقدر اقول لك كمان ان في هنا زاويه. اوكي طيب زاويه ثيتا اهي يا شباب وصلت بقت هنا كده بعد كده سيبنا واحده اخدنا واحده بعد كده سيبنا هنا كده اهي عشان بس تبقى انت الصوره واضحه بالنسبه لك سيبنا واحده
اخدنا واحده، سيبنا واحده، اخدنا واحده، بقت هي دي الثيتا بتاعتنا. فانا اقدر اقول لك من هنا بس تعالى نكتبهم سريعا سريعا كده، عندك ال A B A tangent اللي هي مين؟ التانجنشال اللي هي كانت في الاتجاه ده، اقدر اقول ان هي عباره عن الفا في A B، ده الماجنتيود بتاعها والدايركشن بتاعها. نقدر نقول ان هو عباره عن سالب ساين ثيتا في اتجاه الاي عشان ماشي عكس الاكس، ناقص كوساين ثيتا في اتجاه الجي برضو ماشي عكس الواي. وعندك الاكسلريشن بي اي نورمال هو عباره عن اوميجا سكوير في اي بي، وهقول لك هات الكوساين هنا وهات الساين هنا اهو. احنا خلصنا، تعال نشوف بقى الساين بتاعتنا عامله ازاي، الاشاره بتاعتنا عامله ازاي. الاشاره بتاعتنا انا ماشي كده، فانا ماشي مع الاكس الموجب وماشي مع الواي السالب، كان يعني غيرت اشاره مين؟ كاني غيرت اشاره الاكس بتاعتي. تمام يا شباب؟ كده في مشكله؟ تمام خالص. يبقى انا لحد دلوقتي قدرت اطلعهم as a vector. طيب بالنسبه للاكسلريشن بتاعت نقطه A اللي قدامي دي، الاكسلريشن بتاعت نقطه A دي انا عارفها ولا لا؟ ده عندها هنج، يبقى على طول ده كان بكام؟ كان بزيرو. يبقى انا اقدر اقول من هنا على طول، تعال نعوض بقى باللي احنا طلعناه دلوقتي. تلاقي ان معاك الاكسلريشن بي هي عباره عن اكسلريشن التانجنت بي بالنسبه لاي اللي هي كانت الفا مضروبه في الطول اي بي، الكلام ده في سالب ساين ثيتا اي سالب كوساين ثيتا جي، الكلام ده زائد اوميجا سكوير في اي بي في كوساين ثيتا اي ساين ثيتا جي، دي كانت ناقص دي كانت زائد زي ما احنا شفنا في التعويضات بتاعتنا قبل كده. طيب تعال بقى نعوض باللي احنا عارفينه. انا عارف ان اي بي بواحد، وعارف ان الالفا باتنين، عارف ان الاوميجا باربعة باي، وعارف ان الثيتا بكام؟ 45 درجة. لما اعوض بالكلام ده يطلع الاكسلريشن بتاعت بي هي عبارة عن الاختيار بي اللي قدامك ده اللي هو كان روت 2 في 8 باي سكوير ناقص 1، الكلام ده في اتجاه الاي، ناقص روت 2 في 8 باي سكوير زائد 1، الكلام ده في اتجاه الجي. تمام؟ وبكده نكون طلعنا اول نقطتين. بعد كده هو عاوز يجيب الانجلر فيلوسيتي بتاع الرود بي سي. انجلر فيلوسيتي بتاع بي سي يعني هو عايز يجيب الاوميجا بي سي. طيب الكلام ده يجي منين؟ يجي ان انا اطبق الفيلوسيتي ريليشن بين نقطه بي ونقطه سي. طيب تعالى بقى مع بعض كده نفنط الرود ده ونشوف ايه اللي احنا عارفينه عليه. نقطه بي انا بقيت عارف عندها الفيلوسيتي والاكسلريشن، طلعتهم منين؟ من نقطه A، صح كده؟ مظبوط، ده اللي حصل. طيب نقطه سي بقى انا عارف عندها ايه؟ مش عارف عندها اي حاجه، كل اللي انا اعرفه الدايركشن بتاع الحركه بتاعها عامل ازاي. الدايركشن بتاع الحركه بتاعها في الاتجاه ده، مظبوط، وبناء عليه اقدر اقول ان هو بيتعمل في اتجاه اكس واتجاه واي بالصوره اللي انت شايفها دي بزاويه اسمها كام؟ اسمها 60 درجه. فاقدر اقول لك ان الفيلوسيتي بتاعه سي از ا فيكتور هي عباره عن في سي كماجنتيود اللي انا ما اعرفهاش في مين بقى. لو افترضنا ان النقطه دي هتتحرك لفوق كده، فانا هقول لك ان هي عباره عن ناقص كوساين 60 في اتجاه الاي زائد ساين 60 في اتجاه الجي. واقدر اقول لك كمان الاكسلريشن بتاعه سي لو افترضنا برضو ان هي اكسلريشن طالعه لفوق كده مع الفيلوسيتي، يبقى هي عباره عن الاي سي اللي انا مش عارفها مضروبه في نفس الدايركشن بالظبط اللي هو كوساين 60 اي زائد ساين 60 جي. تمام يا شباب؟ ده اللي انا استفدته منين؟ استفدته من الرولر اللي موجود هنا ده. هل كده في حد عنده مشكله؟ ده مهم جدا 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 تكتبه، لان انت لو ما عملتش كده هيكون عندك انونز كتيره انت مش هتفهمها. تاني ملاحظه لازم نلاحظها، انك اوعى تدخل جوه الاكسلريشن ريليشن وانت ما معكش اوميجا. اوعى. لازم تبدا بمين؟ بالسهله. مين السهله؟ الفيلوسيتي ريليشن. طيب مش الفيلوسيتي ريليشن دي بتقول لي ان انت لو عايز تجيب في سي هي عباره عن في بي زائد في سي بالنسبه لبي، صح ولا لا؟ طيب
سؤال بقى مهم جدا، سؤال جوهري، هل ينفع اعمل الفيلوسيتي ريليشن ما بين نقطه سي ونقطه ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني ينفع بدل بي استخدم ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا لازم كلكم في نفس واحد دلوقتي تقولوا لي ايه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الاثنين مش موجودين على نفس البادي، فطالما الاثنين مش موجودين على نفس البادي ما ينفعش ان انا استخدم بينهم لا فيلوسيتي ريليشن ولا اكسلريشن ريليشن، ان انا استخدمتها بين بي وسي لان هما الاثنين موجودين على بادي واحد اللي هو كان الرد بي سي. طيب هنا انا معايا ايه في المعادله دي؟ انا معايا ده كدايركشن، ومعايا ده ماجنيتيود ودايركشن، يعني ده اوكي زي الفل، ومعايا ده الدايركشن بتاعه اقدر اجيبه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي نقدر نعملها ازاي. يبقى انا هنا مع بعض كده اقدر اقول لك ان الفي سي هي عباره عن في بي زائد في سي بي اهو. فانا هعمل اللاين الجميل ده اللي هو كان ماشي من نقطه بي لحد نقطه مين؟ سي. ادي بي وادي سي، انت بتحسب مين؟ سي. يبقى على طول تعمل ايه؟ اعمل بيربنديكولار كده عليه باللون بتاع الاوميجا ده اهو. كلام جميل. الاوميجا بتاعتك انت تعرفها؟ لا مش عارفها. طيب تعالى نفترضها مع بعض. انا هفترض ان الاوميجا بتاعتي هو حدد لي اي حاجه هنا، حدد لي الدايركشن هو عايزه فين؟ لا ما حددش. فانا اعتبر ان هي كلوك وايز كده هي دي الاوميجا بتاعتي. يلاقيك في حاجه خالص، فتبقى ده اتجاه هو مين؟ ده اتجاه الفي سي بي. تمام كده؟ هو ده اتجاه الفي سي بي. تعالى نكتبها بواضحه كده اهو، سي بي. تمام؟ طيب علشان اعمل ريزولوشن او بكل سهوله هعمل كده كده. تعالى بقى مع بعض كده نركز كويس جدا جدا جدا. الزاويه دي بكام؟ ب 60. سيب واحده وخد واحده، تبقى الزاويه دي بكام؟ ب 60 اللي هي دي. صعبه خالص. يبقى انا قلت ايه؟ الزاويه دي 60، يبقى اللي هنا كده ده لو عملنا، ماليش دعوه خالص بالرولر ده خالص نهائي، ركز معايا، ماليش دعوه خالص بالرولر ده. كل اللي انا عملته ان انا قلت تعالى لون تاني خالص اهو، الزاويه دي 60، فانا لما عملت عمودي على ده كده طلع لي ان الزاويه دي تطلع ب 60. اوكي؟ طيب من هنا اقدر اقول لك ان الفي سي بي هي عباره عن الاوميجا بتاعت البي سي اللي انت عايز تحسبها مضروبه في البي سي كطول. تعالى نكتبها تحت كده عشان تبقى جنب بعضها اهي اهو. من هنا كده الفي سي بي هي عباره عن الاوميجا بتاعت البي سي في الطول اللي هو البي سي في الريزولوشن الجميل اللي احنا هنعمله. احنا قلنا هنا كده هيكون معانا ساين 60 اي وبالنيجاتيف طبعا عشان ماشي عكس الاكس، ومعايا هنا زائد كوساين 60 جي عشان ماشي مع الواي. اوكي؟ ومعانا الفي بي احنا طلعناها من شويه. الفي بي كانت عباره عن مين؟ كانت عباره عن الاختيار بي اللي فوق ده اللي هو كان 2، ده كان معانا من زمان بقى 2 جذر 2 اي زائد 2 جذر 2 باي جي. اوكي؟ وكان معانا الفي سي انا مش عارف الماجنتيود بتاعها بيساوي كام، لكني عارف الدايركشن. قلنا من شويه كده ان الدايركشن بتاعها هيكون عباره عن نيجاتيف كوساين 60 اي زائد ساين 60 جي. صعب الكلام لحد كده يا شباب؟ كده انا معايا كل دول. تعالى بقى نكون المعادله الظريفه بتاعتنا ونشوف الاي مع الاي يعملوا لي معادله، الجي مع الجي يعملوا لي معادله. لازم يطلع لك تو انونز اللي هم هيكون الاوميجا والفي سي، نقدر نطلعهم من خلال التو ايكويشنز اللي احنا هنعملهم مع بعض دلوقتي. يلا بينا نكون معادلتنا. يبقى الفي سي هي عباره عن اهو في سي ايكوال في بي زائد في سي بي. يبقى هنا كده معايا في سي اهو، في كان معايا نيجاتيف كوساين 60 اي زائد ساين 60 جي. الكلام ده ايكوال
ال V B اللي هي كانت 2 جذر 2 باي I زائد 2 جذر 2 باي J. الكلام ده زائد الحاجة التالتة الأوميجا بي سي في بي سي كطول في هنا معاك ساين 60 اي كوساين 60 جي وكان هنا ده بوزيتيف وده كان نيجاتيف زي ما انت شفت كده. عندي معادلتين معادلة اي ومعادلة جي. الاي تعال نطلعها مع بعض كده. الاي في الليفت هاند سايد هيطلع لك في سي كوساين 60 الكلام ده بيساوي 2 جذر 2 باي ناقص البي سي خد بالك كان بيساوي 2 يبقى 2 اوميجا اللي انت عايز تحسبها في ساين 60. وبالنسبه للجي كان عندك في سي ساين 60 الكلام ده بيساوي 2 جذر 2 باي زائد 2 اوميجا كوساين 60. دول 2 ايكويشنز المفروض يظهر فيهم 2 انونز. الانون الاول كان هو ده اللي هو الفي سي اهو والانون الثاني كان هو الاوميجا بتاعتك اهو. معادلتين في مجهولين تقدر من هنا تطلع الفي سي تساوي كام تقدر تطلع الاوميجا تساوي كام بكل سهوله. طبعا الاوميجا احنا فرضينها كلوك وايز لو طلعت نيجاتيف يبقى على طول طلعت نيجاتيف برقم اللي احنا فرضينه ما فيهاش مشكله خالص. يبقى من هنا كده انت بكل سهوله تقدر تطلع الفي سي بتاعتك. احنا فرضنا الفي سي ايه طلع لفوق كانت كوساين ساين انا فرضتها لتحت هنا ماشيه كده. طيب اوكي يبقى طلعت معايا تقريبا 24 وكسر 24 وكسر وطلعت معايا الاوميجا بتاعتي هتساوي 12.14 تقريبا يعني. فانت المفروض هتلاقيه الاختيارات بتاعتك موجوده عادي جدا في الاختيارات ما فيهاش مشكله خالص خالص خالص. الفي سي هتكون عباره عن 12.13 على حسب بقى ما تفك الريزولوشن بتاعك ما فيهاش مشكله خالص. يعني كماجنتيود هي عباره عن 24 وكسر والاوميجا هتطلع لك ب 12 وكسر يعني 12.14 ودي طلعت يعني علشان بس الخص لك الكلام كده اهي في سي هتطلع بالظبط عشان ما تحيرش نفسك 24 27 والاوميجا هتطلع بتساوي 12.138 بالظبط. تمام يا شباب كده انا خلصت المطلوبين اللي بعد كده اللي هو كان الاوميجا بي سي مع الفيلوسيتي عند نقطه سي. باقي لي دلوقتي الفيلوسيتي سي دي يبقى اوكي انا دلوقتي قدرت اطلع الفيلوسيتي عند سي تساوي 24.27 متر بير سكند. قدرت اطلع الاوميجا بي سي تساوي 12.138 كلوك وايز. بعد كده هو عايز الفي بي سي هتكون عباره عن مين؟ عباره عن الاوميجا اللي انت طلعتها بي سي مضروبه في الفي سي كطول مضروبة في الريزولوشن اللي احنا لسه عاملينه من شوية. الريزولوشن ده كنا بنقول ان احنا عندنا حاجة كده وعاملة كده اللي هي كانت بتكون عمودي على ده فكان بتبقى دي 60 كانت دي بتبقى 60 فكان بيكون عندك نيجاتيف كوساين 60 اي انا اسف نيجاتيف ساين اهي احنا كتبناها من شوية فاكرها اهي نيجاتيف ساين 60 اي زائد كوساين 60 جي تعوض وتطلعها بكل سهوله ما فيهاش اي حاجه خالص. وبكده نكون خلصنا المساله بتاعتنا بكل سلاسه وسهوله بدون اي مشكله خالص خالص خالص. تمام يا شباب ارجو ان تكون المساله واضحه بالنسبه لك. لازم تكون واضحه بالنسبه لك لو فيها اي مشكله اتكلم معايا وخصوصا وخصوصا الجزء بتاع الرولر ده لما قلنا ان الفيلوسيتي ماشيه معاه هنا ده نقطة مهمة جدا 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 جدا. ملاحظة تانية لازم تاخد بالك منها ال V B C D يعني لو كتبناهم تحت بعض هنا أنا كتبتهم لك من شوية تحت بعض لو كتبت لك ال V B C كفيكتور وال V C كفيكتور
الاتنين مالهمش نفس الاتجاه، يعني لو بصيت هنا كده البيربنديكولار على الخط بي سي ده هتلاقيه عامل كده، لكن اتجاه الرولر هتلاقيه عامل كده، الاتنين مش واحد. علشان كده هتلاقي ده طلع لك اوميجا بي سي في البي سي، وهتلاقي الريزولوشن بتاعه طلع سالب ساين 60 اي زائد كوساين 60 جي، وهتلاقي ده طلع لك مختلف تماما، هتلاقي طلع بالصوره دي اللي هو كان الفي سي اللي احنا ما كناش عارفينها ساعتها، وهنا كان عندك نيجاتيف كوساين 60 اي زائد ساين 60 جي. مهم جدا تبقى واخد بالك من الصوره دي علشان خاطر لو انت عملت الاثنين واحد هيطلع لك ايرور ومش هتعرف تحل المساله. تمام يا شباب، بكده احنا قدرنا الحمد لله نخلص الجزء بتاع الفيلوسيتي والاكسلريشن بتاع المساله دي، كانت مساله حلوه وبدايه ان يكون عندي تو بودز جوه مساله واحده. المساله اللي بعد كده بقى تطور اكتر، اللي هو ايه بقى؟ ان انا عندي 3 بودز جوه المساله، يعني انا مش بودي واحد، لا ده انا عندي 3. الثلاثه بتوعي في المساله كان عباره عن كالاتي: معايا رود سي بي، معايا كوره اللي هي انت شايفها اللي هي اللي شايفها دايره دي اللي هي كانت السنتر بتاعها عند نقطه او، وكونكت مع الرود اي بي عند نقطه اي. الراديوس بتاعها كان 1 متر، والمسافه من نقطه سي الى نقطه الكونتاكت اي كانت عباره عن 4 متر، وطول الرود بي سي كان عباره عن قد ايه؟ كان عباره عن 4 متر. مهم جدا ان انت يكون حاضر في ذهنك الشكل اللي انت شايفه ده، تبقى عارف تترجم الشكل ده الى ارقام. الارقام بتاعتك بتقول ان عندي البي سي اهو عباره عن 4 متر، كان عندي الاي بي هو عباره عن البيز اللي هي كانت 4 متر تربيع زائد اللي هو كان البيز ده زائد الجزء ده كده اللي هو كان 3 متر تربيع اللي هي يعني 5 متر، ده الطول اي بي. وكان عندي الراديوس بتاع الدايره اللي هو كان 1 متر زي ما انت شايف قدامك كده. هنا خد بالك ان بينصحك نصيحه كده وبيقول لك ان في الجسم ده بيحصل له رولينج، بيحصل له رولينج. يبقى انا فهمت ايه لما حصل له رولينج؟ فهمت شويه حاجات مهمه جدا جدا هتساعدني في حل المساله. فهمت ان الفي دي كونتاكت مع الارض عند اللحظه دي فبتساوي صفر. فهمت ان الاكسلريشن عند نقطه دي كماجنتيود هي عباره عن مين؟ عباره عن اوميجا سكوير في ار. كدايركشن هي عموديه على السطح ده اللي هو في اتجاه جي. مهم جدا 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 نفهم الكلام ده يا شباب. طيب الاوميجا اللي انا كاتبها دي الاوميجا بتاعت مين؟ بتاعت ده، بتاعت الدايره دي. اوكي، يعني دي بتاعت السيركل. تمام يا شباب، ده مهم جدا 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 يكون الكلام ده حاضر في دماغك دلوقتي. طيب هو هنا بقى مدي لك ايه جيفن وعايزك تحسب ايه؟ هو هنا قال لك ان الاوميجا بتاعت السيركل اللي هي او اي عباره عن 2 ريد بير سكند، ودي كانت كلوك وايز اهو، وهنا كان بيقول ان عندك الالفا برضو بتاعت الديسك ده اللي هي كانت او اي برضو كانت بتساوي 2 هي كمان وكانت كلوك وايز. كلام جميل جدا. عايز ايه بقى هو؟ عايز الفي دي. هل الفي دي انا محتاج احسبها يا شباب؟ الفي دي بتساوي كام يا شباب؟ ها، دي تساوي زيرو على طول، ده مش محتاج افكر. يبقى الفي دي مش موجوده هنا اصلا، لان الفي دي على طول بتساوي صفر، مش محتاجه تفكير. طيب الاكسلريشن عند نقطه او، الاكسلريشن عند نقطه او اللي هي كانت عند النقطتين صح؟ مش احنا قلنا لو احنا عندنا رولينج بيحصل بالصوره اللي انت شايفها دي اهو، فالنقطه اللي في السنتر هنا قلنا ان هيكون عندها حاجات انا حافظها زي ايه؟ زي ان الاكسلريشن عندها تساوي الفا في ار، والدايركشن بتاعها بقى للسيرفس ده طب يروح يمين ولا شمال على حسب مين؟ على حسب الاوميجا. فالاوميجا هنا كانت كلوك وايز فهو ماشي زي ما انت شايف كده. إيه انا اسف، احنا هنا بنتكلم عن الفيلوسيتي، فلما تيجي تتكلم اوميجا يبقى انت بتتكلم عن الفيلوسيتي. تعالى نعملها بالاصفر اهي، يبقى الفي او هي عباره عن اوميجا في ار. تمام. طيب لو انا بكلمك بقى عن الاكسلريشن
كنت هقول لك النقطه دي عندها اكسلريشن عامل كده على حسب مين؟ على حسب الالفا بتاعتك. الالفا ماشيه معاك اهي، والاكسلريشن هنا كانت بتساوي الفا في ار برضو بالصوره اللي انت شايفها قدامك تي. يبقى انا دلوقتي عارف الاكسلريشن عند نقطه او بتساوي كام؟ بتساوي الفا في ار، يعني بتساوي 2 في 1، وكان اتجاهها اي، يعني على طول من غير ما احسب اي حاجه تطلع لك 2 اي متر على الثانيه سكوير. اوكي، طيب الفيلوسيتي بقى عند نقطه ايه؟ عايز احسب الفيلوسيتي عند نقطه ايه؟ اعمل ايه؟ تعالى بقى نشوف مع بعض كده احنا عملنا ايه. اهم حاجه انا عايزك تبقى مركز معايا في النقطه اللي انا عملتها دي، الاستفاده اللي احنا استفدناها من رولينج، ان انا قلت له الفيلوسيتي عند نقطه دي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. طب الاكسلريشن عند نقطه دي عباره عن اوميجا سكوير في ار وعموديه على السطح، السطح بتاعي هوريزونتال، فالاكسلريشن بتاعه دي كانت عموديه عليه كده. صعبه؟ طيب كلام جميل. استفدت ايه تاني يا عم؟ استفدت ان عند نقطه او انا عندي فيلوسيتي ماشيه مع الاوميجا كده عباره عن اوميجا في ار، وعندي اكسلريشن ماشيه كده مع الالفا عباره عن مين؟ عباره عن الفا في ار. صعب الكلام لحد كده؟ كلام جميل. ده انا استفدته من رولينج، لان النقطه دي هنا تمثل لي انستنتينيوس سنتر زي ما اتكلمنا في بدايه الشرح بتاعنا. تمام، تعالى بقى بعد كده نشوف الفيلوسيتي بتاعت نقطه ايه نقدر نحسبها ازاي. يبقى من هنا قدرت اطلع الاكسلريشن بتاع نقطه او من خلال ان انا قلت ان هو عباره عن الفا في الار، اللي هو ب 2 في 2 في 1 يعني تساوي 2، واتجاهها علشان الالفا بتاعتي ماشيه كلوك وايز كده، فده طلع ماشي في الاتجاه ده اللي هو اتجاه الاي بدون اي مشكله خالص. تمام يا شباب، تعال نكمل. فيلوسيتي ايه؟ الفيلوسيتي الخاصه بنقطه ايه هي عباره عن الفيلوسيتي بتاعه نقطه انا عارفها زائد الفيلوسيتي بتاع نقطه ايه بالنسبه للنقطه اللي انا عارفها. طيب هنا في نقطتين بالنسبه لي معلومين، نقطه او ونقطه دي. نقطه دي الفيلوسيتي بتاعها بكام؟ بزيرو. هحتاج اعمل شويه ريزوليوشن معاها. طيب نقطه او بقى، مش انا لسه حاسبها حالا دلوقتي؟ قلت لك ان انت تقدر تقول من هنا ان الفيلوسيتي بتاعها هو عباره عن الاوميجا في ار، واتجاهه هيكون علشان الاوميجا بتاعتك كلوك وايز كده فيكون في اتجاه الاي. عندك مشكله في الكلام ده؟ ده الفيلوسيتي بتاع نقطه او. اقول لك كلام جميل جدا. طب ده اسهل ولا التاني اسهل؟ لا ده اسهل طبعا، لان هيكون عندي الخط اللي انا هعمل عليه ريزوليوشن عامل ازاي؟ هيكون خط عامل كده، دي نقطة A ودي نقطة O، وأنا عندي الأوميجا بتاعتي كلوك وايز كده، فهاجي عند نقطة A اللي أنا بحسب عندها وأعمل بيربنديكولار جميل كده، أنا ماشي كده، يبقى الـ V AO طالعة لفوق كده. أقول لك تعالى يا سيدي نعوض مع بعض، تعالى بس نشيل الخط الطويل ده ونعمل خط أقصر منه شوية أهو، فهيكون عندي دلوقتي ده عمودي على ده كده بالصورة اللي أنت شايفها دي، وده اتجاه الـ V AO زي ما أنت شايف كده. تعال نوضحها احسن شويه. اهو معايا لاين اسمه او اي، هعمل عمودي عليه بالصوره اللي انت شايفها دي، وهيكون ده هو اتجاه الفي اي او عشان ده عمودي على ده كده، والالفا بتاعتي ماشيه كلوك وايز كده بالصوره اللي انت شايفها الجميله دي. بعد كده هيبقى عندنا الفيلوسيتي عند نقطه او، الفيلوسيتي عند نقطه او هي عبارة عن أوميجا R في اتجاه الآي، اللي هي نقدر نكتبها الأوميجا باتنين والآر بواحد، يعني اتنين في اتجاه الآي. أوكي، وعندي الـ VAO هي عبارة عن الـ VAO هي عبارة عن أوميجا في OA كطول بقى في الريزوليوشن بتاعه اللي هو هيكون في اتجاه مين؟ في اتجاه الـJ. هنا أقدر أقول لك إن ده انا عارفه قيمة الاوميجا بتاعتي باتنين، قيمة الاو اي بواحد عشان هو ده الراديوس، صح ولا لا؟ هو الراديوس. فمن هنا اقدر اقول لك ان الفيلوسيتي الخاصة بنقطة ايه هي عبارة عن اتنين اي اللي هي كانت سرعة في او زائد اتنين جي اللي هي جت من الفي اي او زي ما انت شايف كده، اللي هي اتنين اي واتنين جي اللي هي يطلع لك الاختيار ايه بالصورة اللي انت شايفها الجميلة دي. وكده نجيب سرعة ايه. بعد كده هو عاوز الاكسلريشن عند نقطة ايه بنفس الكونسبت بالظبط. هقول ان اكسلريشن ايه هو عبارة عن اكسلريشن او زائد اكسلريشن ايه بالنسبة لاو تانجنت زائد اكسلريشن ايه بالنسبة لاو نورمال. اوكي، طيب
acceleration O. تعال نكتبهم ورا بعض كده. acceleration O انا لسه قايل من شوية ان هو هيكون ماشي كده عشان الالفا بتاعتي كانت كلوك وايز كده، وهيكون قيمته بيساوي الفا R اللي هو كان بيساوي 2 I. تمام كده؟ جميل. بعد كده هقول لك لاين جميل اهو من نقطة O لنقطة A، وهنعمل عليه perpendicular كده ونشوف الالفا بتاعتك ماشية ازاي. دي ماشية كلوك وايز كده، يبقى هنا على طول في ال A O A tangent، ومن نقطة A اللي انت بتحسب عندها رايح ناحية ال O ده كان، تعالى نعملها بلون تاني عشان تبقى اوضح، باللون الاخضر ده اهو. دي كده كانت ال A O A normal، ودي كانت بتساوي اوميجا سكوير في الطول اللي بينهم اللي هو اي او اللي هو كان الراديوس يعني، ودي كانت تساوي مين الالفا بتاع او اي مضروبه في الطول اللي بينهم اللي هو اي او بنفس الصوره بالظبط. طيب يلا بينا اكتبهم علشان تبقى الدنيا واضحه. هقول ان اكسلريشن اي او تانجنت اللي هي كانت بالبرتقالي دي هي عباره عن مين؟ عباره عن الالفا في او اي، والكلام ده كان في اتجاه الجي. عندك مانع خالص. الاكسلريشن اي او نورمال عباره عن اوميجا سكوير في او اي، وكانت في اتجاه الاي. طيب تعالى بقى نضرب كله مره واحده. يبقى انا هقول الاكسلريشن بتاعه اي هي عباره عن اكسلريشن او اللي هي 2 اي زائد اكسلريشن اي او اللي هي التانجنت اللي هي كانت الفا في او اي اللي هي برضو كانت ب 2 في اتجاه الجي، زائد الاوميجا سكوير في او اي في اتجاه الاي. الاوميجا سكوير اللي هي هتكون 2 سكوير يعني 4 في اتجاه الاي. يبقى كاني بقول لك ان الاكسلريشن بتاعت اي هي 6 في اتجاه الاي زائد 2 في اتجاه الجي. بكل سهوله هتبص تلاقيها هي الاختيار دي اللي قدامك هنا ده بدون اي معاناه خالص. بقينا دلوقتي مين بقى؟ بقينا الفيلوسيتي عند نقطه بي بتساوي كام؟ تعال نطلعها. نقطه بي دي نقطه مشتركه بين تو رودز زي ما انت شايف كده، الرود الاصفر ده والرود الاخضر ده، صح كده؟ فاقدر احسب الفيلوسيتي بتاعه بي من خلال الرود الاصفر ده، ان انا اقول ان الفي بي هي عباره عن في اي زائد في بي اي. مظبوط؟ مظبوط جدا. واقدر من خلال الرد الاخضر ده اقول لك ان الفي بي هي عباره عن في سي زائد في بي سي. مظبوط؟ مظبوط جدا. طيب انا دلوقتي علشان ابدا احل المساله بتاعتي دي، انا محتاج اشتغل بالريليشن الاولى دي ولا الريليشن الثانيه؟ قال لك بص يا عم، الاسهل بالنسبه لي انا شايف الاخضر، تعال نشوف هل هيوصلنا لحاجه ولا لا. اوكي طيب بكل سهوله لو اشتغلنا على العلاقه الثانيه اللي هي بالاخضر دي، مش هقدر اقول لك ان الفي سي دي اصلا عندها ايه؟ عندها هنج منور اهو، فالفي سي اصلا بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. طيب عامل كده هنا بي وهنا سي، صح؟ هاسيومد ان الاوميجا عامله كده، كانت كلوك وايز، فطالما هي كلوك وايز يبقى كده الفي بي سي ماشيه كده. عندك مانع؟ اتجاه الاي. فاقدر اقول لك ان الفي بي هي عباره عن الاوميجا بتاعه بي سي في الطول اللي هو بي سي في اتجاه مين؟ اتجاه الاي. عندك مانع؟ زي الفل. طيب تعال نشوف مع بعض معانا ايه ومش معانا ايه. انا معايا البي سي بتساوي كام؟ ها بتساوي 4 متر، والاوميجا مش عارفها، والفي مش عارفها، ما استفدتش اي حاجه. لا استفدت حاجه حلوه جدا، ان انا عرفت ان الفيلوسيتي بتاعه بي لسه امون بالنسبه لي، بس اتجاهها فين؟ في الاي، صح ولا لا؟ هل عندك اي كومبوننت في الجي؟ لا. يبقى هي كده لازم يكون اتجاهها فين؟ في الاي. يبقى دي سرعه بي اتجاهها اي. طيب كده المساله مش هتتحل من الاتجاه ده، يبقى لازم اروح فين؟ على الاصفر، صح كده؟ الاصفر ده كان بيقول لك ايه؟ ان في بي اهو مع بعض، ان الفي بي عباره عن في اي اللي احنا لسه جايبينها من شويه، في اي دي احنا جبناها خلاص، يعني في اي دي انا عارفها
زائد في بي اي. طيب في بي اي ديت تعالى فوق بعض كده نرسم دي هنا كده اهي، دي نقطة A وهنا كده نقطة V. علشان نشتغل هنعمل ايه؟ اقول لك خد يا عم عندك هنا كده في اوميجا اي بي اهي، يبقى انا عندي عمودي على ده كده، والفي بي اي ماشيه كده كماجنتيود، هي الاوميجا في الطول اللي انا جايبه قبل كده بخمسه لو تفتكر، وكريزوليوشن انا هستخدم زاويه، الزاويه دي هي عباره عن الزاويه الجميله دي، الزاويه دي كانت بتقفل مثلث لو تفتكر، الزاويه هي دي، فالطول ده بثلاثه والطول ده باربعه والطول ده بخمسه، فاقدر اقول لك من هنا ان الزاويه دي الكوساين بتاع الثيتا والساين بتاع الثيتا اقدر اجيبهم، الكوساين هيكون عباره عن 4 على 5 والساين هيكون 3 على 5، والثيتا دي اقدر اقول لك من هنا ان الثيتا دي هي هي دي هي هي دي، فمن هنا اقدر اقول ان الفي بي اي هي عباره عن اوميجا اي بي في الطول اي بي في الريزولوشن بتاعك عباره عن ساين ثيتا اي. تعالى بس نشيل دول من هنا كده اهو، زائد كوساين ثيتا جي. تعالى بس اترجمهم لك هنا تاني، الكوساين بتساوي 4 على 5 والساين تساوي 3 على 5. تمام تمام جدا كده، انا قدرت اطلع مين؟ قدرت اطلع دي، والفي اي بالنسبه لي كانت معلومه انا لسه جايبها من شويه صح كده، فانا دلوقتي اقدر اطلع الفي بي بتساوي كام. تعالى مع بعض نطلعها. تلخيصا للي قلناه تعالى نعيد مع بعض، احنا قلنا ان سرعه في بي من اللاين ده قدرنا نقول ان هي عباره عن مين؟ عباره عن الاوميجا بي سي مضروبه في الطول بي سي في اتجاه الاي، وقلنا ان الفي بي من الشكل الثاني ده اللي هو كان اي بي كانت عباره عن في اي اللي هي كانت 2 اي زائد 2 جي اللي احنا طلعناها من شويه دي، زائد الفي بي اي اللي احنا قلنا هتبقى الماجنيتيود بتاعها عباره عن اوميجا اي بي في اي بي، وقلنا ان هيكون عندنا لاين عامل كده وهنعمل عليه عمودي وهنعمل الريزولوشن الجميل، فهيكون عندي اوميجا اي بي في اي بي، وهنا معايا ساين ثيتا اي زائد كوساين ثيتا جي، وقلنا ان الثيتا هي الزاويه الاصفر دي، وبناء عليه كان الساين بتاعها يساوي مين؟ تعالى نعملها بصوره اوضح شويه، ساين ثيتا كان يساوي الاوبوزيت اللي هو 3 على 5، والكوساين ثيتا كان عباره عن الادجسنت على الهايبوتنس اللي هو كان 4 على 5، فانا عارف الكلام ده قدامي دلوقتي بيساوي كام. طيب يا شباب انا هنا معايا علاقتين 1 و2، عايز اطلع منهم 2 انونز، اللي هي الانون الاول اللي هو في بي بيساوي كام، والانون الثاني اللي هو اوميجا بي سي بيساوي كام. ايه رايك نساوي 1 ب2؟ يعني ايه رايك نقول ان 1 يساوي 2؟ يعني من هنا اقدر اقول لك ان الاي، يعني كل اللي انا عملته لما اساوي العلاقه دي بالعلاقه دي انا هعمل الاتي، يعني انا قلت ان 1 هيساوي 2، وبناء عليه هيكون عندك ان اوميجا بي سي في البي سي اللي هو كان طوله 4 متر، الكلام ده ايكوال مين بقى؟ 2 اي زائد 2 جي زائد، خد بالك بقى تعالى نعوض عشان ايه نروق الدنيا معانا شويه، الساين دي احنا قلنا ان هي 3 على 5 ودي قلنا 4 على 5 وده اصلا ب 5، فقلنا ان ده يبقى عندك 3 اوميجا اي بي اي زائد 4 اوميجا اي بي في اتجاه الجي. تمام يا شباب كده انا معايا حاجه اي بتساوي حاجه اي وجي، فهقول لك تعالى نعمل التو ايكويشنز اللي احنا بنعملهم على طول، من الاي يطلع لك ان 4 اوميجا بي سي تساوي مين يا عم؟ تساوي 2 اي
هيبقى 2 زائد 3 اوميجا اي بي. حلو قوي. بعد كده هقول لك الجي تعالى مع بعض كده زيرو، لان مفيش اي حاجه هنا في الجي، تساوي 2 زائد 4 اوميجا اي بي. من التو ايكويشنز دول انا معايا تو انونز اقدر اطلع منهم اوميجا اي بي تساوي كام واوميجا بي سي تساوي كام. طيب طلعت دي وطلعت دي، ها من التو ايكويشنز دول اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اخد الاوميجا بي سي اللي انا طلعتها دي اعوض بيها فين؟ هنا. او ما اطلع مين؟ الفي بي اللي هي تطلع في اتجاه الاي بكل سهوله. انا يعني ما طلعتش ارقام بالظبط، بس الحل كده بقى قدامك واضح بكل سهوله. ابدا اعيده كذا مره بقى ان شاء الله قدامك كده لحد ما تفهمه. لو في اي حاجه وقفت معاك تقدر ان شاء الله تسالني فيها لحد ما نوضحها وتبقى الدنيا واضحه خالص معانا ان شاء الله. تمام. كده احنا خلصنا المساله دي. نفس المساله هيبقى نفس الشكل بس جيفنز مختلفه. تعال نشوف هتبقى عامله ازاي. دي تعتبر مساله جديده لها نفس الشكل نفس الجيومتري لكن الجيفنز جديده. تعال نشوف نقدر نعمل ايه في المساله الجديده بتاعتنا دي. هنا بيقول لك الجيفنز بتاعتك ان الاوميجا او اي بتاعت الديسك اللي قدامك ده، اللي هو الديسك ده عباره عن اتجاهها بس هو كاونتر كلوك وايز. اوكي، يعني ايه كاونتر كلوك وايز؟ يعني ماشي في الاتجاه ده كده. كاونتر كلوك وايز يعني الاوميجا بتعمل كده. اوكي، والاكسلريشن عند نقطه ايه عباره عن 4 في اتجاه الاي. عاوز منك ايه بقى هو؟ عاوز منك الالفا بتاعه الديسك او اي، يعني عايز منك الالفا اللي هي الانجلر اكسلريشن، وعايز منك الفي عند نقطه بي. تعال نشوف اول مطلوب اللي هو رقم 32 ده نقدر نطلعه ازاي مع بعض. هنا كده انا هقول ان الالفا دي تظهر في الاكسلريشن ريليشن ولا في الفيلوسيتي ريليشن؟ الاكسلريشن ريليشن. طيب علشان ادخل الاكسلريشن ريليشن لازم يكون عندي معلومه زياده، يعني لازم اكون عارف الاكسلريشن بكام او اكون عارف الاوميجا بكام. لو انا داخل الايكويشن بتاعت الاكسلريشن وانا مش معايا الاوميجا او معايا الاكسلريشن دايركشن وماجنتيود هغرق، يبقى انا لازم ابقى داخل ومعايا الاثنين دول. فاقول لك طيب لو جينا نتكلم عن نقطه او دي، نقطه او قدامي اهي، انا هفترض ان الالفا بتاعه او اي كلوك وايز. اوكي، فدي لما تلف كده يبقى انا عندي نقطه او عامله كده. هنا كده الاكسلريشن بتاعه او هي عباره عن الفا في ار في اتجاه الاي. عندك مانع خالص؟ فاقدر اقول لك من هنا ان الاكسلريشن بتاعت ايه هي عباره عن اكسلريشن او زائد اكسلريشن اي او زائد اكسلريشن اي او، دي نورمال ودي تنجنشال زي ما احنا حافظين بالظبط. اوكي، طيب هنا انا في حاجات معروفه بالنسبه لي، يعني انا هنا في المساله قال لي ان دي باربعه في اتجاه الاي، اقول لك جميل. وهنا ده قال لك ان انا عارفها اصلا او اي في الار اللي هو بواحد في اتجاه الاي. اوكي، بعد كده لما تيجي تتكلم عن التانجنت والنورمال اقول لك تعالى عندي يا عم هنا على جنب كده اهو، على جنب كده ارسم لي اللاين الجميل اللي انت بترسمه كل مره بين او واي اهو، اعمل لي بيربنديكولار عند اي النقطة اللي انت بتحسب عندها، عملت لك البربنديكولر. انت فرضت ان الالفا ايه؟ كلوك وايز، يعني بتلف كده، يبقى ده على طول هو مين؟ الاي اي او تانجنت، ومن هنا لهنا كده الاي اي او نورمال. صعب الكلام ده؟ طيب يبقى انا كده لما اجي اتكلم عن التانجنت هقول لك ان هي عبارة عن دي كانت الفا في المسافة من A إلى O اللي هي برضو كانت R، الكلام ده في اتجاه مين؟ في اتجاه الـ J، زائد الأكسلريشن في الاتجاه النورمال اللي هي أنا عملتها لك بالأحمر دي اللي هي كانت عبارة عن A AO نورمال، هتساوي هتبقى هنا كده أكتبها أوميجا سكوير من OA في
في المسافة اللي هي كانت r من هنا لهنا في اتجاه مين بقى المرة دي؟ في اتجاه ال i ماشية مع ال x اهي زي ما انت شايف من نقطة A الى نقطة O. تمام كده؟ حلو خالص. اخلي ال i يساوي ال i وال j يساوي ال j ال i. فهنا هيقول لي ان 4 تساوي من هنا كده الفا او اي في r اللي هي دي، ومن هنا هقول لك ان هو عبارة عن زائد اوميجا سكوير في r. طيب بخصوص ال j هيكون عندك زيرو لان مفيش اي حاجة في الرايت في الليفت هاند سايد بتتكلم عن ال j، والناحية التانية هيكون عندك الفا في r زي ما انت شايف كده. من التو ايكويشنز اللي قدامك دول يطلع لك ان الالفا تساوي كام؟ تساوي زيرو، وهو ده كان الاختيار الجميل اللي قدامك ده. تعالى نعمله بلون تاني عشان الدنيا كلها ما تبقاش سودة كده اهو، كان الاختيار ده اللي هو الزيرو. اوكي، بعد كده اقدر اقول لك ان الاوميجا بتاعت او اي اللي هي بتاعت الديسك ده هتطلع لك ب بلس اور ماينس 2، صح كده؟ لا مش صح، انا هاخدها بلس بس. ليه طيب؟ ما هو مش انا باخد روت، يعني المفروض ان دي هتطلع لي بتساوي 4 فتبقى بلس اور ماينس 2. لا، ما هو ادالك جيفن ان اتجاهها ايه؟ كاونتر كلوك وايز، فانا عارف انها على طول هتبقى باتنين بس، كاونتر كلوك وايز ريت بير سكند. اوكي، وكده اكون طلعت اول مطلوب اللي هو الفا او اي بتساوي زيرو. وركز معايا ان انا كمان طلعت الاوميجا او اي وطلع بيساوي 2 كاونتر كلوك وايز. بعد كده هو عاوز يحسب الفيلوسيتي في بي. فاكر من الجزء الاولاني بتاع المساله لما جينا نتكلم عن في بي، مش احنا حسبناها مره من هنا وحسبناها مره من هنا، صح ولا لا؟ فاكر لما حسبناها مره من اليمين ومره من الشمال طلعنا ان الفي بي من الجزء ده هي عباره عن مين؟ كانت عباره عن الاوميجا بي سي مضروبه في البي سي كطول في اتجاه الاي. الكلام ده في حاله ان انا اخدت ان هي دي كده الاوميجا بي سي اللي هي يعني كلوك وايز. اوكي، وكانت الفي بي هي هي عباره عن في اي من هنا بقى بلون تاني اهي، كانت عباره عن في اي زائد في بي اي، مظبوط كده. وقلنا وقتها هنعمل لاين جميل كده ماشي من نقطه اي الى نقطه بي، وقلنا هيكون عندي بيربنديكولار عليها كده، وقلنا ان هنفرض ان دي هي كمان كلوك وايز كده، فده كان يطلع هنا كده، ودي كانت هتبقى ثيتا، ودي كمان تبقى ثيتا، وطلعنا دي وقتها قلنا ان ده هيساوي في اي زائد من هنا كده كان عندك اوميجا اي بي في الطول اي بي في ساين وكوساين، قلنا ان هيكون عندي هنا ساين ثيتا اي زائد كوساين ثيتا جي بالصوره اللي انت شايفها دي، وقلنا وقتها ان احنا هنساوي ده بده، مظبوط. فطلع عندي في الاخر ان الفي بي ايكوال اوميجا بي سي في البي سي اللي هو كان ب 4 متر، الكلام ده يساوي في اي انا لسه مش عارف هي بكام، زائد الاوميجا في اي بي وقتها قلنا ان هيكون 3 اوميجا اي بي في اتجاه الاي زائد 4 اوميجا اي بي في اتجاه الجي، صح كده؟ مش هو ده بالظبط اللي احنا عملناه؟ ودي طبعا كانت في اتجاه الاي زي ما شفنا في المساله اللي فاتت هي هي، او في المساله دي يعني في الجيفنز اللي فاتت هي هي. طيب يبقى انا دلوقتي كل اللي موقفني ان انا اعرف الفي اي بتساوي كام، صح كده؟ طيب هي الفي اي دي نقدر نجيبها منين؟ مش نقدر نجيبها من الديسك؟ يعني الفي اي دي مش انا اقدر اشتغل على الديسك ده واطلعها؟ قال لك ايوه. يبقى خلاص تعالى بكل سهوله اقدر اقول ان الفي او هي عباره عن اوميجا في ار في اتجاه مين بقى؟ على حسب، هنا كانت الاوميجا بتعمل كده، لا دي كانت العكس فاكر، لان هو احنا طلعناها بتساوي 2 وكان هو بيقول لك ان هي كاونتر كلوك وايز، فالاوميجا كانت عامله كده، وبناء عليه يبقى الفي او عامله كده، صح؟ يبقى في اتجاه نيجاتيف اي، يبقى ده هنا كده في نيجاتيف
وهنا كده في اي، يعني الكلام ده يقدر نقول ان هو بيساوي سالب 2 في اتجاه الاي. دي مين؟ الفي او. هل انت عايز الفي او؟ لا، ده انا عايز الفي اي. يبقى هي عباره عن في او زائد في اي او. يبقى ارسم اللاين الجميل اللي احنا متعودين نرسمه اهو من نقطه A الى نقطه O، واعمل لي البربنديكولار الجميل عليه. هنا كده هقول لك ان انا عندي كاونتر كلوك وايز الاوميجا عامله كده، فتبقى دي نازله لتحت كده في اي او، يعني في اتجاه نيجاتيف جي. يبقى من هنا اقدر اقول ان الفي اي هي عباره عن هنا كده السرعه الاولانيه اللي هي الفي او سالب 2 اي زائد هنا كده دي نازله لتحت كده في اتجاه نيجاتيف جي، فتعالى نخلي الزائد دي ناقص على طول، يبقى هنا معايا ناقص دي كده كانت عباره عن اوميجا في ار اللي هو بواحد، يعني عباره عن سالب 2 في اتجاه الجي هي كمان. اوكي، يبقى ده الفي اي. يعني لو رجعنا تاني للريليشن بتاعت نقطه بي، هيبقى عندي في بي ايكوال من هنا من الجزء ده كده كانت بتساوي اوميجا بي سي في الطول بي سي. الكلام ده في اتجاه مين؟ الاي. ده على اساس ان الاوميجا دي بتدور كده. اوكي، الكلام ده كان بيساوي في اي اللي هي كانت تبقى سالب 2 اي سالب 2 جي. دي مين؟ اللي هي الفي اي زائد. لما لخصنا الكلام ده طلع عندي اي بي، برضو افترضنا ان هي كلوك وايز، كانت عبارة عن 3 اوميجا اي بي اي زائد 4 اوميجا اي بي جي. كل اللي هنعمله هنا ان احنا هنقول عندي ايكويشن من الاي، عندي ايكويشن من الجي، هيبقى عندي 2 ايكويشنز يقدروا يطلعوا لي 2 انونز اللي هم يكونوا مين؟ اوميجا بي سي واوميجا اي بي، ومنهم نقدر نطلع الفيلوسيتي بتاعت بي بكل سهوله زي ما عملنا في المساله اللي فاتت بالظبط. تعال نكملها برضو عشان ايه يبقى مالكش حجه، يعني بص انا بعمل معاك واجب وزياده يعني. يعني هنا كده اقدر اقول لك ان الايكويشن بتاعتك، تعال نكررها مره ثانيه، كان معايا هنا 4 اوميجا بي سي في اتجاه الاي، الكلام ده بيساوي مين؟ سالب 2 اي سالب 2 جي، وبعد كده زائد 3 اوميجا اي بي اي زائد 4 اوميجا بي سي او اي بي بقى اسف جي. تمام كده؟ طيب انا كده هاخد معادله الاي لوحدها، فالاي ومعادله الجي لوحدها. الاي هنا نقدر نقول ان هي عباره عن 4 اوميجا بي سي ايكوال سالب 2 زائد 3 اوميجا اي بي. طيب هي اوميجا بي سي تفرق حاجه عن اوميجا سي بي ولا اي حاجه؟ هي هي. واوميجا اي بي هي نفسها اوميجا بي اي، هي اوميجا لبادي. نفس الكلام في الفا طبعا. تمام كده؟ طيب الجزء الثاني هنا ما عنديش حاجه في جي، الكلام ده بيساوي سالب 2 زائد 4 اوميجا اي بي. دي ايكويشن رقم 1. ايكويشن رقم 2 اقدر منهم على طول اطلع الاوميجا بتاعت اي بي تطلع ب 0.5، وانا كنت فرضها كلوك وايز فتبقى مظبوطه. بعد كده هيطلع لي الاوميجا بي سي هتطلع سالب 1 على 8، يعني كاني بقول ان هي 1 على 8 بس كاونتر كلوك وايز، لاني كنت فرضها ايه؟ كلوك وايز. اوكي، طيب تعال نشوف الكلام ده موجود في الاختيارات ولا لا. اوميجا اي بي ب 0.5 كلوك وايز اهي موجوده، وعندي اوميجا بي سي طلعت معاه اهي 1 على 8 كاونتر كلوك وايز زي ما قلنا بالظبط. بقينا بقى دلوقتي الالفاز، بقينا الفا اي بي والفا بي سي. طيب هي الالفا دي تظهر معانا في الفيلوسيتي ولا في الاكسلريشن؟ في الاكسلريشن. فكل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا استخدم الاكسلريشن ريليشن. تعال نقول ان الاكسلريشن بتاعت بي هي عباره عن اكسلريشن اي زائد اكسلريشن بي اي تانجنت زائد اكسلريشن بي اي نورمال، صح كده؟ هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط دلوقتي. فانا هقول دلوقتي ان اكسلريشن بي هي اكسلريشن اي زائد اكسلريشن بي اي تانجنت زائد اكسلريشن بي اي نورمال، بنفس كونسبت الفيلوسيتي بالظبط. هي هي برضو نقدر نقول ان هي عباره عن بالازرق اهي بقى عشان تبقى مبينها خالص، اكسلريشن بتاعت سي زائد اكسلريشن بتاعت بي بالنسبه لسي زائد اكسلريشن بتاعت بي بالنسبه لسي
دي تانجنت ودي نورمال. اوكي يبقى انا اشتغلت مره على ده اللي هو بالازرق ده، واشتغلت مره على ده اللي هو بالاخضر ده، زي ما عملنا في الفيلوسيتي بالظبط. تمام كده؟ طيب يبقى انا محتاج دلوقتي ايه؟ اشتغل على واحد فيهم ولا على الاثنين؟ تعال نشوف. لو اشتغلنا على الاولاني ده هنقول ان الاكسلريشن بتاع بي ما اعرفش عنها اي حاجه، يبقى اكسلريشن بي انا مش عارف الكلام ده بيساوي اكسلريشن ايه 4 في اتجاه الاي، واكسلريشن بي ايه وتانجنت ونورمال انا محتاج اعمل لاين كده ماشي من نقطه ايه الى نقطه بي، ومحتاج اشوف الالفا بتاعته. انا دايما بحب افرض الالفا ايه كلوك وايز، افرضها لي كده الفا اهي كلوك وايز. يبقى انا هقول لك ان انا معايا هنا كده اي بي اي تانجنت، ومعايا هنا كده باللون الاحمر اهو اهو هنا كده اهي، ومعايا باللون الاحمر كده اي بي اي نورمال. تمام يا شباب؟ طيب الزاويه اللي هعمل بيها ريزولوشن، تعالى نرجع نفتكر بسرعه، الزاويه كانت هي الزاويه دي اللي هي هي الزاويه دي اللي هي هي الزاويه دي، وقلنا ان الساين بتاعتها كانت بتساوي والكوساين بتساوي. الساين كانت بكام يا شباب؟ كانت ب 3 على 5 والكوساين كانت ب 4 على 5 من خلال المثلث الجميل اللي عملناه ده، وقلنا ان ده الهايبوتنس كان ب 5، الاوبوزيت ده كان ب 3، والادجسنت ده كان بيساوي كام؟ كان بيساوي 4. تعالى مع بعض كده بسرعه، اقدر اقول لك من هنا ان ده عباره عن زائد، لما تيجي تتكلم عن التانجنت انا عارف ان هي الفا اي بي في الطول اي بي اللي هو كان ب 5. تمام كده؟ ونعمل الريزولوشن الجميل بتاعنا، معانا ساين ثيتا اي زائد كوساين ثيتا جي، الكلام ده زائد اوميجا سكوير اي بي في 5 في اعكس، يبقى عندك كوساين ثيتا اي ساين ثيتا جي. تعال نشوف الاشارات هنا كده، الواي هي اللي اشارتها اتغيرت معانا بالصوره اللي انت شايفها دي. تمام يا شباب؟ كده انا كتبت المفروض يتكتب. محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج اساوي اي باي وجي بجي؟ لا، هيجي هنا ويقول لك لا استنى بقى ستوب، عشان الاكسلريشن دي انت مش عارف لها اي حاجه. طالما انت مش عارف لها اي حاجه يبقى لازم تحل مين؟ احل المعادله الثانيه. علشان تحل المعادله الثانيه يبقى انت دلوقتي تعالى نمسح دول كده، نطلعهم لفوق شويه، اكتبهم لك بس هنا كده ان الساين اسف اهي معانا هنا كده الساين ب 3 على 5 والكوساين ب 4 على 5. وتعالى بعد كده نقول الكلام ده كله المفروض ان هو يساوي الاي سي اللي هي ب 0، صح ولا لا؟ عشان عندها هنج. متفقين؟ متفقين. يبقى ب 0 زائد، اقوم راسم اللاين، اللاين اهو ماشي من نقطه سي الى نقطه بي. هفترض ان الالفا بتاعتي كانت كلوك وايز كده اهي، دي الالفا بي سي، فيبقى عندي هنا كده ماشي التانجنت، وبالاحمر برضو ماشي مين؟ النورمال. اوكي يبقى التانجنت ماشيه في اتجاه الاي والنورمال ماشيه في اتجاه النيجاتيف جي. طيب كقيم انا حافظها بقى مش محتاجه كلام، صح ولا ايه؟ تعالى بينا مع بعض كده. يبقى هنا كده البي سي دي اقدر اكتبها ان هي عباره عن الالفا اوف بي سي مضروبه في البي سي، الكلام ده في اتجاه الاي، زائد اوميجا سكوير بي سي في طول بي سي، الكلام ده في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي بس، نيجاتيف جي، او اشيل الزائد دي واخليها ناقص عادي جدا بكل سهوله. تمام يا شباب؟ كده انا معايا اقدر اقول بقى ان الكلام ده، تعالى نعمله بلون تاني كده، الكلام ده هو هو بقى يساوي الكلام ده من اول هنا لغايه هنا، اللي هما الاثنين يساوي مين؟ يساوي الايه؟ الاكسلريشن عند نقطه بي من هنا كده. صعب الكلام ده يا شباب؟ نفس اللي احنا عملناه بالظبط في الفيلوسيتي. يبقى اللي انا اقدر اعمله دلوقتي ان انا هقول اي ايكوال تو اي جي ايكوال تو جي. تعالى نعملها مع بعض نشوف هتطلع عامله ازاي. هنيجي هنا نخلي الاي مع ايكوال تو اي والجي ايكوال تو جي. الاي تقول لك ان انت معاك 4 زائد 3 الفا اي بي زائد 4
اوميجا سكوير اي بي، الكلام ده بيساوي مين بقى؟ الفا بي سي في الطول بي سي، وفي اتجاه الجي هيكون معانا الاربعة خلاص ما بقتش موجودة، باقي معانا اربعة الفا اي بي ناقص ثلاثة اوميجا سكوير اي بي، الكلام ده ايكوال نيجاتيف اوميجا سكوير بي سي مضروبة في بي سي كطول. اوكي تعالى بقى نشوف احنا معانا ايه ومش معانا ايه. هنلاقي معانا ان البي سي دي تساوي اربعة، اهي تساوي اربعة اللي هي الطول الجميل ده، ومعانا الاوميجا اي بي ايكوال 0.5، ومعايا اوميجا بي سي تساوي واحد على تمانية لسه مطلعينهم من شوية، دي كانت واحد على دي كانت نص ودي كانت واحد على تمانية لسه مطلعينهم من شوية صغننين. اوكي يبقى باقي لي تو انونز بس اللي انا هعلم لك عليهم بالاحمر اللي هي الالفا اي بي والالفا بي سي، زي ما انت شايف كده اقدر اطلعهم بكل سهوله من هنا، يبقى الفا بي سي ايكوال والفا اي بي ايكوال، وطلعنا الاثنين مفيش اي مشكله خالص. تمام يا شباب، يبقى بكده انا قدرت احل الجزء الثاني من المساله اللي هو كان نفس المساله بس بجيفنز مختلف. طبعا احنا عندنا فراغ، فهتبص تلاقي انت عندك حاجه باقيه اللي هي كانت الاوميجا او اي، يعني على نفس الجيفنز اللي انا اديتها لك كان مطلوب منك تحسب مين؟ الاوميجا او اي. الاوميجا او اي دي احنا حسبناها في اول خطوه خالص لو تفتكر، صح؟ اول خطوه خالص عملناها في المساله ان احنا طلعنا الاوميجا او اي وكانت بتساوي 2 وكانت طلعت 2 كاونتر كلوك وايز زي ما انت شايف كده اهي، ده كان اول مطلوب احنا حسبناه، فدي ما فيهاش مشكله خالص. المساله دي مساله حلوه فيها 3 بادز اهي، مساله كان فيها 3 بادز، فدي كانت مساله كويسه بالنسبه لنا. نقطه بي كانت نقطه محوريه معانا في الحل، دايما لما اجي احل الفيلوسيتي بتاعت بي جبتها من الدايركشن بتاع اي وكمان من الدايركشن بتاع سي، ودايما بتلاقيني بقول الاثنين بيساووا بعض، تلاقيني طلعت الحل. لما جيت اتكلم عن الاكسلريشن بتاعت بي مره قلت ان انا هجيبها من اي ومره قلت ان انا هجيبها من سي، وبعد كده اخد الاثنين دول واقول الاكسلريشن بتاعت بي من ناحيه اي تساوي الاكسلريشن بتاع بي من ناحيه سي، اقدر احل المساله. يبقى كلمه هنج كمان لما انا شفتها في الكورنر هنا كده كنت عارف ان ده ان في سي ايكوال اي سي ايكوال تو زيرو، صح كده؟ طيب لما شفتها عند نقطه بي كنت عارف ان الفيلوسيتي بتاع بي من الرايت لازم يساوي الفيلوسيتي بتاع بي من الليفت. اوكي هو ده اللي انا كنت عايزك تفهمه من المساله دي، لو قدرت تفهمه يبقى احنا خلصناها. طيب يا شباب الجيفن الاخير ده بقى بالنسبه لنا كان في مشكله، لانه هنا بقى ما ادانيش اي حاجه، هنا اداني اكسلريشن عند نقطه بي. طيب اكسلريشن عند نقطه بي ده جيفن صعب، يعني تعالى نقول مع بعض كده من البدايه ده جيفن مش لطيف، جيفن خبيث كده. فتعالى نشوف مع بعض هنعمل ايه. بدايه كده اي حاجه هفرضها معاك سواء كانت الفا او اوميجا انا هفرضها كلوك وايز. اوكي ركز بقى معايا كويس جدا 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 عشان هنبدا واحده واحده والمساله طويله وهنحتاج نعوض معادلات في معادلات، فالموضوع محتاج منك شويه تركيز. احنا هنبدا من نقطه سي ونكمل زي ما احنا كده. اول حاجه نقطه سي انا عارف ان في سي بزيرو وكمان اي سي بتساوي زيرو. حد عنده اعتراض؟ تمام. بعد كده هقول ان الفي بي هي عباره عن في سي زائد في بي سي، وافترضنا ان كله كلوك وايز فده حاجه عامله كده، فانا عندي اقدر اكتبها ان الفي بي على طول هي عباره عن اوميجا بي سي في اتجاه الاي. تمام الكلام ده طلعناه قبل كده فمش هاخد فيه وقت دلوقتي ومش هقعد اشرحه. اوكي فلو انت اي حاجه من دول انا كتبتها ولقيتها مش باينه ارجع للمثالين اللي قبل كده هتلاقيها واضحه قدامك زي الفل. طيب اكسلريشن بي هو عباره عن اكسلريشن سي، اكسلريشن بي بالنسبه لسي تانجنت، اكسلريشن بي بالنسبه لسي نورم. اوكي اقدر اكتب الكلام ده؟ اقدر اكتبه دلوقتي ان هو بيساوي دي 4 اي، والاكسلريشن اوف بي
لما اجي اوضحها الناحيه الثانيه هتكون عباره عن الفا بي سي في الطول بي سي، الكلام ده في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي، ناقص اوميجا سكوير بي سي في الطول بي سي في اتجاه الجي، كاني برضو قلت ان ده اتجاه الالفا وده اتجاه مين؟ الاوميجا. فمن هنا كده بقى ده اتجاه الفي بي وده اتجاه الاكسلريشن بي سي تانجنت، والنورمال طبعا نازل لتحت كده في اتجاه السالب جي. كلام جميل جدا. يبقى دي انا خلاص خلصتها ودي كمان انا خلصتها. يبقى انا دلوقتي من هنا كده من دي اقدر اطلع حاجه؟ اقدر اطلع حاجه. ايه هي؟ اقدر اقول لك من هنا كده ان اتجاه الاي يطلع لك ان الالفا بي سي هي عباره عن 4 على الاربعة يعني بواحد كلوك وايز، يعني اقدر اقول لك ان الالفا بي سي اللي هي كانت 44 دي هي عبارة عن سالب واحد كاونتر كلوك وايز. عندك مشكلة؟ واحد كلوك وايز هي سالب واحد كاونتر كلوك وايز. ادا اول مطلوب طلعناه واحنا ماشيين كده واحدة واحدة. طيب اتجاه الجي مش يطلع لك اتجاه الجي ده لو جينا نطبق فيه؟ لو جينا نتكلم عن اتجاه الجي بتاعنا هتلاقي ان اتجاه الجي بيقول لك ان 0 بيساوي اوميجا سكوير بي سي مضروب في البي سي، يعني اي حاجه بتساوي الصفر اقدر اطلع لك من هنا ان الاوميجا بي سي تساوي كام يا جماعه؟ تساوي 0. ده كان موجود في المطالب. ايوه اهو، والاختيار كان بي اهو قدامي زي الفل. كلام جميل جدا. طيب هي مش في بي كانت عباره عن اوميجا بي سي في البي سي يعني بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى الفي بي انا كمان طلعتها وبقت معايا بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. كلام جميل جدا جدا جدا. تعال بقى نتكلم عن velocity of A. ال velocity of A مش في A بالنسبة لي هي عبارة عن، او تعالى نكتبها بالعكس عشان احنا قبل كده كنا شغالين B و A صح كده؟ تعالى نقول مع بعض كده، مش في بي هي عبارة عن في اي زائد في بي اي صح كده؟ وكنا بنقول من هنا كده ان انا الفي بي دي كده كده بقت بزيرو معايا، فاقدر اقول من هنا ان يحصل معاك حاجة لو قلت لك بس من هنا كده ان طالما دي بزيرو فيبقى معاك الفي اي ايكوال نيجاتيف في بي اي. ليه عملت كده؟ عشان بس ما ارجعش اعمل ريزوليوشن من جديد واحط واقلب لك ساين وكوساين فلخبطك، اوكي؟ طيب هو ده كده مش احنا كنا حافظينه؟ ايوه كنا عارفين ان الفي اي والفي بي اي دول، الفي اي اهي هتساوي نيجاتيف ودي كده كانت عباره عن اوميجا اي بي. في هنا كان عندي 3 في اتجاه الاي زائد 4 في اتجاه الجي. الكلام ده حصل ازاي؟ ان انا افترضت ان انا عندي هنا الاوميجا كلوك وايز وكان عندي عمودي على هنا كده وكنت بقول ان دي ساين وكوساين وكان الساين ب3 على 5 والكوساين بيساوي 4 على 5 فاكر، والطول اصلا كان ب5 فكانت بتطلع بالصوره اللي انت شايفها دي. يعني نقدر نكتب الاي دلوقتي بالصوره دي كده اللي هو هيطلع بيساوي اهو سالب 3 اوميجا اي بي، الكلام ده في اتجاه الاي، سالب 4 اوميجا اي بي، الكلام ده في اتجاه مين؟ الجي. طيب هنا بقى كده احنا عجزنا خلاص، انا مفيش اي حاجه هنا اقدر اعملها تاني مش كده؟ الفي اي لا اعرف اتجاهها ولا اعرف ماجنتيود بتاعها، الاوميجا اي بي انا كمان مش عارفها، فكده الدنيا وقفت. اعمل ايه؟ فاكر لما الدنيا وقفت في نقطه بي واحنا بنحسب عندها عملنا ايه؟ كنا بنحسب من الناحيه دي، رحنا حسبنا كمان من الناحيه الثانيه، نفس اللي هنعمله بالظبط. يبقى في اي طالما عطلت معايا تعالى نحسبها من الناحيه الثانيه اهو. طيب من الناحية التانية من ناحية O أقدر أقول إن الـ VA هي عبارة عن VO زائد VAO حلو كده؟ طيب هي الـ VO دي مش هي عبارة عن أوميجا في R وفي اتجاه I، لأن اتفقنا إن الألفا والأوميجا الاتنين كلوك وايز كده فده ماشي كده في اتجاه الـ I، وكمان الأكسليشن عند O هي عبارة عن ألفا R في اتجاه الـ I هي كمان، تمام؟ طيب دلوقتي مع بعض كده هقدر اقول لك ان الفي اي من اللي انا طلعته ده هي عباره عن اوميجا او اي اي زائد اوميجا
او اي جي. تمام الكلام ده طلعناه قبل كده، لو انت مش مصدق ارجع شوف نفس المساله لما حليناها بالارقام الجيفنز اللي كانت فاتت قبل كده. مش هو ده بيساوي مين بقى؟ ركز معايا، سالب 3 اوميجا اي بي اي سالب 4 اوميجا اي بي جي. شوف بقى لحظه السحر اللي هتحصل معاك واللي هتتجلى معانا كلنا دلوقتي. انا اقدر اقول لك هنا ان الاوميجا او اي دي هي عباره عن سالب 3 اوميجا اي بي، وفي نفس الوقت تساوي سالب 4 اوميجا اي بي. هو ده ممكن يحصل في الرياضه يا جماعه؟ ممكن يحصل ان حاجه تساوي 3 من حاجه وفي نفس الوقت تساوي 4 من نفس الحاجه؟ طبعا مستحيل. الحاله ده يحصل في حاله واحده بس، ان يكون الاوميجا او اي تساوي الاوميجا اي بي تساوي 0. الرقم الوحيد اللي يحقق الكلام اللي انت شايفه ده ان 1 في 0 يساوي 3 في 0. في نفس الوقت 1 في 0 يساوي اي حاجه في 0، صح؟ فهو اللي يحقق ده ان الاثنين دول يبقوا بالصوره اللي انت شايفها دي. طبعا دي اي بي، تمام كده. فانا هنا طلعت اوميجا او اي ب 0 اهي واضحه قدامي، وطلعت كمان اوميجا بي سي من شويه طلعتها كانت بتساوي 0 معايا، وهنا طلعت الالفا سي بي كانت بواحد في الكاونتر كلوك وايز سالب 1. بقى لنا بقى دلوقتي مين؟ اوميجا اي بي قلنا ان هي خلاص ب 0 اهي. بقى لنا مين دلوقتي؟ بقى لنا الفا اي بي، وبقى لنا سي دي اكسلريشن عند اي واكسلريشن عند دي. طيب هي مش الاوميجا او اي بتساوي 0؟ واحنا اتفقنا ان الاكسلريشن عند دي على طول عموديه على السيرفس وبتساوي اوميجا سكوير في ار، صح كده؟ طب هي الاوميجا بكام؟ ب 0، تبقى دي ب 0 على طول اهي من غير ما احل، تمام؟ كل اللي باقي لي دلوقتي الاكسلريشن بتاعت اي بتساوي كام، والالفا بتاعت اي بي بتساوي كام. لو انا قدرت اجيب دول يبقى انا خلصت. تعالى نعملها بقى مع بعض بسرعه كده. طيب انا كنت بقالي من اول المساله دي ثالث مره نكررها يعني مع بعض كده، ان الاكسلريشن بتاعت دي هي عباره عن اكسلريشن اي زائد اكسلريشن بي اي تانجنت اكسلريشن بي اي نورمال. اوكي كلام جميل. دلوقتي كده مع بعض انا عارف ان اكسلريشن ايه، تعالى بقى مع بعض كده نسمع مع بعض بسرعه كده. هي عباره عن الفا او اي اي زائد الفا او اي جي. طيب ما كان في اوميجا او اي ما هي طلعت بكام معانا؟ اوميجا او اي طلعت بزيرو، فمش هكتبها خلاص بقى. اوكي كده الاكسلريشن بتاعت ايه. بعد كده تعالى نغير اللون الجميل بتاعنا ده ونكتب الاكسلريشن التانجنت اللي هي عباره عن 3 الفا اي بي اي زائد 4 الفا اي بي جي، والجزء الثاني هيكون من الاوميجا سكوير اللي هو هيكون زائد 4 اوميجا اي بي سكوير في اتجاه الاي ناقص 3 اوميجا اي بي سكوير في اتجاه الجي. طب انت كتبتها ليه؟ مش كده كده اصلا احنا لسه طالعين من شويه اهي بتساوي 0، صح؟ يبقى كل ده كده ملوش لازمه، ما تكتبوش. حلو؟ حلو خالص. الكلام ده بيساوي الاكسلريشن اوف بي اللي هي عباره عن 4 اي. اعمل ايكويشن من اي واعمل ايكويشن من مين؟ من جي. الايكويشن بتاعت اي بتقول لك ان انت معاك الاتي 4 ايكوال اللي هي رايت ليفت هاند سايد الفا او اي زائد 3 الفا اي بي، والجي 0 ايكوال 4 الفا او اي. انا اسف هنا معاك مفيش 4 ولا حاجه، دي الفا او اي ناقص او زائد بقى 4 الفا اي بي. من هنا كده نقدر نطلع الالفا او اي والالفا اي بي بكل سهوله من هنا مع بعض كده. يطلع لك ان الالفا او اي دي ب 16 والالفا اي بي تطلع بسالب 4، تمام؟ يبقى مجموع الاثنين دول مع بعض كان ب 4 ودي ايكويشنز، ومجموع الاثنين اللي تحتهم في اتجاه الجي كان ب 0 ودي كانت الايكويشنز الثانيه.
لما خلصنا قدرنا نطلع دول مع بعض. طيب الكلام ده بقى نثبت ان هو صح ازاي؟ تعال نطلع اكسلريشن ايه ونشوفها عامله ازاي. مش اكسلريشن ايه دي كانت عباره عن الفا او اي اي الفا او اي جي اللي هي كانت 16 اي زائد 16 جي، صح ولا لا؟ زي الفل. طيب اكسلريشن اوف دي احنا طلعناها خلاص، دي كانت بزيرو، معلش انا اسف. بقينا دلوقتي مين؟ بقينا الفا اي بي، انت كنت عايز تطلعها صح؟ انا طلعت لك باربعه، اربعه، واحنا كنا فرضين ايه؟ كل اللي افترضناه كلوكوايز، يبقى انا اقدر اقول لك ان هي عباره عن اربعه كلوكوايز ولا سالب اربعه كاونتر كلوكوايز. اهي تعال نشوف مع بعض كده، اهي اربعه كلوكوايز، لا انا اسف، هتبقى اربعه كاونتر كلوكوايز. ليه؟ احنا طلعناها هنا بكام؟ ركز معايا، احنا فرضنا كل حاجه كلوكوايز، قلت لك كده كل حاجه هتفرضها كلوكوايز، طلعت معايا هي بكام؟ بسالب 4، معنى كده ان هي عكس الفرض بتاعي، فهتبقى 4. ايه ده بقى؟ فتبقى 4 بس كاونتر كلوك وايز اللي هي دي. تمام يا شباب؟ وبكده المساله العنيفه دي خلصت. لو انت عرفت تحل المساله دي بايدك يبقى انت راجل، بص يعني تعظيم سلام، كده يبقى انت خلصت. اوكي؟ زي الفل. كده المساله دي خلصت، تعال نشوف المساله اللي بعدها. طيب يا شباب المسألة اللي بعد كده عبارة عن ديسك بيحصل له رولينج على سيرفس مايل بالصورة اللي انت شايفها دي. الديسك ده له راديوس مقداره 0.4 والبي سي طوله 1.5 متر. بيقول لك ان نقطة بي اللي هي النقطة دي عندها سلايدر، احنا فاهمين على طول ان السلايدر يبقى انا الفيلوسيتي والاكسلريشن الاثنين لهم نفس الدايركشن اللي هو مايل بزاوية 30 درجة مع الهوريزونتال ده. اوكي الفيلوسيتي ب3 والاكسلريشن ب7. بيقول لك بعد كده ان الجسم ده بيحصل له رولينج، وبناء عليه بيقول ان الفيلوسيتي عند نقطه ايه بتساوي زيرو. اوكي فدلوقتي تعال نشوف بقى مع بعض. هنا بيطلب منك تحسب الاوميجا عند اوف بي سي كلوكوايز، الاوميجا اوف اي سي، وبعد كده بيطلب منك تحسب الفيلوسيتي عند نقطه سي، بعد كده بيحسب الفيلوسيتي عند نقطه اي، بعد كده بيتكلم عن الالفاظ. اول حاجه تعالى نبدا مع بعض كده، الفيلوسيتي عند نقطه ايه انا عارفها من قبل ما احل ان هي بتساوي كام، ان هي بتساوي زيرو لان ده رولينج. هو حتى هنا ايه مدي لنا كهنت كده، طبعا المساله دي لو جات لك في الامتحان مش هيقول لك الهنت ده، فتبقى عارف دايركت ان الفي ايه بتساوي كام، بتساوي زيرو. هنا لما نيجي نفرض الاوميجاز او نفرض الالفا برضو لازم نفرضهم بالدايركشنز اللي هو قايله عليهم عشان يطلع القيمه بوزيتيف على طول، تبقى بالنسبه لنا الدنيا سهله ما نتلخبطش. طيب تعالى بينا مع بعض كده، هو طالب الاوميجا اوف بي سي مع بعض كده، هو ده رولينج، يبقى انا فاهم ان الفي سي على طول هي عباره عن اوميجا اوف اي سي اللي هي بتاعت الديسك في الراديوس اللي هو ار في. خد بالك ان هنا علشان السيرفس بتاعي مايل كده فلازم الفيلوسيتي تبقى مايله معاك كده، صح ولا ايه؟ مش كده؟ طيب مايله كده يبقى مايله بنفس الاسلوب اللي مايل بيه السيرفس ده، مش السيرفس ده مايل بزاويه 30 مع الهوريزونتال، الزاويه 30 اللي هي بالاحمر الحته دي كده، يبقى نفس الكلام ده بالظبط كده مايل برضو بزاويه 30 مع مين؟ مع الهوريزونتال. يبقى نقدر نقول ان هو هنا كده كوساين 30 اي وساين 30 جي. ليه؟ علشان هو بيلف كلوك وايز كده، تمام؟ زي ما هو قال لي في المساله بالظبط. كلام جميل جدا. يبقى انا كده طلعت ال VC as a vector. هنا تعالى بس نكتبها بصورة اوضح شوية، يبقى 0.4 اوميجا AC هنا معاك كوساين 30 I زائد ساين 30 J. هل ال VC تعرف تجيبها بصورة احسن من كده؟ خلاص ما عدتش اقدر من الاتجاه ده. طب احنا كده ما حليناش حاجه، محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نحل من الناحيه الثانيه بالظبط. دي الخبره اللي احنا اخذناها من المساله اللي فاتت. فنقطه سي هي نقطه مشتركه ما بين الديسك اللي انت شايفه ده وما بين الرود بي سي اللي انت شايفه الجميل ده. طيب عند نقطه بي احنا قلنا ان في رولر، والرولر ده بيميل مع الهوريزونتال بزاويه 30 درجه. اقدر اقول ان الفي بي هي عباره عن في بي الجيفن اللي هي كانت 3 في، علشان نعمل ريزولوشن للكلام ده هو مديني اهو سهم بيقول ان هي طالعه لفوق، فيبقى في كوساين 30 اي زائد ساين 30 جي. بعد كده انا بعمل الكلام ده ليه؟ عشان اجيب الفي سي اللي هي بتساوي في بي زائد في سي بي، مظبوط؟
صح جدا. طيب ال VB خلاص طلعتها، VCB هتعتمد على مين؟ هتعتمد على اتجاه الاوميجا، اهو اللاين اهو، والاوميجا بتاعتي كلوك وايز يعني بتعمل كده. يبقى انا هاجي عند نقطة B واعمل بيربنديكولر اهو، ماشي هنا كده DVCB هنا كده. تعالى بقى نعمل اللاين الجميل ده في زاوية ده بيميل بيها كده اللي هي 70 درجة اللي هي هنا دي، صح كده؟ يبقى لو انا عملت فيرتيكال كده دي 70 تبقى دي كمان 70، يبقى انت معاك هنا القيمة بتاعتها هي عبارة عن اوميجا بي سي في الطول اللي هو بي سي في الريزولوشن اللي انت هتبدا تعمله، الاوميجا اوف بي سي تضربها في بي سي اللي هو الطول بتاعك في، تعال نعمل الريزولوشن الجميل بتاعنا، يبقى ماينس ساين 70 اي بلس كوساين 70 جي. تمام يا شباب؟ كده احنا طلعنا الصورة اللي احنا مفروض نبقى نكتب المعادلة بتاعتنا دلوقتي كاملة. خلي ال i equal to i، ال j equal to j، يبقى 2 equations و 2 unknowns احنا حلينا وخلصنا. تمام؟ تعالى بينا مع بعض كده اهو. يبقى ال v c as a vector هي عبارة عن v b زائد v c b. يبقى انا هقول ان ال v c equal v b، اتفقنا ان هي 3، ومعاك هنا كوساين 30 i ساين 30 j، معاك هنا كام؟ معايا ال بي سي 1.4 اللي هي 1.5 اسف في الاوميجا اوف بي سي، الكلام ده معمول له ريزولوشن ماينس ساين 70 i بلس كوساين 70 j. طيب الكلام ده المفروض ان هو بيساوي ال في سي، مش الفي سي انا جبتها من اتجاه الاي طلعت حاجه عامله كده وكانت بتساوي اوميجا اي سي اللي هي بتاعه الديسك في الار اللي هو كان 0.4 في مين بقى؟ في الريزولوشن بتاع الخط الازرق ده اللي هو برر اللي ده اللي هو كان كوساين 30 اي بلس ساين 30 جي. من هنا بقى عندي ايكويشن للاي ايكويشن للجي، تعالى نكتبهم مع بعض. هتلاقي عندك ان الاي بتقول من فوق من هنا كده 3 كوساين 30 زائد 1.5 اوميجا بي سي ساين 70، والزائد دي تبقى ناقص. اوكي الكلام ده ايكوال مين؟ 0.4 اوميجا AC في كوساين 30. حلو قوي. ده مين؟ ده الاي. طب بخصوص الجي بقى عندك 3 ساين 30 زائد 1.5 اوميجا بي سي كوساين 70، الكلام ده بيساوي مين بقى؟ 0.4 اوميجا AC في ساين 70. دول 2 ايكويشنز المفروض يكون عندي فيهم كام انون؟ 2، اللي هي مين؟ اللي هي الاوميجا بي سي والاوميجا اي سي، 2 ايكويشنز في 2 انونز. لما تحلهم ان شاء الله بكل سهوله هيبقى عندك 2 ايكويشنز في 2 انونز، تطلع منهم الاوميجا اي سي وتطلع الاوميجا بي سي. بكل سهوله يطلع معاك ان الاوميجا بي سي بتساوي 0 والاوميجا اي سي تطلع 7.5. هنا ده كان الاختيار سي وهنا ده كان الاختيار A. تمام يا شباب؟ ده كان الجزء الاول، لازم تكون فهمته كويس جدا. حاول بقى ترجع كده الفيديو بالراحه كده وتشوف الريزولوشن اللي انا عملته. لو الريزولوشن ده صعب فحاول تفهمه واحده واحده كده، لو عطلت فيه ان شاء الله مع بعض بقى نبدا نشوفه. تمام؟ ده كان الجزء الاول. تمام؟ بعد كده تعالى نكمل مع بعض. هو عاوز ال VC equal كام؟ كك as a vector يعني. طيب مش احنا قلنا ان ال VC دي as a vector هي عبارة عن بتساوي اوميجا AC في ال R في كوساين 30 I ساين 30 J. الكلام ده equal
لما تحسبها ان شاء الله بكل سهولة تلاقيها طلعت معاك القيمة التالية اللي هي 2.59 i، ومعاك هنا 1.5 j. طيب هل ده كان موجود في الاختيارات؟ اه هتلاقيها موجودة هنا كده اللي هي الاختيار b. بعد كده هو كان محتاج يحسب الفيلوسيتي عند بوينت A، احنا طبعا حسبناها من قبل ما نبص اصلا، عرفنا ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي 0 لان دي contact with surface والجسم ده بيحصل له ايه؟ rolling. فعلى طول عرفنا ان دي لازم تكون بتساوي كام؟ 0. تعالى نراجع مع بعض تاني، كلمة rolling دي فادتني في ايه؟ كلمة رولينج دي قالت لي ان سرعة، امسح كل حاجة كده، سرعة كلمة رولينج قالت بينا وبين بعض كده السرعة هنا بتساوي زيرو، الاكسلريشن هنا بتساوي اوميجا سكوير، اهي تعالى نعملها بلون تاني ظاهر كده جميل اهو. هنا قال لك ان الاكسلريشن بتاعت نقطة ايه هي عبارة عن اوميجا سكوير في مين؟ في ار، والدايركشن بتاعها عمودي على مين؟ على السيرفس. اوكي دي اول حاجه استفدناها، وقلنا ان الفيلوسيتي عند نقطه ايه بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. ايه كمان؟ قال لك كمان ان انت هنا كده بعيدا بقى عن نقطه ايه؟ نقطه سي، قال لك ان الفيلوسيتي بتاع سي بارل اللي دي كده وتساوي اوميجا في ار، وار هو الريديوس بتاع الديسك اللي بيدور ده. وقال لك كمان ان الاكسلريشن هنا بتاعه سي هي عباره عن الفا في ار، واتجاهها يتوقف على مين؟ يتوقف على الاتجاه الالفا بتاعتك رايح كاونتر كلوك وايز ولا مع عقارب الساعه اللي هو كلوك وايز. فاحنا هنقول ان دي كده كانت الاي سي وكانت بتساوي الفا في ار. الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على ان الالفا هنا كانت كاونتر كلوك وايز زي ما هو قال لنا في المطلوب بتاعه اللي هيطلبه بعد شويه. تمام يا شباب، يبقى هو ده اللي استفدناه من كلمه رولينج. في حاجه تانية استفدناها في المساله، اه ان انا كان عندي سلايدر، فانا عرفت ان السلايدر ده موجود فيه اتجاه الاكسلريشن والفيلوسيتي الخاصين بمين؟ الخاصين بنقطه بي، فعرفت ان البي لها سرعه 3 متر بير سكند، والريزولوشن بتاعها اللي هو 30 كوساين، اللي هو اسف كوساين 30 في اتجاه الاي وساين 30 في اتجاه الجي، وكذلك الاكسلريشن. ده الجزء بتاع الفيلوسيتي. تعالى نتكلم عن الاكسلريشن شويه. هنا بيقول لك انا عاوز الالفا بتاعه البي سي، وعايز الالفا اوف اي سي، وعايز الاكسلريشن اوف سي. بنفس الكونسبت بالظبط، تعالى نمشي مع بعض. هقول ان الاكسلريشن بتاعه سي هي عباره عن مين؟ احنا اتفقنا بقى هنا معايا كاونتر كلوك وايز كده اهو، في كاونتر كلوك وايز كده، وبناء عليه انا هيكون معايا هنا كده هي دي الاكسلريشن بتاعت سي. فهنا كده دي بارل لللاين ده، فبتميل مع الهوريزونتال ب 30 درجه، فاقدر اقول لك على طول هنا كده ان دي عباره عن الفا في ا سي في ار في مين بقى؟ نيجاتيف كوساين 30 اي نيجاتيف ساين 30 جي. كده احنا كتبنا الاي سي من ناحيه الاي، انا اسف الاكسلريشن اوف سي من ناحيه ايه؟ عايز اكسب بقى بقى الاكسلريشن اوف سي من ناحيه بي، هي عباره عن اكسلريشن بي زي الاكسلريشن سي بي تانجنت اكسلريشن سي بي نورمال. اوكي طيب اكسلريشن بي لسه قايلين ان في ايه عند بي؟ سلايدر، وبناء عليه يبقى هنا عندي 7 اللي هي الماجنتيود بتاعها اهو، في الريزوليوشن بتاعها اللي هو كوساين 30 اي ساين 30 جي. مين اللي قال لك؟ كان في سهم هنا جميل اهو بيقول ان هي طالعه لفوق. تمام يا شباب، طيب بعد كده هنرسم اللاين من نقطه سي لنقطه بي، ونيجي عند سي ونعمل بيربنديكولار اهو، ونشوف قال لك ان الالفا اوف بي سي كاونتر كلوك وايز، يعني حاجه عامله كده، يبقى ده نازل لتحت على طول كده اللي هي الاي بي سي او سي بي تانجنت. طيب بخصوص النورمال هتلاقيها ماشيه كده من نقطه سي رايحه على نقطه بي، هي دي الاي بي سي او سي بي برضو سي بي نورمال. اوكي ليه السي اللي بتتقال الاول؟ عشان احنا بنحسب سي. طيب
مع بعض كده. تعال نحط الزوايا بتاعتنا هنا كده. انا معايا الزاويه دي بكام؟ اللي هي هي الزاويه دي اللي هي 70 درجه اهي. اوكي، فانا لما اعمل هنا كده فيرتيكال كده لاين، يبقى دي 70، يبقى دي كمان ب 70. تمام يا شباب؟ طيب، و بخصوص ال A تانجنت بتاعت سي بي، تعالى نكتبها. يبقى ال A سي بي تانجنت هي عباره عن ك ماجنتيود، هي الفا بي سي في الطول اللي هو البي سي. في عشان نعمل ريزوليوشن للكلام ده لللاين ده، فهنا كده في 70 درجه بينه وبين الفيرتيكال، فيبقى معاك ساين 70 اي لانه ماشي مع الاكس اهو، ناقص كوساين 70 جي عشان عكس واي. بعد كده يبقى عندي ايه؟ سي بي نورمال هي عباره عن اوميجا سكوير اوف بي سي في البي سي، وهنعمل ريزوليوشن معاك هنا كوساين 70 اي ساين 70 جي عكسنا دول. تعال نشوف الاشارات. الخط اللي بالاخضر اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو ده، ها بيروح هنا بوزيتيف وهنا كمان بوزيتيف، فتبقى دي كده بوزيتيف زي ما انت شايف. تمام يا شباب؟ تعال بقى نكتب كل الكلام اللي احنا عملناه ده مع بعض نشوف هيطلع لنا ايه. يبقى اي سي هي عباره عن الفا اي سي في الار في كوساين 30 اي ساين 30 جي، وقلنا ان دي نيجاتيف ودي نيجاتيف لان الالفا كانت كاونتر كلوك وايز. اوكي، بعد كده الكلام ده ايكون اكسلريشن اوف بي اللي هي كانت 7 في كوساين 30 اي ساين 30 جي بلس اكسلريشن سي دي تانجنت اللي هي كانت عباره عن بي سي اللي هو 1.5 اوميجا 1.5 الفا بي سي في كان معانا هنا نيجاتيف ساين 70 اي نيجاتيف كوساين 70 جي. دي كانت عامله كده عموديه عليها، فلا انا اسف دي بوزيتيف ودي نيجاتيف زي ما انت شايف. بعد كده هنقول زائد 1.5 اوميجا سكوير بي سي، وهنا هنقول بقى عندك هنا كوساين 70 اي ساين 70 جي، وكان بينهم بوزيتيف لانه كان ماشي مع اللاين ده كده، فكان بيبقى هنا بوزيتيف وهنا كمان بوزيتيف زي ما شفنا مع بعض. تمام، كل اللاين ده بالنسبه لي ايه؟ زيرو، لان الاوميجا بي سي بكام؟ بزيرو، فمش فارق معايا خالص. فانا هقول الاي ايكوال تو اي والجي ايكوال تو جي، يطلع عندي تو انونز تو ايكويشنز اقدر اجيب منهم تو انونز دايركت. يبقى عندي 7 كوساين 30 دي الاي الكلام ده زائد 1.5 الفا بي سي في ساين 70 الكلام ده المفروض ده الرايت هاند سايد يساوي ليفت هاند سايد اللي هو ار اللي هي 0.4 في الفا اي سي في كوساين 30 وقدامهم اشاره نيجاتيف جميله كده. الجزء الثاني هيكون معاك 7 ساين 30 بلس خليها ماينس بقى عشان تبقى تظبط مع نفسها اهو، ماينس 1.5 الفا بي سي في كوساين 70 ايكوال هنا كده ماينس 0.4 الفا اي سي في ساين 30. تمام يا شباب؟ كده انا كتبت تو ايكويشنز المفروض عندي هيظهر فيهم تو انونز، الانون الاول اللي هو الفا بي سي زي ما انت شايف كده، والانون الثاني هيكون الفا اي سي زي ما ظهر قدامك كده بالظبط. سهله جدا ما فيهاش مشكله، تقدر تطلع الاثنين بكل سهوله. تعال نطلعهم مع بعض.
يبقى كان معايا التو ايكويشنز بتوعي بالصوره اللي انت هتشوفها قدامك دي. كان معايا 7 كوساين 30 موجود معاها زائد 1.5 الفا بي سي في ساين 70. الكلام ده بيساوي نيجاتيف 0.4 اللي هي كانت الار في الفا اي سي في كوساين 30. اوكي الايكويشن الثانيه كانت عباره عن 7 ساين 30 ناقص 1.5 الفا بي سي في كوساين 70. تمام الكلام ده بيساوي نيجاتيف 0.4 الفا اي سي في ساين 30. دول تو ايكويشنز لما تحطهم على الاله دايركت يطلع لك ان الالفا بي سي تساوي 0 والالفا اي سي تساوي 17.5 ريت بير سكند سكوير. وبكل سهوله تقدر بعد كده تقول الاكسلريشن اوف سي هي عباره عن مين. ها يبقى ده كان الاختيار 17.5 اللي هو ده. وهنا كان معايا القيمه دي كانت طلعت بزيرو. الاي سي هيكون عباره عن 0.4 اسف الفا اي سي في هنا في نيجاتيف كوساين 30 اي نيجاتيف ساين 30 جي اللي هو كان بيبقى في الاتجاه ده كده. ودي تقدر تحسبها بكل سهوله من هنا تطلع الاي سي تساوي كام. المساله دي مهمه المفروض تحلها بايدك لحد الاخر وتشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. تمام يا شباب بكده احنا خلصنا المساله دي. تعال نشوف المساله اللي بعدها. طيب قبل ما نشوف بقى المساله اللي بعدها عايز اقول لك على حاجه حلوه جدا جدا جدا. لو انت كنت لاحظتها لو انت طبعا يعني تنين زي كده كنت هتلاحظها. تعال نشوف ايه الملاحظه الجباره دي اللي هتحل لنا المساله دي بسهوله خالص خالص خالص. فاكر في اول الشرح الانترودكشن شرحت لك العنصر رقم 2 كان types of motions صح؟ انواع الحركات بتاعت الريجيد بادي. اول حاجه منهم كانت ايه؟ كانت translation صح؟ طيب translation ده بقى لما كان بيحصل فاكر قلت لك في ايه؟ قلت لك ان اي نقطه موجوده على البادي بتتحرك بنفس ايه؟ بنفس السرعه مش كده؟ طيب تعالى مع بعض كده نفكر في حاجة لطيفة. هي نقطة سي دي اتفقنا مع بعض ان الفيلوسيتي والاكسلريشن بتوعها مش لازم يكونوا بارلل للسيرفس اللي هو تحت ده، يعني مايلين بزاوية 30 صح ولا لا؟ صح. طيب نقطة بي لو بصينا عليها مش نقطة بي بتتحرك على سيرفس بارلل للاحمر ده؟ هو هو ولا لا؟ هو. إذن أنا من حق أقول إن الرود اللي عامل كده ده اللي هو بدايته بي ونهايته سي بيتحرك بسرعة وأكسلريشن بارلل كده صح؟ ده معناه إيه؟ معناه إنه بيتحرك حركة إيه؟ ها؟ ترانزليشن موشن. طيب لما هو بيتحرك بقى ترانزليشن أنا استفدت إيه؟ استفدت إن الفي سي هي هي ال في بي وان ال اي سي هي هي ال اي بي. يعني انا من قبل ما احل خالص كده انا عارف ان الفيلوسيتي والاكسلريشن بتوع نقطه سي اهم يعني دي اهي من قبل ما احل خالص انا عارف الفيلوسيتي بتاعه سي بكام وعارف الاكسلريشن بتاعه سي بتساوي كام. تمام يا شباب دي كانت ملاحظة كده يعني لو انت خدت بالك منها كانت هتوفر لك كتير او في الحل. شوف احنا قعدنا نربط دي بدي وبعد كده نربط هنا وبعد كده نقول للأوميجا وبعد كده الأوميجا دي بتيجي ازاي والكلام ده كنا نخلصها يعني في ضربة واحدة كده. تمام دي كانت مثلا بس طبعا ما كانش ينفع اقول لك كده من الاول لان انت يعني مش هتقدر تلاحظ الملاحظة دي من الاول. فلو انت ما لاحظتهاش انت عرفت الحل. طب لو انت لاحظتها يعني لو ربنا سهل كده ان شاء الله وجات لك مسألة شبيهة بدي وقدرت تشوف ان ده بيتحرك على سيرفيس بارلل ده
يبقى انت عارف ان ده بيتحرك translation motion، فتبقى مميز ان ال velocity وال acceleration لازم تكون واحدة عند ال 2 points بتوعك. تمام يا شباب؟ طيب مسألة بعد كده يا شباب، هي بيقول لك ان انت عندك ellipsoid بالصورة اللي انت شايفها دي. ال ellipsoid ده اهو له 2 radius، الراديوس الاولاني 3 متر والراديوس الثاني 2 متر. فانا عندي لاين كده، تعالى نرسم المثلث اللي فيه ضلع اي بي ده اهو. المثلث ده بدايته A وهنا كده في B، فهنا كده في 2 متر معايا وهنا كده في 3 متر، فده نقدر نقول اللي هو روت 13، اللي هو روت 2 تربيع زائد 3 تربيع، يعني جذر 4 زائد 9 اللي هو جذر 13. اوكي، لو قلنا ان انا عندي هنا زاويه اسمها ثيتا، فانا اقدر اقول لك ان ساين ثيتا تساوي 2 على جذر 13، وكوساين ثيتا تساوي 3 على جذر 13. بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول ان انا عندي الاليبسويد الجميل ده عنده كاونتر كلوك وايز انجلر اكسلريشن، يعني عنده الفا تساوي 2 كاونتر كلوك وايز، وعنده الاوميجا كمان تساوي 8 وهي كمان كاونتر كلوك وايز زي ما انت شايف كده. عاوز بقى بيقول لك ان هما الاثنين كون بيتصلوا ببعض عند نقطه بي، نقطه بي دي عندها هنج، واحنا اتفقنا لما اقول لك هنج في وسط المساله معنى كده ان بي من اليمين بيساوي بي من الشمال كفيلوسيتي واكسلريشنز، مش معناه ان بي عندها السرعه بصفر. يبقى الهنج اللي بيساوي السرعه بصفر الخارجي زي عند نقطه اي كده بس. اوكي، طيب هنا بقى بيقول لك عند اللحظه اللي انت شايفها دي احسب لي الفيلوسيتي بتاعه بي بتساوي كام، احسب لي الفيلوسيتي عند نقطه سي بتساوي كام، احسب لي الاوميجا اوف بي سي، وبعد كده هيتكلم عن الاكسلريشنز. يبقى المساله انا قريتها مظبوط، وكمان عندي سلايدر هنا اهو، فانا عارف ان حركه سي على الخط الاخضر ده سواء الفي سي او الاكسلريشن اوف سي. تعالى بينا مع بعض بسرعه كده، احنا بقينا شاطرين دلوقتي مش محتاجين اي حاجه. هنتكلم عن فيلوسيتي بي، فانا هقول ان الفي بي هي عباره عن فيلوسيتي اي بلس فيلوسيتي بي اي. اوكي يا شباب، طيب فيلوسيتي اي بتساوي كام؟ تساوي زيرو، عندها هنج، خلاص خلصت دي ما فيهاش مشكله. هقول ان انا عندي ده بيساوي، ارسم اللاين الجميل اهو مرسوم قدامي اهو بين اي وبي، واجي عند نقطه بي واعمل ايه؟ واعمل بيربنديكولر بناء على مين؟ بناء على الاوميجا، الاوميجا عامله كده يبقى ده نازل لتحت كده، يبقى ده في بي اي. تمام، دي كانت ثيتا، يبقى دي تبقى ثيتا، تبقى هي دي كمان ثيتا. يبقى انا هقول ان الفي بي اي، تعالى نقولها هنا كده اهو، يبقى انا هقول ان الفي بي اي هي عباره عن في بي هي هي تساوي مين بقى مع بعض كده، هي عباره عن الاوميجا اوف اي بي اللي هي بتاع الالبسايد اللي احنا اتكلمنا عليه، مضروبه في الطول اللي هو روت 13 اللي هو طول اي بي. تمام كده، جذر 13 في مين بقى؟ علشان نعمل ريزولوشن يبقى هنا كده كوساين، انا اسف هنا كده ساين، وهنا كده مين؟ كوساين. فانت معاك بوزيتيف ساين ثيتا اي، وهنا كده ماينس كوساين ثيتا جي. لما نشيل دي كده ونحط مكانها قيمتها ودي ونحط مكانها قيمتها، يطلع لنا في الاخر الصوره اللي انت هتشوفها دي، ان انا هقول ان الفي بي هي عباره عن روت 13 اوميجا اي بي في كان معانا في الهوريزونتال ساين ثيتا اي، وفي الفيرتيكال نيجاتيف كوساين ثيتا جي. تعالى نعوض بقى باللي احنا عارفينه مع بعض كده، انا عارف ان دي ب 8، وعارف ان دي 2 على روت 13، وعارف ان دي 3 على روت 13. انا بتكلم بسرعه عشان خلاص احنا بقينا دلوقتي متمرسين يعني. ف 13 دي مع ال 13 دي مع ال 13 دي مع جذر 13 دي، يبقى لي هنا ال 8 مضروبه في 2 وال 8 مضروبه في 3، يعني 16 اي ماينس 24 جي اللي هي الاختيار دي. اوكي، يبقى ده اول حاجه طلعناها في المساله. بعد كده عاوز الفيلوسيتي عند نقطه سي مع بعض كده، يبقى الفيلوسيتي عند نقطه سي انا عارف الدايركشن بتاعه، انا افترض ان نقطه سي بتطلع لفوق كده. طب لو انا افترضتها طالعه لتحت ولا يفرق معانا في اي حاجه، احنا هنفترض حاجه لو الفرض بتاعنا غلط ايه اللي هيحصل؟ هيطلع بالنيجاتيف بس كده وخلاص. فانا هقول ان هو عباره عن في سي از ماجنتيود في الدايركشن بتاعه نيجاتيف
كوساين 60 في اتجاه الاي بلس ساين 60 في اتجاه الجي. بعد كده هقول ان الفي سي دي اقدر اقول ان هي عباره عن في بي بلس في سي بي، اللي هي علاقه مع الرد ده اهو اللاين الجميل بين بي وسي، هنعمل بيربنديكولار بناء على الاوميجا. انا هفترض يا سيدي ان الاوميجا بتاعتي كلوك وايز عامله كده، فيبقى عندي عمودي هنا كده ماشي معاها كده، هو ده في سي بي. عندك مانع؟ خالص. تعالى نعمل الريزولوشن الجميل بتاعنا. الريزولوشن بيقول اهو دي اسمها الزاويه دي، يبقى دي كمان ب 60 درجه، يبقى انا معايا هنا ساين ومعايا هنا كوساين. تمام يا شباب؟ يبقى الفي سي بي اقدر اطلعها من هنا على طول، هي عباره عن الطول اللي هو ب 8 اهو، يبقى 8 اوميجا بي سي في هنا معاك، امسح بس دي كده شويه، معانا هنا في اتجاه الاكس نيجاتيف ساين 60 وفي اتجاه الواي زائد كوساين 60 جي. تمام يا شباب؟ تعالى نكتبها احسن شويه. يبقى هنا كده مع بعض معايا ال في سي بالصوره اللي انت هتشوفها قدامك دي، في سي هي عباره عن في بي بلس في سي بي اهو، الكلام ده ايكوال 16 اي 24 جي، الكلام ده زائد اللينث اللي بين بي وسي هو عباره عن 8 اوميجا بي سي انا مش عارفها، في ماينس ساين 60 اي بلس كوساين 60 جي. بكده انا خلصت. اقول بس الاي مع الاي والجي ايكوال الجي. تعال نكمل. الاي هنا تقول لك ان قبل بس ما نعمل الايكويفالنت بتاع الاي والجي، انا محتاج اقول ان الفي سي من الريليشن الاولانيه كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي الفي سي از ماجنتيود في الكلام ده اللي جاي يا جماعه من الرولر نيجاتيف كوساين 60 اي بلس ساين 60 جي. هنا في الوقت الحالي بقى ابدا بكل سهوله اعمل الاكوليبريم بين الاي والاي والجي والجي. فهنا كده هقول ان الاي بتاعتي من الليفت هاند سايد 16 ناقص 8 ساين 60 اوميجا بي سي. الكلام ده ايكوال مين بقى؟ نيجاتيف في سي في مين؟ في كوساين 60. طيب لما نيجي عند الجي هيكون عندك نيجاتيف 24 بلس 8 كوساين 60 اوميجا بي سي، الكلام ده ايكوال في سي ساين 60. اوكي يا شباب، كده انا كتبت التو ايكويشنز. انا معايا تو ايكويشنز فيهم كام انون؟ اتنين، اللي هم مين؟ اوميجا بي سي وفي سي. هنا على طول اطلع الفي سي بتساوي كام والاوميجا بي سي تساوي كام. تعال نشوف مع بعض يطلعوا بكام. تلاقي الفي سي اللي طلعت معانا نيجاتيف 25.5 والاوميجا بي سي طلعت معايا 0.464. طيب لما نيجي نبص على الحل اللي قدامنا كده هتلاقي الحل ده بالنيجاتيف. ليه؟ لان انا فرضتها كلوك وايز وهو كان عايزها كاونتر كلوك وايز، فهو هو نفس الحل بس النيجاتيف. والفي سي لما تعمل لها الريزولوشن الجميل بتاعها يبقى انت عندك 25.5 اهو في كوساين 60، يعني كانك بتتكلم في 12.78 اللي هو هيكون الاختيار ده. اوكي تمام يا شباب. هي بس طلعت معايا نيجاتيف لان انا يعني هنا دي طلعت 25.5 بالنيجاتيف، هتضربها هنا تبقى بوزيتيف اهي مظبوطه ما فيهاش اي مشكله. وبعد كده هيكون عندك الجزء الثاني هو عباره عن في سي اللي هي 25.5 في ساين 60 اللي هو يطلع 22 بوينت، يعني هيطلع قريب شويه عشان بس اكون امين معاك، مش هيطلع بالظبط، في شويه فروق بس هو الحل ده هو المظبوط. تمام كده احنا خلصنا جزء الفيلوسيتي، بقى لنا جزء مين؟ الاكسلريشنز. بقى تعالى نشوف هنعملها ازاي. هنا هو عايز منك
تحسب الاكسلريشن عند بي واكسلريشن عند نقطه سي. طيب اكسلريشن بي بالنسبه لي ما فيهاش مشكله خالص، لان انا هقول ان انا عندي اكسلريشن بي هي عباره عن اكسلريشن اي زائد اكسلريشن بي بالنسبه لاي التانجنت، اكسلريشن اي بالنسبه لبي النورمال. اوكي طيب هي اكسلريشن اي دي بكام؟ ها زيرو على طول. طيب يبقى انا عندي دلوقتي لاين جميل كده هيترسم من ايه الى بي، واعمل البربنديكولار الجميل عليه، اشوف انا هنزل لفوق ولا هطلع لتحت. كده انا بجيب مين يا شباب؟ انا بجيب الاكسلريشن التانجنشال. اوكي يبقى هو قال لي بالاول خالص ان الالفا كانت كاونتر كلوك وايز، يبقى ده نازل لتحت كده، هي دي الاي بي اي تانجنشال، ودي كانت قيمتها بتساوي ايه بقى؟ ها معايا بتساوي الالفا في الطول اي بي، طبعا الفا اي بي طبعا. اوكي طيب وهنا هيكون باللون الاسود ده هنا كده اكسلريشن بي اي نورمال، وكانت بتساوي اوميجا سكوير طبعا اي بي في اللينث اي بي. تمام يا شباب كده انا جبت اللي انا المفروض اجيبه، يبقى هقول ان الاكسلريشن بي هي عباره عن إيه؟ علشان اعمل الريزوليوشن بس كده تعالى هنا مع بعض اهو، هنا معايا الثيتا اللي انا قلت عليها من الاول خالص، فاكر الثيتا اللي كانت الساين بتاعتها 2 على جذر 13 والكوساين بتاعتها كانت 3 على جذر 13 اللي هي كانت الثيتا اللي بين اللاين ده واللاين ده اللي هي دي. اوكي فهنا كده اقدر اعمل الريزوليوشن الجميل بتاعي، دي ثيتا هتبقى دي ثيتا، يبقى هنا هقول ان الاي بي من التنجنشال هي عباره عن الفا في اي بي، طبعا دي الفا اي بي. الكلام ده يتعمل له ريزوليوشن بالصوره اللي انت هتشوفها دي، في اتجاه الاكس كان عندي ساين ثيتا اي، وفي اتجاه الواي كان نيجاتيف كوساين ثيتا جي. الكلام ده زائد في الاكسلريشن النورمال بقى هتكون اوميجا سكوير اي بي في اي بي اللي هو اللينث بتاعه، في الكوساين تيجي هنا يبقى كوساين ثيتا اي وساين ثيتا جي. علشان نبص على الاشارات هنلاقي الاثنين بقوا بوزيتيف بالصوره اللي انت شايفها قدامك دي. انا عارف حاجات كتير تعال نعوض عنها. طيب تعال نكتبها تاني هنا كده، يبقى انا معايا اكسلريشن بي تساوي مين بقى؟ ها اول حاجه الفا اي بي في قلنا الطول ده هيطير مع اللي جوه، يبقى معاك في اتجاه دي كانت عامله كده لو تفتكر، وكانت الثيتا هنا، فكان هنا في كوساين وهنا كده في ساين. الساين بتاعتك كانت 2 على جذر 13، يبقى هنا في 2 اي ماينس 3 جي. ومعاك الشق الثاني كان زائد اوميجا سكوير طبعا اي بي برضو، هنا في 3 اي بلس 2 جي. لما نعوض مع بعض كده بالصوره اللي انت شايفها دي يطلع لك هنا كده بالتعويض بتاعنا، دي كان التعويض عنها ب 2، دي التعويض عنها ب 8، فيطلع لك الحل كالاتي 2 في 2 زائد 8 سكوير في 3 يطلع 1 اهو 1 9 6 اي بلس معاك 2 في نيجاتيف 3 بلس 8 سكوير في 2 يطلع 1 2 2 جي. تعال نشوف هل في حل زي كده ولا لا. اه موجود اهو الحل A. تمام يا شباب بخصوص acceleration C، acceleration C هي عبارة عن acceleration B acceleration CB tangential acceleration CB normal. اوكي يا شباب تعال نشتغل مع بعض، تعال نشوف مع بعض كده احنا عارفين ايه ومش عارفين ايه. اللي احنا عارفينه هنا ان AC equal AB plus ACB plus ACB، واحدة تنجنشال والتانية نورمال. كلام جميل خالص. الكلام ده المفروض ان هو يساوي الـ AC، انا برضو هفترض ان هي طالعة لفوق كده، فهي عبارة عن AC as a magnitude في مين بقى؟ ها في كوساين 60 نيجاتيف I plus sine 60
جي. وتعالى نرسم اللاين الجميل ما بين بي وسي اهو، ادي بي وادي سي، وانا هفترض ان الالفا بتاعتي كلوك وايز بارتو كده، فيطلع بيربنديكولار بالصورة دي. حلو خالص. هنا بقى انا معايا الزاوية دي بستين، يبقى على طول الزاوية دي بكام؟ بستين. يبقى انا اقدر اعمل الريزوليوشن بالصورة الشكل الاخضر ده كده اهو، يبقى هنا كده كوساين وهنا كده مين؟ ساين. ستين طبعا. تمام؟ طيب يبقى هقول دلوقتي ان دي عبارة عن الفا في بي سي، طبعا الفا بي سي، وهنا كده بالاسود زي كل مرة بقى هيبقى عندنا هنا كده الايه النورمال اللي هي هتساوي مين بقى؟ هتساوي الاوميجا سكوير بي سي في البي سي زي ما هنشوف دلوقتي وهنعمل لها الريزولوشن بتاعها. فمن هنا كده اقدر اقول ان الاي سي بي تانجنشال هو عباره عن الاتي: الفا بي سي في بي سي في الريزولوشن بتاعها هو عباره عن ساين 60 اي، طبعا دي بالماينس لانها ماشيه عكس الاكس، بلس كوساين 60 جي اهي. والاي سي بي نورمال عباره عن اوميجا سكوير بي سي في البي سي، وهنا معاك اعكس دول يبقى كوساين 60 اي ساين 60 جي. بص على ده كده هتلاقي فيه بوزيتيف اكس وبوزيتيف كمان في واي بالصوره اللي انت شايفها الجميله دي، والاكسلريشن اوف بي خلاص طلعناها من المره اللي فاتت اللي هي 1.96 اي بلس 122 جي. كده انا جاهز ان انا اقول الاي سي بتساوي كام. تعالى بينا مع بعض كده، يبقى انا معايا الاي سي اهو عباره عن اي سي از ماجنتيود في نيجاتيف كوساين 60 اي ساين 60 جي. الكلام ده جه منين؟ جه من السلايدر. بعد كده هقول الكلام ده ايكون حاجه كده جت من الاكسلريشن اوف بي اللي هي كانت 196 اي 122 جي. تمام؟ اللي هي طلعناها كانت دي زائد الاكسلريشن التنجنشال. تعالى نرسمها هنا عشان نفتكر مع بعض. انا قلت لك ان الالفا عامله كده، وقلت لك ان هيكون التنجنشال عامل كده، وكانت الزاويه دي 60 فكانت دي 60 مع بعض. يبقى هقول ان هنا كده الطول ده كان ب 8، يبقى 8 الفا بي سي في هنا معايا نيجاتيف ساين 60 اي بلس كوساين 60 جي زائد 8 في اوميجا اوف بي سي سكوير. اوميجا بي سي احنا طلعناها بالرقم ده اللي هو اهو 0.464 سكوير في الكوساين تيجي هنا، يبقى معاك كوساين 60 اي، والساين تيجي هنا يبقى زائد ساين 60 جي اللي هي لما اتفقنا ان دي عامله كده ودي كانت عامله كده. اوكي يا شباب، فهنا انا وصلت لنقطه ان انا خلاص معايا الاي والتي بنفس الكونسبت بقى بالظبط اللي اشتغلنا بيه في الفيلوسيتي هنشتغل بيه في الاكسلريشن. الاي تجيب ايكويشنز والجي تجيب ايكويشن، نقدر نطلع تو انونز بتاعنا اللي هو هيكون الالفا بي سي ده انون منهم، وهيكون الانون الثاني هو الاي سي از ماجنتيود. طبعا هنشوف هيطلع معانا بكام، والالفا بي سي هيطلع معانا بكام، وبكده نكون خلصنا المساله بتاعتنا بكل سهوله ان شاء الله. في مسألتين بقى تانيين كده، دول مسائل امتحانات هنشتغلهم مع بعض ان شاء الله، بس مش هشتغل معاك بالارقام، دي مسائل يعني شفتها قبل كده فيعني هقول لك عليها بسرعه. المفروض ان انت بقى ايه يعني تبدا تجربها كده بستبس وتشوف هل لو في حاجه وقفت معاك نبدا نتناقش فيها مع بعض ان شاء الله. طيب يا شباب، دي كانت مساله امتحان، يعني مساله مهمه جدا. تعالوا مع بعض كده نشوف هي عباره عن ايه. المساله دي فيها شويه جيفنز زياده انا اديتهم لك علشان يعني انا راجل طيب ما كانوش موجودين في الامتحان، فتعال نشوف هم ايه. بدايه ده نص دايره اهو بالصوره اللي انت شايفها قدامك، ده نص دايره بيعمل رولينج على سيرفس مايل بزاويه 30 درجه زي ما انت شايف كده.
مربوط في رد اسمه A، اسمه C، B، طوله L. هنا بيقول لك ان نص الدايره ده الراديوس بتاعه 3 متر، ال L ده طوله 5 متر. بيقول لك ان في سلايدر عند نقطه C والسلايدر ده هورزونتال. بيقول لك ان في اوميجا بالصوره اللي انت شايفها دي للسيمي سيركل اللي قدامك ده مقدارها 5 ريب بير سكند، وقال لك ان هي ايه؟ قال ان هي كونستنت. اوكي، فده اول حاجه احنا لاحظناه. وقال كمان ان الجسم ده بيعمل رولينج. اوكي، يبقى انا استفدت حاجتين دلوقتي، ان في رولينج هنا، فدايركت كده على طول ايه اقدر اترجم ان نقطه A دي الفيلوسيتي عندها بتساوي 0، اكسلريشن عندها بتساوي اوميجا سكوير ار، واتجاهها عمودي على مين؟ عمودي على السيرفيس اللي احنا بنتكلم عليه. صعب الكلام ده؟ كلام جميل جدا. يبقى ده دلوقتي انا قدرت اقول ايه، قدرت اترجم الجمله الاولانيه اللي هي كلمه الرولينج. طيب كلمه كونستانت دي، لما اقول لك ان الاوميجا كونستانت، مش الاوميجا دي انجلر فيلوسيتي؟ انجلر فيلوسيتي صح، يبقى الانجلر فيلوسيتي كونستانت، يبقى الانجلر اكسلريشن بتساوي كام؟ بتساوي 0. صعب الكلام ده؟ يبقى دي اللي انا فهمته من الجزء ده. فهمت كمان ان سي عندها سلايدر، ف سي بتتحرك في الهوريزونتال كده، هنا كده في سي، وكمان معاها اي سي على حسب اتجاه الالفا والاوميجا بتوع مين؟ بتوع بي سي. طيب مع بعض كده، انا مش هحل المساله طبعا، المساله دي واللي بعدها ان شاء الله هيكونوا تمرين ليك. لو انت قدرت تحلهم لوحدك بدون اي مشاكل يبقى انت كده زي الفل. لو انت ما قدرتش بقى يعني يبقى عندك مشاكل، هتبدا ترجع لي وهنبدا نحلها مع بعض ان شاء الله. لكن المساله دي والمساله اللي بعدها زي تطبيق ليك كده، المفروض ان انت تحلهم لوحدك ونتناقش فيهم في التوتوريال ان شاء الله. طيب يبقى انا دلوقتي قدرت اقرا المساله. المساله بقى انا مدي لك زي ما قلت لك فيها يعني زاويتين مهمين جدا 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 مش موجودين. الزاويه الاولانيه هي الزاويه دي، والزاويه الثانيه هي الزاويه دي. انا مدي لك واحده منهم اللي هي ال 30 دي. ال 30 دي جت منين؟ خليني ارسم لك كده لاين اهو، ده بارل السيرفس اللي قدامك ده، وهقول لك ان في زاويه هنا كده هو بيعملها 30 درجه. اوكي، طيب علشان اطلع ال 30 اللي فوق دي انا اضطريت اعمل ايه؟ اضطريت اقول ان انا عندي بيربنديكولار كده اهو، وقلت ان انا عندي خط هوريزونتال بالصوره اللي انت شايفها دي. عظيم، عظيم جدا. طيب شايف الخط اللي انا هرسمه دلوقتي ده؟ مش دي ثيتا؟ تبقى دي كمان مين؟ ثيتا. طالما دي ثيتا ودي ثيتا، مش عندك دي زائد دي مجموعهم 90 درجه؟ اه. طب ما هو على المثلث بقى اللي انا هرسمه لك بالاحمر ده، الزاوية دي زائد دي مجموعهم 90 درجة، يبقى أنا معايا دي زائد دي 90، في نفس الوقت دي زائد دي 90، في واحدة مشتركة؟ أه، يبقى على طول دي بتساوي 30 درجة. تمام يا شباب؟ من هنا جت إن الزاوية دي اللي أنا معلمها لك هنا دي بتساوي كام؟ بتساوي 30 درجة. ده مهم جدا إن أنت تكون مميز الكلام ده، أنا هنا اديتها لك على طول، بس أنت تبقى عارف إن أنا لو مش موجودة تقدر تجيبها إزاي. طيب الزاوية التانية هي الزاوية دي، الزاوية دي تعالى نسميها مثلا جاما. جاما دي ليها ساين وكوساين. الساين بتاع جاما دي هي عبارة عن مين؟ ها، عبارة عن R على L. جبت منين بقى الكلام ده؟ مش هي دي R؟ صح؟ وده مين؟ L. فالطول ده كده، او لو رسمناها كده مثلث بالصوره اللي انت هتشوفها قدامك دي اهو، ده كان سي مالناش دعوه بيه خالص اهو. هنا هرسم لك مثلث بالاحمر كده اهو اهو اهو. جاما هي الزاويه دي، فده طوله ار وده طوله ال، فار على ال هو ده ساين جاما اللي انت بتتكلم عنها. لو انت عرفت الزاويتين دول الباقي بالنسبه لك سهل. يعني انت عايز تجيب ايه دلوقتي؟ عايز اجيب الفيلوسيتي عند نقطه ايه؟ فين ايه؟ اهي، يبقى الفيلوسيتي عندها بزيرو من قبل ما احل. طيب عايز اجيب الفيلوسيتي عند نقطه او، هعمل ايه؟ ارسم لاين جميل كده اهو. تعالى اعمل معاك خدمه كده واساعدك شويه في كام نقطه منهم، والمفروض ان انت تكمل الباقي اهو مع بعض كده. اتفقنا ان اول مطلوب عندك كان الفيلوسيتي عند نقطه ايه، واتفقنا ان هو على طول بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. يبقى عند ايه هنا الفيلوسيتي كانت بتساوي زيرو، خلصنا دي. بعد كده عايز الفيلوسيتي عند او، يبقى هي عباره عن الفيلوسيتي عند ايه زائد الفيلوسيتي عند او بالنسبه لايه. تمام كده اهو، يبقى انا هشتغل على اللاين ده
هقول ان انا عندي الاوميجا كانت بتدور كاونتر كلوك وايز كده، فهو ده الاتجاه بتاع في او اي، وهقول ان انا عندي الثيتا دي ب 30، يبقى هنا كده دي 30، يبقى هقول لك ان دي تقدر تعمل لها ريزوليوشن على طول، ان دي عباره عن الاوميجا في الطول، طبعا دي الاوميجا بتاعت اي او 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 اي ايا كانت، يعني الريزوليوشن بتاعك مضروب الاول في المسافه. المسافه من او لايه يا جماعه بتساوي كام؟ ها ار راديوس، صح؟ مش من هنا لاي نقطه في الدايره راديوس، وبعد كده تعمل ريزوليوشن على الهوريزونتال يبقى كوساين، وعلى الفيرتيكال يبقى ساين، طبعا الاثنين نيجاتيف عشان ماشيين في السالب. بعد كده عايز في بي، ها هعمل في بي ازاي؟ ما بين، يبقى في بي هي عباره عن في او زائد في بي او، وابدا اشتغل عادي جدا، اللاين ده هو اللي انا هشتغل عليه، وابدا اقول الاوميجا بتدور كده. يبقى انا عندي اهو، همسح كل الكلام ده واشتغل من جديد، اهو عندي لاين كده، هبدا اعمل كده، هي دي في بي او، اوكي، وهيكون عندي في او انا طلعتها خلاص من الخطوه اللي قبلها، فابدا اطلع مين؟ الفي، انا اسف، الفيلوسيتي بتاعت نقطه بي. بعد كده عايز ايه؟ عايز الفيلوسيتي عند نقطه سي، انا عارف الدايركشن بتاعها عامل كده في سي، طب عايز اجيب المقدار بتاعها، ابدا اقول من عند نقطه بي من هنا كده اهو، انا معايا نقطه بي، طلعت الفيلوسيتي بتاعها بيساوي كام؟ هبدا اقول تعالى يا عم كمل معايا، طلع الفيلوسيتي بتاعت سي، انت عارف الدايركشن بتاعها، تبدا تطلع الماجنتيود هنا، هقول لك اهو ده هيكون، هعمل من هنا كده بيربنديكولار على دي، على حسب انا هقول ان الاوميجا عامله كده، فتبقى هو دي في سي بي، وابدا اكمل مسالتي عادي جدا من هنا، اقدر اطلع الاوميجا بتاعت بي سي، واقدر اطلع كمان الفيلوسيتي. وفي الاكسلريشنز همشي بنفس الكونسبت، طبعا الاكسلريشن عند ايه؟ انا حافظها على طول ان هي اوميجا سكوير في ار، واتجاهها بيربنديكولار كده على السيرفس بتاعي، والاكسلريشن عند بي هبدا احسبها هنا كده، طبعا مش هبدا احسب كده على طول عشان ما اصعبهاش على نفسي، هي لها حل ممكن اعملها كده، بس طبعا ده مش مظبوط علشان هيبقى صعب عليك، فانت اشتغل على نقطه او الاول، وبعد كده اشتغل ما بين بي واو عادي جدا، اكسلريشن بنفس الكونسبت بالظبط، تبدا تطلع معاك المساله بكل سهوله، ما فيهاش مشكله خالص، تمام؟ دي مساله يا شباب اعتبرها تمرين ليك، حلها، ولو في حاجه وقفت معاك ممكن نتناقش فيها مع بعض في التوتوريال. طيب يا شباب، المسألة اللي بعد كده دي كانت مسألة امتحان جت في فاينل قبل كده. المسألة دي كان عبارة عن equilateral triangle ADE، وكانت نقطة B هي نقطة الميد بوينت بين D و E، وكان في سلايدر موجود عند C، السلايدر ده كان horizontal، فمن هنا قال لك ان ال AD ده vertical، يعني الخط ده كده vertical، وقال ان ال BC horizontal، اوكي؟ فهنا اداني جيفن ال في سي، وقال ان هي عباره عن 9 لليمين، يبقى في اتجاه الاي كفيرتيكال كفيكتور، وان الاكسلريشن بتاع سي بتساوي 13، يبقى كمان في اتجاه الاي از افيكتور، اوكي. عايز ايه هو بقى؟ عايز الفيلوسيتي عند ايه؟ الفيلوسيتي عند بي، وعايز الاوميجا بتاعت المثلث، وعايز الاوميجا بتاعت الضلع بي سي. طب انا هعمل ايه تاني يا شباب؟ تعالى افهمك بسرعه، نقطة بي دي نقطة مشتركة بين الاثنين، هحسبها من هنا واحسبها من هنا، اسويهم ببعض، اطلع الاوميجا دي والاوميجا دي، بعد كده ارجع اعوض، المفروض اللعبة اتفهمت خلاص. فهقول ان ال في بي هي عبارة عن في سي زائد في سي بي سي، اوكي؟ اللاين اهو، هقول ان اللاين ده هعمل بيربنديكولار عليه كده، لان الاوميجا بالنسبة لي هتبقى عاملة كده كلوك وايز اهي، فهطلع لفوق كده، هي دي ال في بي سي، وهقول ان انا عندي ال في بي هتكون عبارة عن ال في سي اللي هي بكام معايا؟ ب9 في اتجاه الاي زائد اوميجا بي سي في الطول اللي هو كان بكام؟ بي سي اهو ب6 متر، الكلام ده في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي. طيب كده انا ما وصلتش لحاجة، اعمل ايه؟ اشتغل على نقطة بي بس من ناحية المثلث، ناحية المثلث احسن نقطة اشتغل منها هي نقطة مين؟ ها هي نقطة الهنج، اجي من الهنج من هنا كده واعمل بيربنديكولار على النقطه دي، انصف الزاويه دي، هنا 30 درجه وهنا 30 درجه، تعال نشتغل مع بعض، هقول لك من عند نقطه بي ابدا اعمل بيربنديكولار على ده اللي هو ده كده، فالزاويه دي 30 درجه، يبقى معايا هنا كده اهي دي 30 درجه، تبقى دي 30 درجه، تبقى دي 30، يبقى هنا معايا كوساين وهنا معايا ساين،
الزاويه اللي هي 30، فاقدر اقول ان دي بي هي عباره عن دي اي اللي هي بزيرو زائد الاوميجا بتاعه اي بي اللي هي بتاعه المثلث يعني في الطول ده. طب الطول ده بيساوي كام يا شباب؟ ها مش هو عباره عن طول ضلع المثلث في كوساين الزاويه الصغننه دي اللي هو يبقى اي اي في كوساين 30 صح، اللي هو ده في كوساين الزاويه الصغننه دي، وبعد كده اعمل له ريزوليوشن. الريزوليوشن بتاعه هيكون كوساين 30 اي ساين 30 جي. كده انا اقدر اساوي دي بدي اهم، اقدر اطلع من هنا الاوميجا اي بي وبعد كده اطلع الاوميجا بي سي، طلعتها اشتغل بقى بعد كده ما بين اي واي، واشتغل ما بين اي نقطه انت عايز تشتغلها تقدر من هنا تطلع مين الفيلوسيتي بتاعه اي. طيب عشان اشتغل اكسلريشن، اكسلريشن بنفس الطريقه بالظبط، هقول ان الاكسلريشن بتاعه بي هي عباره عن اكسلريشن سي زائد اكسلريشن بي بالنسبه لسي تانجنشال، اكسلريشن بي بالنسبه لسي نورمال. اقول لك ماشي تعالى يا عم نشتغل مع بعض، هنا هعتبر ان هي برضو عامله كده، فهي دي الاي تانجنشال وبتساوي الفا بتاعه البي سي في طول البي سي نفسه، بعد كده هيكون عندي دي اللي هي الاي نورمال وبتساوي اوميجا سكوير اللي انا لسه مطلعها من شويه في البي سي. حلو، فمن هنا اقدر اقول لك ان الاي دي هي عباره عن اي سي اللي هي 13 اي زائد دي هتكون عباره عن الفا بي سي في البي سي اللي هو ب 6 متر في اتجاه الجي زائد الاوميجا سكوير في بي سي اللي هي 6 اوميجا سكوير في الطول. خلاص خلصنا في اتجاه الاي. هنا انا معايا الاوميجا دي طلعتها من اللي فات اهو، يبقى انا كده خلصت. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هقول الاكسلريشن بتاع بي هي عباره عن اكسلريشن اي زائد اكسلريشن بي بالنسبه لاي تانجنت تو نورمال، وابدا اشتغل. هيطلع لي معادلتين، المعادلتين فيهم الفا بتاعه الرد ده والفا بتاعه المثلث، اقدر اطلعها وبعد كده اشتغل مع اي نقطه انا عايز اشتغل عليها. بكده يا شباب انا قلت لك كل اللي انا اقدر اقوله لك في الشابتر ده. هتبدا تشوف ان شاء الله كل المسائل وتبدا تتفرج عليها بتركيز. اي حاجه هتقف معاك هتبدا تسالني فيها ان شاء الله جوه التوتوريال او حتى على الماسنجر زي ما اتفقنا مع بعض على وسيله الاتصال اللي هنتواصل بيها، وان شاء الله باذن الله يبقى الموضوع بسيط وسهل يعني، وتبقى فاهمه بصوره كبيره بحيث ان انت تقدر تحل التيك هوم اكزام اللي هيجي لك، تقدر تحل الميد تيرم، وتقدر تحل السؤال اللي هيجي لك في الفاينل، لان تشابتر 2 ده مش هيسيبك لحد ما تخلص الماده في الاخر ان شاء الله. شاكر جدا يا شباب، السلام عليكم.